اليوم اقتربنا كثيرا من الخطوط الحمراء المصالحة السياسية التي يعتبرها الثوار خيانة للثورة وإهدارا لدماء الشهداء، كما أنها تراجع وتخاذل. فهل يا ترى سيقبل الثوار طرح هذا الموضوع للنقاش أصلا؟ واحد ما رجعت لي ابني، ما رجعتليش ابني، عملت مصالحة برضو مش هترجع لي ابني. ايديهم مليانة بتخمينة، ازاي اسكتوا ازاي؟ معلش ثواني، هي منطقيا كده الدم بالدم. قول لي ايه اللي ضمن لك كده؟ انت كنت عايش معاك رئيسك، رئيس شرعي، معاك قوتك، قوت الاخوان، كان معاك عدد، كان معاك شعب، مش انا مش عايز كده. انت جيت قلت لي كان فين ثوره البركان مش عارف ايه، تمام؟ انت هتجيب لي كان؟ ما احنا لازم نتعلم من الغلط. برضك انت بتعمل النقاش ده هنا على خلاف في مصر، ما عندوش خلاف. روح على اهالي شهداء، سلم مني وتقارير 90%. طب ما احنا نكلمهم كل وقت من مصر على اهالي شهداء، ما كانش عليهم نقص من العشره، عشان زيك اشخاص. هقول لك سألنا جمهورنا إن كان سؤال حلقة اليوم صحيحاً أم خاطئاً. المصالح السياسية خطأ. هذا السؤال خطأ. خطأ. السؤال غلط. خطأ. لا خطأ. خطأ. لأن في دم في النص، كل واحد مقتنع برأيه. أكيد طبعاً. عشان نفهم بعض. لما حد يقنعني إن سؤالي غلط. السؤال الصحيح أن هل المصالحة السياسية حل للأزمة المصرية؟ والإجابة عليه نعم حل. لو سألنا سؤال خطأ هنوصل لكارثة. كما سألنا جمهورنا إن كانت التسوية السياسية إهداراً لدماء الشهداء. التسوية السياسية لا تهدر دماء الشهداء. هي كده كده أي مشكلة نهايتها المصالحة أو التسوية. المصالحة السياسية لا تهدر حق الشهداء أبدا. ممكن هالشي وارد. ضد المصالحة السياسية. صح كيد. اعترف بهزيمة ليست خيانة. لا انزعج إذا خالف رأي أحد. سألناهم إن كانت المصالحة السياسية أو التسوية السياسية تعطينا فرصة لحقن الدماء وعدم سقوط المزيد من الشهداء والمعتقلين. هي لا، يعني هي هيبقى في دماء ولكن بصمت مننا بعد كده. نعم، التسوية السياسية تعتبر حقن الدماء وسرعة في استكمال المسار الديمقراطي والقضاء على الثورة المضادة. فترة صغيرة وكل ده يرجع تاني حتى لو كان المصالحة موجودة. ربما يكون ذلك صحيح. 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 في شروط، الشرط الأول، الثاني، الثالث، إذا اتعملوا ممكن تنازل. أي مشكلة هتنتهي بالمصالحة أو بالتسوية، بس إحنا طبعاً بندور على أقل الخسائر يعني. هحاول أقتنع بكلام. المصالحة السياسية تعني أن نتنازل عن أشياء كثيرة. نحرر معنى المصالحة. سألنا جمهورنا من يعرقل ملف المصالحة السياسية. الثوار والشباب هم من يعرقلون المصالحة. المصالحة السياسية في مصر الدرجة الأولى النظام، والدرجة الثانية قادة الثورة. مين انتو؟ الثوار. الثوار. ممكن احنا الثوار. بالضبط. ان النظام الاستبدادي، الأنظمة الحاكمة، لا تحتاج مصالحة. هو اساسا النظام لا يريد مصالحة. انا ارى ان الجميع ينزل الشارع ويرفع علم مصر فقط. هي بس حاجة واحدة اللي ممكن تراجع كل ده، يعني الشعب يكون واعي بس. ماذا توقع جمهورنا في حلقة اليوم؟ حوار وكل واحد يقول رأيه بس. سينفعل البعض وممكن يؤدي لمشاجرة. يعني ممكن حرب. أكيد هيبقى في حماس من مجموعة كبيرة ترفض المصالحة. في الأغلب بيبقى كلام عادي. سنصل إلى نتيجة خطيرة. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج كلام كبير. سؤال حلقة الليلة هو: هل المصالحة السياسية في مصر هي الحل الوحيد المناسب للخروج من الموقف الحالي؟ ده كان سؤال حلقة الليلة دي. الحقيقة خلينا نقول انه خرج ملايين في مصر بيطالبوا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وتنحى مبارك بعد 18 يوم. افتكر الناس ان الشعب انتصر على السلطة بالضربة القاضية، لكن محدش خد باله أبدا أن الحاكم الفعلي في مصر هو الجيش، والمؤسسات الأمنية فضلت موجودة وضحت برأس النظام عشان تفضل هي.
دخلت مصر الحقيقة بعدها في صراع طويل جدا لمدة 3 سنين اتقسمت فيه اجتماعيا وسياسيا، وانتهى المشهد ان الحاكم الفعلي من الدولة العميقة وعلى رأسها الجيش انتصر على قوى الثورة وفي القلب منها الإخوان بعد ما خدع البعض وأغرى البعض. من يوليو 2013 لغاية دلوقتي والبلد في صراع صفري بين أنصار الشرعية من ناحية وبين النظام العسكري من ناحية تانية، بين الثورة وبين الدولة العميقة. ألاف الشهداء والمعتقلين والمختفين قسريا والمطاردين، وعلى الجانب الآخر دولة ممزقة اجتماعيا وفاشلة اقتصاديا. عشان كده في سؤال بيفرض نفسه لغاية دلوقتي، لغاية إمتى هيفضل الصراع بين الإخوان أو قوى الثورة وبين النظام أو العسكر صراع صفري؟ وفي مصلحة مين استمرار هذا الصراع؟ وهل ممكن تبقى التسوية أو المصالحة طريق ممكن يوقف نزيف كل الأطراف؟ أم لا بديل عن استمرار هذا الصراع لحين انتصار الثورة انتصار كامل؟ لأن أنصاف الثورات مقابر للشعوب، والتسوية في حقيقتها مجرد استسلام للثورة. السؤال ده هنحاول نجاوب عليه النهاردة ببرنامج كلام كبير. خلوني الأول أعرفكم بضيوف الحلقة. حلقتنا للادي الأستاذ المحامي الأستاذ منتصر الزيات، أهلا بحضرتك. الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون الإعلام، أهلا بحضرتك. الأستاذ ياسر الغرباوي مؤسس ومدير مركز التنوع لفض المنازعات، أهلا أستاذ ياسر. وأخيرا وليس آخرا الباحث السياسي الأستاذ ياسر فتحي، أهلا بحضرتك. أهلا بك. بطلب من حضراتكم ترحبوا بالضيف رقم 5 الجمهور، أهلا بكم. بعد ترحيب محمد ناصر بضيوف حلقة اليوم وطرح سؤال الحلقة، سألنا ضيوفنا إذا ما كان سؤال حلقة اليوم سؤالا صحيحا أم خاطئا. لا، السؤال بهذه الطريقة سؤالا خاطئا. السؤال بهذه الصياغة لا يعد صحيحا، أن دائما فكرة الثنائيات تربك التفكير. أعتقد أن السؤال خاطئ أو مش دقيق. أنا من وجهة نظر الحقيقة أنه سؤال خاطئ تماما، طرحه خطأ. الصواب أن احنا بنبحث عن تفاهمات تحقق صيانة أمن المجتمع والوطن والأنفس النفوس. السؤال الأفضل هو أن نقول ماذا يحتاج مستقبل في مصر، مستقبل مصر ماذا يحتاج، هو كيف نؤهل هذا الصف الثوري ليقوم بدوره أو نستنهض همته حتى يقوم بالفعل المطلوب لإحداث تغيير حقيقي في المعادلة على الأرض. هو ده سؤال الساعة، وهو ده واجب الساعة، هو ده المفروض اللي يشغل بالنا الآن، وليست المصالحة أو شيء حول هذه الكلمة. بعد استماعنا إلى إجابات الضيوف انتابنا استغراب من إجابات الضيوف المؤيدين للمصالحة أصلاً بقولهم أن السؤال خاطئ. ذهبنا إلى سؤالنا الثاني مباشرة، سألنا ضيوفنا إن كانوا يغيرون آراءهم بسهولة. لا، أغير آرائي بسهولة، أنا بغير آرائي بسهولة طالما بات لي الدليل. طبعا يعني أعتقد لأي مشتغل في بناء السلام وفض النزاعات مفترض أنه قدرته على أن يغير مقعده الفكري يكون كبيرة. النهاردة أو أي وقت مدام في النهاردة إذا كان في فعلا شيء منطقي، يعني ليه الواحد مغير رأيه؟ إذا مستعد غير قناعات، إذا طرحت وقائع وتصورات جديدة تؤمن المستقبل، أهلا وسهلا. ليس مسألة سهولة أو صعوبة، يعني في الآخر أنا إذا استمعت أستمع بعقل مفتوح، ليس يعني أضع قناعاتي المسبقة يعني على جنب، أفكر بعمق فيما يقال، وفي النهاية يعني إما أن أقتنع أو لا أقتنع، فالمسألة ليست وغير رأي بسهولة أو بصعوبة يعني. سألناهم أيضا إن كانوا قادرين على إقناع الجمهور بأطروحاتهم في موضوع يعتبره الجمهور خطا أحمر. أعتقد أنني قادر بعون الله على إقناع الجمهور برؤيتي و
ما أرمي إليه؟ أنا مش دوري أقنع الجمهور، أنا دوري كباحث في هذه المحاضرة أن أبين للناس مآلات الأمور. أنا قادر على العرض من وجهة نظري بطريقة كويسة، لكن الناس تقتنع أو لا هم أحرار، ما أقدرش أجبر حد أن يقتنع. الحقيقة الناس محتاجة إلى أن تعي وأن تفهم، والناس لن تفهم ولن تعي من خلال خطاب أحادي. سألناهم ماذا يتوقعون من جمهور حلقة اليوم. يعني أتوقع من الجمهور عندما يستمع إلى المعلومات وإلى التحليل السليم المحايد بعيدا عن العاطفة أنه هياخد قرار بدعم كل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في مصر. أتوقع من جمهور حلقة النهاردة أن يتعرض لحقائق صادمة تحرف وجهة النظر الحدية إلى فضاءات البدائل. أتوقع أن يكون الناس عندها أسئلة كثيرة، انتقادات أكثر، أعتقد يكون الناس عندها نوع من أنواع الضغط أو الغضب أو السخط على أي حد سواء كان يتحدث أو حد مسؤول. خلونا في بداية الحلقة ناخد كلمة من كل واحد من حضراتكم، بس في أقل من 30 ثانية لو سمحت يا أستاذ ياسر، كلمة بمناسبة موضوع أو سؤال حلقة الليلة، تفضل 30 ثانية أو أقل. يعني الثورة علمتنا الأول إن إحنا إزاي نؤمن بقيم، من قيم من أجل الناس مش من أجل الحكم ولا الكرسي. في ناس ضحت وناس استشهدت وناس مطاردة وناس معذبة، والناس دي تستحق إن إحنا نفكر ونتعب ونتعلم من التجارب على الأقل عشان نوفي لها قدر ولو بسيط جدا من يعني وفقنا ليهم وقضيتهم. شكرا أستاذ ياسر الغرباوي، كلمة من حضرتك في أقل من 30 ثانية في بداية الحلقة. نجاح الثورات لا ينجح بالأمانة ولا بالطموح ولكن بالأدوات. الثورة الفرنسية كما يقول فولتير لم تزد دماء الثوار الفرنسيين الاستبداد إلا قوة وإحكاما، عكس الثورة الإنجليزية في فترة أقل حصلت على مكاسب أكبر. فولتير يقول عندما غاب العقل السياسي عن الثوار الفرنسيين قدمنا تضحيات أكثر وحصلنا على ثمن بخس. فالعقل السياسي أهم جدا. بشكرك جدا الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، كلمة في أقل من 30 ثانية في بداية الحلقة. الحقيقة للإجابة عن هذا السؤال لابد من طرح المزيد من الأسئلة، وأنا جاي الحقيقة عشان أطرح المزيد من الأسئلة ولا أجيب عن هذا السؤال إلا في نهاية الحلقة. هايل الأستاذ الكبير الأستاذ منتصر الزيات، كلمة في بداية الحلقة في أقل من 30 ثانية. التوصيف السؤال يعني توصيف شائك. المسألة تتعلق بكيفية اتباع الوسائل والآليات لاستعادة المسار الديمقراطي في مصر وحفظ الحقوق العامة والخاصة وصون الدماء. تمام، بشكرك جدا. ناخد كلمة من ضيفنا رقم 5. خلوني أخد استطلاع سريع كده حوالين، هل المصالحة السياسية في مصر هي الحل الوحيد والمناسب للخروج من الموقف الحالي؟ اللي موافق ان المصالحة السياسية في مصر هي الحل الوحيد يتفضل يرفع ايده. ده شعبية جامدة للحل ده. تانية معلش اقول، اللي موافق ان المصالحة السياسية هي الحل الوحيد للخروج من في مصر من ازمتها يتفضل يرفع ايده. انا بسأل هل الوحيد يتفضل، بس كده ارفعوا ايدكم قوي عشان الاستاذ منتصر هو تقريبا ضد هذا الحل تقريبا. استاذ منتصر طيب، إذن اللي مش موافق على المصالحة أصلا يتفضل يرفع ايده. كما توقع الجميع، جمهور معارض لفكرة المصالحة أو أي شكل من أشكال التسوية يرفض المساومة، كما يعتبر أن مجرد النقاش في هذا الموضوع خيانة لدماء الشهداء. المصالحة السياسية هي خيانة وهي اعتراف بالهزيمة. نعم، تعني الاعتراف بالهزيمة. هي ليست خيانة ولكن اعتراف بالهزيمة. الدم هو اللي بيفصل ما بين الحق والباطل. مش بهدد، رأيي ان احنا نتحول. ما فيش مصالحة سياسية في الارض. مش بهزر حتى، بس هو الطبيعي لو اب ابنه توفى وحد جاي يقول هتصالح مع اللي قتل ابني، مش بعيد الاب هو اللي يقتل الراجل ده. المصالحة السياسية احنا ممكن نتصالح سياسيا فعلا، بس بشروطنا احنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اول حاجة ارجع حق الشهداء. انا لست ضد المصالحة. بعد كده ممكن التفاوض في اي حاجة تانية. المصالحة السياسية ان لم تكن يعني على اسس سليمة فهي تعتبر خيانة وتفريط طبعا في الثورة وفي دماء الشهداء. أنا أرى أن المصالحة ربما تكون حل الخروج من الأزمة. أنا ضد المصالحة السياسية لكن أنا مع الحل السياسي. أكيد طبعا في أزمة، لست متناقض.
هو لن يكون هناك شيء مقبول ان النظام العسكري خائن بطبعه. يعني الجمهور الحقيقه يعني بص انا الجمهور صغير في السن جدا، ما عندوش خبره ولا ثقافه ولا رؤيه للواقع. الجمهور شغله الطار 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 او العار، واخدوا الحماس زياده جدا، حماس شديد جدا. بالمؤشرات لو استمر هذا التصاعد سنقع في اصول حرب اهليه، يصبح فيها الكل عدو الكل. لن تقف عند الإخوان ولا عند المكون المسيحي ولا عند المكون العسكري، نحن يعني سنكون في هو سحيقة جدا ما لم نوقف خطاب الكراهية. الإخوان المسلمين تحملوا مسؤولية كبيرة جدا. الإخوان المسلمين ربما لا يشاركوا في عنف، لكنهم يهيئون البيئة لتقع الحرب الأهلية. الإخوان المسلمين يسيطروا على أفرادهم لكن لا يسيطروا على قطاع المتعاطف مع الإخوان المسلمين. طيب خلونا نسمع مع حضراتكم أول وجهة نظر الليلة دي، هي وجهة نظر الأستاذ منتصر الزيات. عايزين نسمع وجهة نظر حضرتك ولكن بعد التقرير ده. كانت هتافات الشعب يريد إسقاط النظام بميدان التحرير إبان ثورة 25 من يناير عنوانا لصراع بين إرادتين، إرادة جماهير تواقة إلى ممارسة سيادتها الغائبة منذ عقود وحالمة بممارسة حريتها واسترداد كرامتها. على الجانب الآخر كانت السلطة العسكرية الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب يوليو 1952 ترى في الجماهير المحتشدة فرصة لإزاحة جمال مبارك القادم من خارج مؤسسة الجيش والذي رأته خطرا على مصالحها ونفوذها. لكن انتصار الثورة الوهمي بقرار العسكر إزاحة مبارك عن المشهد أتاح للجيش التلاعب بقوى الثورة إنهاكا وتمزيقا بالاستقطاب تارة وبالمحاربة تارة أخرى، حتى صار حلم الثورة الوردي جحيما على جماهير طالما آمنت به. ومع محاولة الجماهير فرض إرادتها بالانتخاب بداية من المؤسسات التشريعية مرورا برئيس مدني منتخب ووصولا لدستور يعبر عن الأمة وهويتها، استشعر العسكر حتمية إعادة عجلة الديمقراطية إلى الوراء عبر انقلاب عسكري مباشر لا يعيد للجيش نفوذه القديم وحسب، بل ويمدده ليشمل كل مفاصل الوطن سياسة واقتصادا. لكن انتصار الجيش في معركة الديمقراطية خلف وراءه تمزقا اجتماعيا حادا وضحايا كثر من معسكر الثورة وفي القلب منهم الإخوان المسلمون، ما بين شهيد وجريح ومعتقل ومطارد، ناهيك عن خسائر التيار الإسلامي المادية والدعوية. فيما ورث العسكر وطنا أثقلته الهموم وزاده الصراع السياسي انهيارا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهل كتب على الوطن أن يظل الصراع فيه صفريا تخسر فيه جميع الأطراف ويهدد استمراره وجود الدولة المصرية؟ نشوف أو نسمع كلمة الأستاذ منتصر الزيات. أستاذ منتصر قدام حضرتك خمس دقايق بالتحديد تعرض فيهم حضرتك وجهة نظرك بما يتراءى لك من حسن البلاغة، كأنك بترافع قدام قاضي عشان تقنع الجمهور هنا وفي البيوت هيئة المحلفين بوجهة نظر حضرتك. جاهز يا أستاذ منتصر؟ أي يا فندم. أستاذ منتصر أي يا فندم جاهز، اتفضل خمس زي ما حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صيانة الأوطان والمجتمعات والنفوس من المصالح العظيمة والمقاصد السامية اللي دعت إليها الشرائع السماوية وأيضا القوانين الأرضية. هذه المصالح، مصالح الأوطان والنفوس، تقدم عند التعارض على المصالح الحزبية والمصالح السياسية. صحيح مناط الواقع والأحداث قد يفرض حلولا مستقرها ويعني حلول مرجوحة وليست راجحة، لكن بتبقى مناسبة للواقع وللحال، خصوصا انه المصالح السياسية والحزبية قد تدرك لاحقا. ليس لأحد أبدا أن يدعي أو يزعم أو يتوهم أن فشل تجربة سياسية لتيار إسلامي معين إنها فشل، أنه يعني الأمر متعلق بالإسلام بالشريعة. الإسلام هو دين الله الخالد المنزه عن الخطأ. أي جهد بشري يسري عليه القواعد العامة المعمول بها في الفشل أو النجاح. احنا بنحذر أيضا
من شيوع ثقافة الغالب والمغلوب، لأني الطرف اللي هيصور ويبدأ على أنه مهزوم هيبقى عنده دايما رغبة الانتقام. شيوع ثقافة الغالب والمغلوب بتقسم المجتمع، بتقسمه. لذلك احنا بنقول، او يعني مما نرمي اليه، ان احنا لازم يبقى عندنا تصور يخفف من حالة الانقسام المجتمعي في مصر. انا عندي اشكاليات، علشان كده انا بقول ان المسألة مش مسألة مصالحة ما بين الاخوان والنظام السيسي، ما تتقدمش كده، لان كده هنغرق في الاستقطاب. انا معني بالوطن، بالبلد، بالدولة، بالناس، بالأرواح، بالدماء، بالحالة الاقتصادية للناس، بالحالة الاقتصادية لكل الفرقاء، بالحالة الاقتصادية حتى للناس اللي في السجون والمعتقلات، حالة الاجتماعية لزويهم وأسرهم وبناتهم ونسائهم. عندي إشكاليات، عندي إشكاليات عارضة، وعندي إشكاليات جوهرية. عندي إشكالية إن احنا نتكلم عن التفاهمات، وإزاي في وسط اللاءات المطروحة، لاءات تطرح من داخل النظام المتغلب المتمكن اللي الجيش معاه، لاءات بتطرح من الجانب الضعيف إنجاز التصوير، يعني إنجاز اللفظ، أو يعني اللاءات التي تطرح في ظلها، دي إشكالية. إشكالية أخرى إنه إزاي تتكلم عن تفاهمات وحالة العنف قائمة. حالة العنف أعني بها الخروج عن القانون، في التوسع في القبض والاشتباه، في عدم توفر حالة المحاكمات العادلة المنصفة، أيضا في استمرار العنف على الأرض والاغتيالات والتفجيرات والتفخيخات. دي إشكالية. الإشكالية الأخرى تبدو في وصف جماعة الإخوان المسلمين وما ارتبط بها بالإرهاب، الجماعة الإرهابية. كيف لنا أن نصل إلى حلول مع طرف يوصف بأنه إرهابي؟ صحيح الإشكالية دي إشكالية أمنية في المقام الأول، مصنوعة، ولا لا لا يعني لا يحميها أطر قانونية. فالوصف أو النعت صادر من دوائر إعلامية في المقام الأول أمنية، أيضا من محاكم غير مختصة، محاكم الأمور المستعجلة وهي غير مختصة بهذا الموضوع. أنا عندي أيضا إشكاليات جوهرية، أربع إشكاليات، تعدد أطراف النزاع. شكرا أستاذ منتصر، الخمس زي انتهت والله. شكرا، انتهت الخمس زي. تحية للأستاذ مصطفى. أستاذ منتصر، أنهى الأستاذ منتصر الزيات كلمته حيث صفق له الجمهور تحية واحتراما لشخصه الكريم. فهل أثرت وجهة نظره في جمهورنا المشارك في حلقة اليوم، وخصوصا أن جمهورنا يعرف الزيات بقدرته على الإقناع؟ لما أتفق مع أستاذ منتصر الزيات في أنه هو عايز يعمل مصالحة، وإحنا في وضع هزيمة. السيد منتصر الزيات لقيت طرحه ضعيف. هو بيتكلم في آليات بس، مع أنا آسف، بيتكلم في خيال مش بيتكلم في واقع. لم أقتنع بالذي قاله الأستاذ منتصر الزيات. حجج ضعيف. أنا بسعد جدا وبتمنى وبدعو وبسمع قرع انتباهي للنقد. لا، كله كلام نظري غير ملامس للواقع. ولو هيبقى ملامس أو لو هيحصل، وأعتقدش أنه هيحصل، هيبقى فيه ذل أنا لا أقبل به. نعم، أنا مقتنع بما طرحه الأستاذ منتصر الزيات. أنا تعودت أن أسمع، لي تجربة سابقة في أواخر التسعينات أو في أواسط التسعينات، وتعودت أن أسمع اللاءات والصرخات، وأن أسمع الذين يريدون أن يقاتلوا لآخر قطرة دم من غيرهم. مقتنع بي ومقتنع بالرأي الآخر، بس هو بيطرح فكرة أن لازم ضغط عشان مصالحة، بس هو ما بيقولش إزاي أضغط.
استاذ منتصر كان بيتكلم في موضوع في الخيال، استحاله ان حد يوافقه عليه. اصل انا وصلت لمراحل تجاوز البعض فيها مرحله الاختلاف والنقد الى الشتم والسب، فتعودت. الاستاذ منتصر بيتكلم بلغه بالنسبه للشباب دي مش واقعيه، هو مفيش جسر تواصل بينهم هما الاثنين. يعني استاذ ياسر، استاذ منتصر قصدي، هو رجل يعتبر رجل بيعرف يتعامل مع دوله، لكن ما عرفش يتعامل مع افراد زي اللي كانوا موجودين النهارده. الجمهور قطاع من الشباب وهو قطاع مهم، لكن انا كنت متوقع ده. اولا ده بدايه حوار، احنا لسه بنطرح افكار حول المصالحه الوطنيه، فمن الطبيعي ان تكون هناك مخاوف عند الشباب، عند الجمهور، هواجس، حسابات عاطفية، غياب صوت العقل فيها، فأنا متوقع ده وتعودت عليه. أستاذ منتصر، حضرتك عندك ورق كتير جدا كنت لسه ما طرحتش بقيت وجهة نظرك وأنا عارف ده، لكن خلينا نبدأ بأسئلة كل ضيف من الأساتذة هيطرح على حضرتك سؤالين إذا تفضلت بدون تعقيب منهم، يعني من طرح السؤال. نبدأ بالدكتور أحمد. دكتور أحمد، عنده حدك سؤال للأستاذ منتصر؟ وأجل دوري. تأجل دورك. أستاذ ياسر الغرباوي، عنده حدك سؤال للأستاذ منتصر؟ الأستاذ منتصر انطلق من فكرة الحفاظ على الوطن والدولة، ودي هدف جيد، لكن ما أعتقدش الشباب الآن أصبح إيمانه بالدولة وعودة الدولة المهيمنة أساسي. سؤال حضرتك؟ نعم، فما هو الحلم الذي يستحق من أجل المصالحة؟ تفضل يا فندم. إجابة حضرتك؟ أن أحافظ على الدولة. أنا معني أن أحافظ على الدولة، فإذا ما خيرت بين الدولة والفوضى لابد أن نختار الدولة، حتى مع المعاناة، لأنه التجارب من حولنا توضح تماما عندما انفرطت الدولة سادت الفوضى، وعندما تسود الفوضى أصبحت الأنفس والمجتمعات والدماء كلها في حالة استباحة، وعندما خوية الدولة بدون تعقيب. مفيش تعقيب. أستاذ ياسر، عند حدك سؤال للأستاذ منتصر. حضرتك بتقول المصالحة عشان خاطر الوطن والتقدير المصلحة العليا، فأنا بقول حضرتك إزاي حد يقتنع بالمصلحة العليا بتاعت المصالحة وهو أصلا مش متخاصم، هو تم قتله أو سجنه أو تعذيبه، بالتالي هو أصلا مسلوب الإرادة. لو عنده بعض الإرادة ممكن يفكر ان هو يتصالح، يتفاوض، يقعد يتفق. لكن هو اصلا ازاي ممكن اقتنع، انا اقتنع ان في مصالحة في حين ان الخصم بيتصرف معايا غالب مغلوب؟ فعش واحد يقتنع والتاني لا. احيانا، ليس يعني دائما، احيانا يكره الانسان على حل، يعني في حلول مستكرهة زي ما انا قلت ليست راجحة بيفرضها الواقع، اقبلها حتى تمر الأزمة، لغاية ما تمر الأزمة ونستطيع ان احنا نستعيد المسار الديمقراطي من جديد. دكتور احمد، دور حضرتك لازم ما تستغناش عنه. طيب، هو انا سؤالي هنا، هي ايه المؤشرات اللي عند حضرتك او اللي انت لاحظتها خلال الثلاث سنوات اللي فاتت من عمر الانقلاب اللي تخليني اقتنع انه والله ان هذا النظام الانقلابي قادر على انه يقبل بالمسار الديمقراطي او حتى انه يمارس الديمقراطية؟ هو نفس سؤال تقريبا الأستاذ ياسر، نفس المعنى تقريبا. تفضل. هو هنا دورنا أو دور اللي زي إنه يدفع في هذا الاتجاه، يعني هم هنا مش حابين وهنا مش حابين، دورنا أن نصنع مساحة في النص. أولا نستطيع إن احنا نستقطب بها العقلاء هنا أو هنا. الأمر الثاني إن احنا مع الضغوط الحياتية والاقتصادية وحالة الفقر المدقع والغلاء الفاحش هنستطيع أيضا أن نصنع جماعة ضغط من الشعب تضغط من أجل استعادة المسار الديمقراطي بعد ما الناس كلها تستعرض التجربة وتدرك حجم الأخطاء اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. تمام. أستاذ ياسر، عند حدك سؤال تاني؟ لا، ليس عند ياسر. أستاذ ياسر، عند حدك سؤال تاني؟ دكتور أحمد، عند حدك سؤال؟ قديمة في الطريق. طيب، أنا عندي سؤال لحضرتك. حضرتك قلت في المعرض كلام كأنه الإخوان بيرفضوا المصالحة والنظام العسكري بيرفض المصالحة. إذن رسالة حضرتك لمين لما الاثنين رافضين المصالحة أصلا؟ للاثنين. أيوة، يعني رسالتي للاثنين. الاثنين رافضين، يعني بكلم طرفين رافضين يقعدوا مع بعض. بنضغط في اتجاه أصله، هي مش كتلة صماء،
هنا أو هنا. أيوة. هتجد في هذا الفريق من يمكن أن يسمعك. تمام. وهتجد في هذا الفريق من يمكن أن يسمعك. توفيق لربنا سبحانه وتعالى إنك تستطيع أن تجد ولو فرجة من التفاهمات تقدر تجمع بين الأطراف. ولو أولا بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الصخب بتاعك. يعني نقدر نجمع، لازم نعمل تفاهمات بين أطراف ولو غير مباشر من هذا الفريق. متشكر جدا على القوسين اللي حضرتك فتحتهم وحطيت فيهم رأي حضرتك، أشكرك. خليني ده كده الأسئلة انتهت. خلينا أستاذ منتصر، حضرتك سمعت رأي الناس هنا في المصالحة؟ مش قلقي. مش قلق؟ لا مش قلق. طب إيه رأيك نشوف تقرير في رأي الشارع في المصالحة عند حضرتك؟ استعداد تشوف التقرير؟ أشوفه. ومش هيقلقك؟ ولا هيقلقني. نشوف تقرير عن رأي الناس في أو في الشارع يعني عن المصالحة. أنا مع أي مصالحات. ليه؟ لأن تكاتف الشعب المصري بصفة عامة هو ده اللي يقدر يرفع البلد دي. لكن هنطلع فصيل ده إخوان وده ليبرالي وده هندي وده كلام، ده بيوقع ما بيطلعش. لا أنا مع مبدأ اللي غلطان يتعاقب. مصالحة مش هبل، اللي غلط يتعاقب. تبالك؟ وأنا طبعا مفهوم إيه المصالحة؟ مصالحة مع الإخوان؟ نو أبسوليوتلي. مع المصالحة ما فيش. المصالحة طبعا تنفع البلد وتحط الأمان في البلد يعني. أوان إحنا كلنا مواطنين تحت أرض مصرية واحدة. وانا مع المصالحه مع اي مواطن هو عايز يصلح بلده وعايز بيحب بلده وعايز يبني فيها، وضد طبعا المصالحه مع اي واحد مخرب او اي واحد مجرم او اي واحد ارهابي. فالمصالحه بالنسبه لي مش مصالحه اطياف سياسيه، لا، انا المصالحه بالنسبه لي هي مصالحه مواطنين مع مواطنين. ده لازم يعني ده لازم احنا كلنا بايد واحده ولازم نتجمع عشان تحت لواء واحد وتحت ارض واحده لان كلنا اصلا عايشين تحت سماء واحده. اللي بيحصل اساسا لا لازم الناس كلها تتجمع وتبقى ايد واحده في الوقت الحالي بالذات، لازم نكوننا بايد واحده والدول العربيه كمان تبقى بايد واحده. لا انا مش معترض عليها، انا موافق رايي مش اكتر. اكيد مع الصلح طبعا. انا ليه ضد المشاكل؟ انا مش عايزه مشاكل، اكيد مش عايزه مشاكل في البلد يعني. اكيد مع الصلح طبعا طبعا اكيد يعني. اكيد لو في صلح في البلد اكيد هيبقى في توافق، اكيد هيبقى في حاجات كتير حلوه يعني. اكيد يعني مش هيبقى في مشاكل، مش هيبقى في عداوه. ما سبب المشاكل اللي احنا فيها وسبب الازمات اللي احنا فيها العداوه وكله عايز ينط على كله وكله عايز يعني مش عارفه كله هيبقى عايز احسن من التاني. فاكيد طبعا يعني اكيد يعني الصلح هيبقى حاجه كويسه، هيبقى ليه ايجابيات كتير طبعا يعني. مش لا معاها طبعا اكيد، اي حاجه لصالح البلد انا معاها. استحاله يصلحوا كلهم صدقني، مش يا ريت. احنا نتمنى حاجه زي كده، نتمنى الدنيا تبقى عايشه في سلام وكل حاجه تبقى كويسه، نفسي الدنيا كلها كل اللي بقى. اما لان ده في الاخر بيصب في مصلحه البلد. ده كان رأي الناس في الشارع المصري حوالين المصالحة. تعالوا نشوف رأي الناس في الاستوديو المصري السوري حوالين المصالحة في الشارع المصري. أستاذ منتصر، الجمهور في الشارع تقريبا يعني رضاك، تفتكر هنا هيرضيك؟ منقسم هنا بقى متحد. تعالوا نشوف رأي جمهورنا هنا في الاستوديو حوالين المصالحة. نبدأ. حضراتكم سمعتوا أو شفتوا او طلعتوا على وجهة نظر الاستاذ منتصر الزيات. عند حضراتكم حد عنده سؤال للاستاذ منتصر؟ تفضل. بس ما يتفضل. كنت عاوز اسال حضرتك، هل لما نعمل، حضرتك قلت المصالحه ما بين الثوار وما بين النظام السيسي ولا الاخوان والنظام السيسي؟ مصالحه وطنيه شامله. شامل مين؟ الثوار وال كل الخوص السياسي. طب حضرتك تضمن بعد المصالحة النظام السيسي بجبروته باللي هو بيعمله في الشعب ويعمله في الفصائل الثورية اللي هو بعد المصالحة اللي هو يعني ما يعتقلش تاني، ما يقتلش تاني، ما يقدر ما يعني ما يعملش فيهم اللي حصل الفترة اللي فاتت يعني، يتوقف عن القمع يعني؟ حضرتك تضمن ده يا أستاذ منتصر؟ أنا عايز أقول إن لما بندعو إلى صنع مناخ مناسب للتفاهمات نصل به إلى استعادة المسار الديمقراطي، لا أعني به اللي حد قاله في التقرير أن يفلت مجرم من العقاب. لا، ده مش المقصود. دي نمرة واحد، لأن لا أدعو إلى إفلات مجرم من العقاب. الأمر الثاني،
ان احنا مش عاوزين ناس تقعد او مش قصدي عفى الله عما سلف. العفو قد يكون او المسامحة دي في نهاية المشوار، انما احنا عاوزين اولا يبقى في آلية للكلام، تحديد الاطراف المخطئة. انا مش عايز حد يبقى اخطأ ويفلت، لا تمام. هو سؤاله يا فندم، هل تضمن حضرتك ان النظام لا يعود الى اجراءاته القمعية مرة اخرى؟ اذا 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 قدرنا نحرك الآلية بتاعة المصالحة الشاملة من خلال النماذج اللي حصلت، انا هنا مش بخاطب النظام بس، انا عايز اصنع حالة مجتمعية تضغط عليه تاني. تمام، وصلت الإجابة عند حضرتك يا أستاذ. سؤال حضرتك هو بس يعني معنى المصالحة إيه؟ إن هو جعل طرفين يكون في بينهم نزاع ويتعمل لهم حل يرضي الاثنين، واللي هيحل بينهم النزاع ده طرف ثالث ملوش دعوة بالنزاع. حضرتك مين الطرفين؟ أنا يعني الناس المطاردة دي أو أيا كان مين هم، هل هيحسبوا طرف؟ وهل الدولة تحسب طرف؟ ومين الثالث اللي هيجي يحل النزاع؟ يعني أنت عايز تسأل أستاذ منتصر أطراف المصالحة مين؟ بالظبط المصالحة اللي بنتكلم عليها، هل بمعناها اللي أنا قلته ده، ولا هل ليها معنى تاني بالنسبة لمصر، ولا إيه الوضع اللي إحنا فيه ده يوصف بإيه بالظبط؟ اتفضل يا أستاذ منتصر. أنا عاوز وأنا بتكلم عن المصالحة أو صنع المناخ ده، عايز أولاً نتكلم نحدد أطراف المصالحة. ما هو الراجل ده سؤاله. نحددهم. أطراف المصالحة، عايزين نعمل مصالحة. هل يعني عندي، افتح القوس بقى، نظام حسني مبارك قبل 25 يناير والثوار، ازاي هنعالج ده؟ ما تعالجتش في فترة الثورة. نظام 30 يونيو والإخوان ونظام الرئيس مرسي، الثوار والمجلس العسكري، حداث محمد محمود ورئيس الوزراء مجلس الوزراء و و و و أطراف بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى المناوئة، محتاجين نعمل مصالحة. دي الأطراف الأساسية. وصلتك؟ اللي لازم نعمل. طب هو كان سؤاله أستاذ منتصر مين الطرف، هو تعريف المصالحة ده مظبوط يا فندم؟ انت معكش المايك على فكره، دي المايك. حضرتك صنفتهم لكن ما قلتليش مين الاطراف. انا حتى الان عرفت ان في 1000 طرف في مصر، بس مين اللي هيحدد معايا الكلام ده؟ ما هو احنا بنقفز دايما. احنا دلوقتي انت تسالني عن الاطراف، انا لسه هتكلم على شكل المصالحه، اليات المصالحه، وسائل المصالحه، قانون المصالحه، اللجنة اللي حضرتك بتشير إليها، اللجنة المحايدة اللي هتنتخب أو تختار عشان تجري المصالحة، مش عرفي بقانون يديها صلاحيات أن تدين المخطئ، تدين اللي قتل أيا كان موقعه وأيا كان مكانته، تدينه أو تحدده. لازم اللجنة دي، كلام كتير هنتكلم فيه على تفصيل. تمام. كان في سؤال هنا، دي المايكس، كان في سؤال عند حضرتك هنا، اتفضل. هجيلك. كان في سؤال عندك؟ طيب هو رد الاستاذ. اتفضل يا فندم. اتفضل. سوري. حضرتك استاذنا لما كنت بتتكلم ان حضرتك لو هتختار ما بين الدوله والفوضى، حضرتك قلت هتختار الدوله. ايوه. طب حضرتك في بدايه الامر خالص، من بدايه الانقلاب وكل دوت، ما كنتش عارف ان فيما بعد هتحصل فوضى، ولا حضرتك كنت واخد الثلاث سنين دول تجربه وبعد كده تشوف؟ بعد اذن حضرتك بس اقول لا انا ما فهمتش تاني، قولها تاني كده. انت كنت بتقول ايه تاني؟ حضرتك لما اتكلمت قلت هتختار ما بين الدوله او الفوضى، حضرتك قلت هتختار الدوله، صح؟ صح. طب حضرتك من بدايه الامر خالص كنت عارف ان حضرتك بعد 3 سنين هتيجي تقول مصالحه دلوقتي، ولا حضرتك كنت راسم خطه ان بعد المظاهرات دول والدنيا دي هتتفض في كام يوم والدنيا هترجع تاني زي الاول، ولا حضرتك كنت واخد الثلاث سنين دول تجربه في شهداء ومعتقلين ومطاردين؟ كويس. توقف هنا بقى عشان نسمع الاجابه. اتفضل يا استاذ منتصر. اولا انا واللي زيي ومن هم مثلي لم يكونوا طرف في الموضوع. انا مواطن رحت في الصندوق انتخبت الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيسه. انا مواطن، انا مش من الاطراف.
لما أطيح بالرئيس محمد مرسي أنا بتحرك من مربع الشرعية، أنا من الذين انتخبوا الرئيس محمد مرسي، ذلك خرجت احتجاجا على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وهي المصالحة عضو الشرعية. لحظة بس، يعني خليني برتب لك اهو عشان أي. أنا بحب دايما أبقى منسجم مع نفسي. أنا أهو بتحرك من هذا، لكن أنا معني باستقرار الدولة في النهاية، لأني يعني طول الفترة لا أنا من اللي لا مع استعادة المسار. وأنا بكلمك النهاردة بتكلم عن إيه؟ استعادة المسار الديمقراطي. بميله طبعا لأن أنا راجل من التيار الإسلامي مثلا، لكن في النهاية أيضا أغلب الدولة على الفوضى. حاولت بالرأي بالكلمة بالقول بالمظاهرة إن أنا يعني ألفت الانتباه إلى 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 الخيار الديمقراطي. خلاص مش هودي بقى المجال عشان ما تحاسبنيش إنه أنا بقى برفض أن يصل المجال إلى الكر والفر والقتل والاغتيال والقبض بلا بينة والقبض بلا دليل وتقتل ده. يعني حالة الفوضى دي اللي أنا بتكلم طيب عنها. حضرتك طيب بترفض. لا خلينا ننقل هنا بقى عشان ناخد آخر سؤال، ننقل ناخد آخر سؤال عشان ننقل على الضيف الثالث. تفضل يا فندم. وحضرتك تفضل. مش ضد الحل السياسي، وإن كان كلمة المصالحة يعني سيئة السمعة شوي، لكن هو صراع صفري لا ينتهي إلا بحل سياسي كرأي. ولكن يعني لو الأطراف قبلت مصالحة أو حل سياسي، هناك أطراف إقليمية وأطراف دولية لا شك لها مصلحة في استمرار الأزمة واستمرار الوضع. أنت عليك إيه الحل؟ أسئلة يعني الحقيقة السؤال ده مهم قوي. يعني أنت قصدك لو إحنا الاثنين أو الأطراف اللي ذكرها الأستاذ منتصر قعدوا مع بعض وانبسطوا وقروا فتحة وتصالحوا، في قوة إقليمية ممكن تعيق هذه المصالحة؟ أيوة، إقليمية ودولية في نفسها. أستاذ منتصر، هل أنت في رؤية حضرتك عامل حساب القوى الإقليمية والدولية؟ ابتداء نرتب البيت يا فندم. ابتداء نرتب البيت من الداخل. طب يا فندم، بس هو القوى الإقليمية هتخش في الموضوع. ما هو يعني لا بدون تسمية، يعني قوى إقليمية أو قوى دولية هتخش في الموضوع. ممكن تكون نيتها مش عايزة المصالحة. احنا نبقى يعني لدينا الاراده. بس انا حاسس صوت حضرتك الاراده لازم يبقى عندنا يعني اراده الحل. يعني حاسس صوتك في الاول كان واثق من الرؤيه. لما الاستاذ طرح السؤال لا واثق من الرؤيه. الصوت التون نزل شويه. مفيش مشكله تون الثقه نزل سنه. لا بس انا استاذ ياسر فتحي حسيت كده معايا. التون نزل كده وايه وقال اخ انا ما كنتش عامل حساب الحكايه دي. لا ابدا. على كل حال انا بحييك على السؤال ده جدا جدا جدا. طيب ايه رايكم؟ ده صحيح. الجمهور الذي يعيش خارج قبضة السيسي انهى حوار الجولة الاولى مع الاستاذ الزيات، حيث بدأ الجمهور يشعر ان الاستاذ منتصر غير متأكد من طرحه، فهل هذه هي الحقيقة ام ان هناك سببا اخر؟ من تجاربي ده متوقع. الاستاذ منتصر الزيات خبرة، وانت تعرف وكلنا عارفين خبرة طويلة جدا في هذا المجال في التعامل بين التيار الإسلامي والحكومة، خصوصا اللي خارج البلاد. دايما المستهدف بحديث المصالحة داخل البلاد، المكلوم المأزوم المضطهد المقموع. ما تنساش برضو عامل انه الناس بعيدة عن الرعب، يعني الشباب اللي رافض المصالحة لازم نحط في دماغنا الحكاية دي، هو شباب في الغالب بعيد عن منطقة الخطر، يعني بعيد عن إيد السيسي. يعني ماذا لو إنهم هم في مصر متعرضين لمضايقات أمنية؟ هل ده كان هيبقى رأيهم؟ هو ده السؤال. دايما اللي في الحرية بره، خصوصا بره البلاد بره المخاطر، أنا متوقع منهم. لكن خطاب المصالحة معني بيه الداخل أكثر من الخارج. والجمهور الذي كان في الشارع أقرب لأوجاع المصريين من الجمهور الذي كان في الاستوديو. نعم، تقرير كان أقرب للواقع. إن أعتقد المقترب بالواقع ما زال يدلك يعني يده في النار. إنما السمة الغالبة إن هم متحمسين قوي وما عندهمش فكر، يعني ما قراش عن تجارب الدول الأخرى، ما قراش عن شخصيات، ما قراش عن يعني هو في الآخر والحاجات وبتاع، بس هو ده سلم يعني. أثناء الحوار مع الأستاذ الزيات طرح أحد المشاركين سؤالاً هاماً جداً يخص القوى الإقليمية التي من شأنها التدخل أو عرقلة هذه المصالحة،
فبماذا نفسر ردة فعل الزيات الهادئة تجاه السؤال؟ لكن كان في واحد من الجمهور راجل أسمراني كده قاعد في الصف الأول تحت، الراجل ده يرزع السؤال من دول الحقيقة، يعني الحقيقة كنت بقى يعني بيبسطني، يعني كنت بتمنى أن أنا أسأل السؤال ده. مؤكد أنه أنا يعني هو فعلا أحد الشباب لما تكلمني عن أثر القوى الإقليمية أو هل هتسمح القوى الإقليمية أو الدولية بإتمام المصالحة، اتفاجئت من السؤال، استوعبته بسرعة، يعني استوعبته بسرعة، لأن أنا فعلا أعتقد أن احنا محتاجين الأول نرتب البيت من الداخل. أحد المخاوف أن تحدث مصالحة سياسية عدم وجود ضامن لتحقيق هذه البنود. يعني اتفاجئت من الكلام عن القوى الدولية والإقليمية في حديث مصالحة داخلية، ما كنتش متوقع الحقيقة، يعني ما كنتش متوقع. نسمع رأي الأستاذ، أستاذ مدير مؤسس ومدير مركز تنوع أو التنوع لفض المنازعات، نسمع وجهة نظر هذا المدير وهو خبير في فض المنازعات، ربما يعني يوضح لنا الصورة بشكل عملي. الأستاذ ياسر الغرباوي، أستاذ ياسر مع حضرتك بالضبط خمس دقائق، ربما تغير وجهة نظر ناس هنا، ربما يعني وجهة نظر الناس تبقى زي ما هي، لكن حاول أرجوك تقنعنا هنا وفي البيوت بوجهة نظرنا، مع العلم ان احنا هنسأل حضرتك كل واحد سؤالين. جاهز يا فندم؟ اتفضل يا استاذ ياسر. انا بس الاول احب في الكلام نضع حاجة بسميها الاطار الجامع لما نتكلم فيه. احنا بنتكلم في حلم شعب وشعوب كانت تأمن بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. هذا الشعب المصري او الشعب السوري ليس بدعة من الشعوب، شعوب مرت باللي احنا عملناه ووقعت في اللي احنا وقعنا فيه ونجحت ايضا في تجاوزه. في 10 نقاط مهمين جدا نعرفهم. اول شيء، كل الصراعات والنزاعات محلية حرب اهلية انتهت في النهاية على طاولة المفاوضات. ازاي؟ هنشوف نحكي عنها ازاي. الامر الثاني، امتلاك مهارة التفاوض والبدائل بدهين بدهات القيادة. مفيش قائد يقول لي انا ضد الانسحاب وضد التفاوض، انت قائد تمتلك الكر وتمتلك الفر. النقطة الثالثة، التفاوض وقبول البدائل لا يعني ضعفا بل يعني المسؤولية السياسية، ونفرق بين المسؤولية السياسية والقناعة الشخصية. الرئيس مرسي عندما قال دمي فداء للشرعية بطل وصمود، لكن عبر عن قناعة شخصية لم يراعي فيها في نظر المسؤولية السياسية. الأمر الثاني، وقف النزيف وخفض الخسائر هو نصر وليس خسارة. الأمر السادس، كل ما يؤمن المستقبل لابد أن نكون معه. الوثق في المستقبل قد يقدم على تفاوض أو هدنة أو انسحاب طالما عينه على المستقبل. النقطة السابعة، ليس حتما أن يكون التفاوض المبادرة ما بين طرفين، يمكن لطرف واحد فقط أن يقلب الطاولة. الأمر الثامن، التفاوض هو استكمال للمسار وليس وقف للتدافع. السبب الثامن أو التاسع، المجتمعات تبنى على التنازلات المتبادلة. مهاتير محمد عنده مكون صيني، عنده مكون هندي، عنده مكون ملاوي، عاشوا حرب أهلية 1964 ثم قرروا أم هذا الخيار، إما أن نعيش في قراء متحاربين أو أغنياء متعاونين، اختاروا الاختيار الثاني. النقطة العاشرة عشان تكون في ذهننا، مش كل المعارك بتكسب بلمس الأكتاف، هناك معارك تكسب بالنقاط. فأعتقد لو العقل السياسي الذي يتحرك في هذا الإطار يمكن أن لا يختصم مع المصالحة، ويمكن أيضا أن ينحاز إلى العنف، ولكن عينه على المستقبل، ليست المصالحة تقيم باب الحرام أو الحلال أو النفع أو الضر، ولكن تقيم من زاوية هل ستؤدي لمستقبل أحسن لمصر والمنطقة العربية ولا لا. شكرا. شكرا أستاذ ياسر غرباوي. أقل من خمس دقائق، خلينا نبدأ في طرح الأسئلة على حضرتك، وهنبدأ بالأستاذ ياسر فتح. أستاذ ياسر جاهز حضرتك؟ تفضل. أنا سعيد باللي طرحه الأستاذ ياسر بالمبادئ، وأنا عارف أنه حصد تجارب وخبرات عديدة له شخصيا. يعني سؤالي هو، الناس اللي كانت بتنتهي لطاولة المفاوضات، حضرتك ذكرت النهاية، لكن هو وهو قاعد على الترابيزة بيحدد، هو بيبقى حاطط هدف أنا عايز أروح لطاولة المفاوضات، ولا بيبقى عنده هدف عايز يحققه يسمح له أصلا في وضع أنه يوصل لطاولة المفاوضات عشان ياخد حاجة؟ لو هو ما عملش حاجة وما عندوش قدرة على الضغط والتأثير، هل حيوصل أصلا لطاولة المفاوضات؟ هو ده بقى سؤال، يعني هل لو هو ما عندوش قدرة على الضغط والتأثير هيوصل لطاولة المفاوضات؟ تفضل يا فندم. احنا قلنا طاولة المفاوضات هي خيار من عشر وسائل انا يعني سردتها.
فإذا حتى لو وصل هو مهزوم لطاولة المفاوضات، على العزة بوكيفيتش وصل مهزوم لطاولة المفاوضات، ولكن كان خياره بقول أنا ليس لم يكن دوري في هذه اللحظة أن أحرز النصر، ولكن كان دوري تقليل عدد الضحايا، فهذا أيضا هدف. فطاولة المفاوضات منتصرا أو مغلوبا ليست عيبا وليست خطرا. تمام. دكتور أحمد عند حضرتك سؤال؟ والله الحقيقة الأستاذ ياسر قال كلام محترم وكلام طيب، ويظل الكلام في الإطار النظري هو دائما مقبول، لأنه في الآخر ده حاصل التجارب. أيوة. فالخلاف حواليها ما بيبقاش كبير يعني، بالعكس بيبقى فيه نوع من التواصل. عند حضرتك سؤال لي يا فندم؟ نعم أنا بسأل، أنا هسأل الآن. عايز أقول إن هذا الكلام يظل في النهاية كلام نظري. النقطة هنا الوضع اللي احنا فيه الآن، هل بالفعل هو ده الوقت المناسب للطرفين ان احنا نتكلم فيه عن مصالحة؟ حضرتك احنا نفضل نزاعات، عندنا مدرستين، مدرسة اولى تقول سيبهم لما يخلصوا على بعض او ينهكوا او لا يقدر احد ان يحسم المعركة وهيجوا في الاخر، دي مدرسة قول سيبهم في الاخر زي الاسم كده، لما قطعوا بعض هيجوا لنا الاسم. انا كمهتم بفضل النزاع لهم بهذه المدرسة. في مدرسة اخرى تقول لك لا انا ليه اترك وطني يمزق، تعال نصنع الفرصة ونصنع الحدث ونستبق الاحداث، مقال من الاستاذ منتصر، مقال من الاستاذ ياسر، وقفة من محمد، مبادرة من امرأة معتقل وشهيد او منضابط ايضا ربما تحدث كرة السلك. فالان انا اعتقد البدائل المتاحة اذا توفرت ارادة شعبية وتيار عاقل يؤمن اننا مع الحل العاقل وليس الحل العادل. الحل العادل لم يكن حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل المجتمعات بتحل مشاكلها بالحل العاقل وليس الحل العادل. اعتقد هذا السقف لو تحركنا به كان يمكن ان تحسم امور كثيرة في فض ربع، وقبل فض ربع عرض كثيرا من كل الاطراف، وكان يمكن ان يوقف شلال الدم لو كنا نمتلك جميعا جيش وشرطة واخوان وليبراليين الشجاعة الاخلاقية نقول استوب عند هذه المرحلة. دكتور منتصر عند حضرتك سؤال. يبدو يعني ترجمة الأطر اللي قالها الأستاذ ياسر في تفصيلات على الواقع على الأرض، كيف إيه رؤيتك لتطبيق وجهة النظر للبدء في تنفيذ هذه الخطة؟ أولا أن حلم الجماهير والناس المجتمع معانا، يعني المجتمع لا ينبغي أن يترك العقلاء، المجتمع أن يختطف، المكون المسيحي الأصيل الموجود هو مع الحرية والعدالة، لكن عليه هيمنة من الإدارة الكنسية. الجيش المصري به عقلاء كثر، الإخوان المسلمين بهم عقلاء كثر، ندرك دورنا أنا وغيرك وهذا برنامج أعتقد أن ننشئ جسورا بين كل هذه الأجسام. ينبغي أن نبني جسورا ولا نبني قلاع، هناك عقلاء في كل الأطراف. أعتقد من هذه الزاوية بالإجراءات اللي حصلت، يعني الذي كسر الانقلاب في الأرجنتين وتشيلي هو النساء، طرحوا أمرا جديدا مختلف عن السياسيين. الذي حرر الشيشان جزء منها كان ضغوط الأمهات اللي خرجوا. لذلك أنا كتبت مقال في 2014 مبادر زوجة وشهيد، أمهات الضباط الذين قتلوا ظلما وعدوانا، وزوجات المعتقلين الذين يقتلوا في السجون، لماذا لا تتحد النساء على أن يحموا أولادهم؟ نحن مع كل امرأة ظلمت قتل زوجها، كان ضابط قائد منطقة مركزية في سيناء، وأيضا مع كل معتقل واقف زوجته في وادي النطرون ولا في أبو زعبل، لابد أن نتحد جميعا على أن نقول الظلم كفى. طيب أستاذ ياسر مرة تانية عند حدك سؤال تاني؟ لا ما عنديش تعقيب. دكتور أحمد عند حدك سؤال تاني؟ لا هو أنا سؤالي يظل قائم الحقيقة، هل الوقت مناسب لطرح الموضوع؟ هو جاوب على السؤال ده؟ لا لم يجب، أنا لم لا أجاوب فهم. هو أنا سألته لكن أنا لم أفهم أنه أجاب. أجاوب حضرتك تاني يعني إما إذا كان عندك نزيف بيجري في الوطن أو في الشخص، عندك خيار أن تتركه أو خيار أنك تتصل بالإسعاف. يعني أنت مش طبيب بس أقل القليل تتصل الإسعاف تنقذ هذا الوطن. فأنا أعتقد يعني الفرصة تخلق. إذن هي ده هو ده السؤال، من يخلق الفرصة؟ أنا وإنت والجمهور الموجود معانا. طيب. أستاذ منتصر عندك يعني سؤال تاني؟ أنا عندي سؤال لحضرتك عشان نطلع لاستطلاع رأي الجمهور. حضرتك ذكرت في الثلاث دقايق اللي كلمت فيهم كلام طيب جدا، لكن في معرض كلامك اتهيأ لي يمكن هلاوة السمعية إنك قلت وده كان خطأ الدكتور مرسي. نعم. كنت قلت انه الدكتور مرسي قال في ده وبرعبتي وبتاع وده كان خطأ الدكتور مرسي، ما هو الخطأ من وجهة نظر حضرتك؟ انا الخطأ أردت الدكتور مرسي يعني اسأل الله يعني يعين في الصمود ويعني ويخرج من معتقله. انا اقصد اني لما يتحلى القائد السياسي
وينسى المسؤولية السياسية يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية هو يسيء لوطنه ويسيء لمجتمعه. يعني صلاح الدين قائد تحلى وقت الحرب بالمسؤولية السياسية، يعني جلس فترة طويلة جدا لم يحسم صراعه حتى كون جيشه، ثم وقت السلام صنع هدنة مع الصليبيين. اللي يسمعها الآن يقولك ده خائن، صلاح الدين مع السلام مع الصليبيين كان خائنا، لكن لا، أنا يمكن أضحي بنفسي، أنت حر، عاوز تبقى شهيد ربنا يكرمك وتطلع للسماء العلى في لحظة، لكن لا تنسى أنك مسؤول عن شعب فيه 90 مليون، وعن حركة الإخوان المسلمين خارج مصر وداخل مصر دفعت ضريبة هذا الصمود في أحد الجوانب. يعني أنا ماليش حق إن عقب، بس يعني حضرتك تقول إن الدكتور مرسي قدم البديل الأخلاقي عن البديل السياسي. تماما. حضرتك ممكن تسأله يعني لو انت عايز يعني تقول له بالنيابة عني يعني. لا طبعا تقول انت غلطت دكتور مرسي، انت تقول له كده. انا عفوا، انا جاي مثال شامل. لا طبعا، اولا دكتور احمد انا ماليش حق اعقب خالص، حضرتك ممكن تعقب انت. جاي مثال قدامي بس لو عايز يعني. انا اشكرك على اتاحة الفرصة. لا شوف حضرتك، الامر ما يبقاش بهذه الثنائية. هنجيلها بقى دي، هنجيلها. نعم الامر ليس انا بس حطيتها كده قدام حضرتك. نعم. ونرجع لها. الامر ما يبقاش بهذه الثنائية. نعم. خليني اسالكم استاذ منتصر، حضرتك عبرت عن وجهة نظرك بالكامل. استاذ ياسر عبرت عن وجهة نظرك بالكامل. لسه ما زال انا مفتوحة. خليني اوصل للجمهور، استطلع رأيي بين الايدين بس. بعد كلمة الاستاذ ياسر الغرباوي، هل خففت وجهة نظره من عقلية الجمهور القائمة على العاطفة ومنطق الانتقام والثأر للدم؟ وخصوصا أن الأستاذ ياسر الغرباوي يتبنى فكرة حلول العقل وليس العدل. أدرك أن في صعوبة في قبول الأفكار، شباب متحمس ومكلوم ولديه ندوب. أستاذ ياسر عنده علم وعنده اسمه إيه ده، وعنده كتاب في القصة دي وعنده مركز. نجحت في اختبار أفكاري وتقوية وجهة نظري واكتشاف نقاط الضعف بالنسبة لي، وأعتقد يعني هذه الأفكار ستعيش الليلة أو بعد غد مع أذهان الشباب، وربما ستمثل منصة لمراجعة جيدة. نعم الأستاذ ياسر الغرباوي الحقيقة كان معاون جيد، بل كان مبادر. أنا كان عجبني، مش عجبني رأيهم، عجبني شجاعتهم في الطرح واستنادهم على أدلة سواء علمية أو واقعية. فكرة الحل العاقل وليس الحل العادل. أي نعم، الحل العاقل وليس الحل العادل. أنا كباحث تعاملت مع الطرفين كفريقين كرة قدم، يعني الذي يحسن التصويب يفوز والذي لا يحسن يخطئ بغض النظر عن نواياه الحسنة يعني. فأعتقد المنطق الاقتراب البحثي يختلف عن الاقتراب السياسي. يعني أنا لأني بنطلق من كلام عن مصالحة من داخل معسكر الشرعية، فأنا أصنف أنني من معسكر الشرعية، فيمكن كنت فعلا بتحسب كثيرا في ألفاظي وفي مفرداتي، وده كان معطلني، يعني كان معطلني. لذلك ياسر، الأستاذ ياسر الغرباوي يعني خد الحقيقة، كان معاون جيد. لا والله أستاذ منتصر يعني أستاذ كبير، وخبرته في الجامعة الإسلامية بدرة أعتقد تستحق البناء عليها، وخبرة سابقة أعتقد نادرة في العالم العربي. لم أكن يعني بل استفدت يعني من أستاذ ياسر الغرباوي. كان يتكلم كلام كويس جدا، بس كان كلام أكاديمي كله، كلام على ارض الواقع ما يتنفسش. لم اقتنع بالاستاذ ياسر الغرباوي لانه مماثل جدا للاستاذ منتصر الزيات. طبعا جيد، انا مشتغل في المجال من 2008، واقدر يعني تعرضت لمثل هذه الامور بشكل كبير يعني، واقدر النفسيه، وهناك اشياء علاجها سيكولوجيا وليس ايديولوجيا. لا هو الحقيقه انا بحترم في الاستاذ ياسر والاستاذ منتصر الزيات انهم واضحين في تصورهم. يعني هو طارح رؤيه، انا ما بحبش المنطقه الرماديه، هم واضحين جدا في رؤيتهم المصالحه. طبعا ياسر او الاستاذ ياسر عنده مركز فض منازعات، فهو بيتكلم على علم وعلى خبره. مين مع فكره ان المصالحه السياسيه في مصر هي الحل الوحيد والمناسب للخروج من الموقف الحالي؟ اللي مع المصالحه يتفضل يرفع ايده بعد الكلام الرائع اللي قاله استاذ ياسر الغرباوي، الكلام الرائع اللي قاله استاذنا منتصر الزيات. مين مع؟ لا نرفع ايدنا شويه كده لفوق. هل زدنا او حاجه يا جماعه؟ انا حاسس ان زدنا شويه. لا عشان ما فيش مايكات، بس انا بسال بس، هل زدنا؟ هل في ناس زادت، ناس جديده، ناس اقتنعت بوجهات النظر هنا؟ مين اقتنع جديد بوجهه نظر الاستاذ ياسر والاستاذ مصطفى، الاستاذ منتصر؟
ما عندكش مايك. انا بكلم عندكش انت ما عندكش مايك. طيب انا بكلم على ناس جديدة. على كل حال خلونا نشوف سمعنا وجهة نظر هذا الفريق. هنطلع فاصل ونعود عشان نسمع وجهة نظر الفريق الآخر ولكن بعد الفاصل. في الجزء القادم من الحلقة. أنا كباحث أحمل الإخوان المسلمين العبء الأكبر فيما حدث وبالتالي أحملهم العبء الأكبر فنخرج من مواقع. اللي بيتضرر من الاقتصاد المصري الآن المجلس العسكري ولا الشعب؟ الشعب. هل انا هتصالح مع هذا النظام؟ هتصالح. ايوه هتصالح. اسمعني دلوقتي. لا اسمعني السؤال انا اسالك انت ما الحماقات التي تقصدها؟ كيف السبيل الى تحقيق هذه الضغوط وانت الشارع مش معاك؟ الشارع في الاصل مع الثوره بنسبه كبيره جدا مش مع فصيل. اذا توفرت شروط حضرتك هل انت مع ولا ضد؟ وفر الشروط وبعدين اتكلم. انت عايزني اجاوب على سؤال؟ ارايت لو ان انا فريق رمادي ما خدناش اجابات. لو حصل هنعمل. لا دي صحيحة. الحرية أهم أم الوطن؟ حرية من غير وطن تعمل إيه؟ لاجئ هتبقى لاجئ. خيار المصالحة اعتبروه خيارا فاشلا لن يجدي شيئا. دلوني على مسار نملك فاعلية فيه ونصنعه. أنا معاكم. في الجزء السابق من الحلقة. اللي مش موافق على المصالحة أصلاً يتفضل يرفع ايده. من بداية الانقلاب وكل دوت ما كنتش عارف ان فيما بعد هتحصل فوضى؟ علشان كده انا بقول ان المسألة مش مسألة مصالحة ما بين الإخوان ونظام السيسي. ما تتقدمش كده. إذن رسالة حضرتك لمين لما الاتنين رافضين المصالحة أصلاً؟ للاتنين. حضرتك مين الطرفين وهل الدوله تحسب طرف ومين الثالث اللي هيجي يحل النزاع؟ يعني انت عايز تسال استاذ منتصر اطراف المصالحه مين؟ هل بالفعل هو ده الوقت المناسب للطرفين ان احنا نتكلم فيه عن مصالحه؟ انا اعتقد البدائل متاحه اذا توفرت اراده شعبيه وتيار عاقل يؤمن اننا مع الحل العاقل وليس الحل العادل. الحل العادل لم يكن حتى في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ازاي ممكن اقتنع ان في مصالحه في حين ان الخصم بيتصرف معايا غالب مغلوب؟ لا انا ليه اترك وطني يمزق؟ تعال نصنع الفرصه ونصنع الحدث ونستبق الاحداث. مقال من الاستاذ منتصر، مقال من الاستاذ ياسر، وقفه من محمد، مبادره من امراه معتقل وشهيد او من ضابط ايضا ربما تحدث كره السلك. اهلا بكم مره ثانيه في الجزء الاول من حلقه الليلادي اللي سؤالها هو هل المصالحة السياسية في مصر هي الحل الوحيد المناسب للخروج من الموقف الحالي؟ كنا الحقيقة في الجزء الأول من الحلقة كنا استمعنا إلى رأي الأستاذ منتصر الزيات والأستاذ ياسر الغرباوي، لكن دلوقتي جت الفرصة أو الوقت نسمع وجهة نظر تانية خالص ربما تكون معارضة لوجهة النظر اللي تم طرحها في الجزء الأول. هنبدأ بالأستاذ دكتور أحمد. حضرتك هيبقى معاك 5 دقايق تعرض فيهم وجهة نظرك بالكامل وتقنع الناس هنا. تعتقد أن الناس هنا مش محتاجة إقناع بوجهة نظرك مزبوط؟ والله أنا لست وصيا على الناس ولا أدري ما في رؤوسهم. احنا عملنا استطلاع وشفناهم هم لا أنا يعني كان الناس اللي ضد المصالحة قليلين. لا يعني أقل يعني أكثر قليلا من مش قليلا أكثر كثيرا. لا لا لا. طيب حضرتك جاهز للخمس دقايق يا فندم؟ إن شاء الله 5 دقايق مع الدكتور أحمد عبد العزيز. نستمع إلى الدكتور. تفضل دكتور. طيب الحين فضلت أن أكتب مداخلتي حتى يعني تكون الأفكار مرتبة ومسلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. المصالحة ليست قعدة عرب يقبل فيها الخصوم رؤوس بعضهم بعض وتنتهي المسألة. المصالحة مشروع كبير ممتد له استحقاقاته السياسية والقانونية والإعلامية والفنية والثقافية وكل ما شئت من استحقاقات. وبالتالي علينا أن نفهم ماذا تعني المصالحة، من هم أطرافها، ماذا استعداد هؤلاء الأطراف للمصالحة، ماذا سيترتب على هذه المصالحة من استحقاقات وتعين بالتحديد، هل حان الوقت أو توفرت الأرضية المناسبة لطرح الفكرة من الأساس أم لا. المصالحة في مفهومها اللغوي هي المصافاة وإزالة كل أسباب الخصام، يعني كل واحد ينسى اللي فات
بشكل كامل ونهائي وينطلق إلى المستقبل بقلب مفتوح، ما فيش ضوائل، ما فيش حزازيات إلى آخره. بالنسبة للمصطلح للتعريف الاصطلاحي، المصالحة هي حمل طرفين متنازعين على قبول حل يرضي كليهما ويكون الوسيط بينهما طرفا ثالثا ليس طرفا في النزاع. وبناء على التعريفين اللغة والاصطلاحي يبقى السؤال هنا، هل يمكننا وصف الوضع في مصر بالخصام أو النزاع الذي يمكن أن يحدث بين زوجين، شريكين، صديقين، جارين إلى آخره؟ هل ينطبق وصف الخصام والنزاع على القتل خارج إطار القانون، اغتصاب البنات وانتهاك الأعراض، التعذيب، الإخفاء القسري، منع التداوي حتى الموت، الفصل التعسفي والتشويه المتعمد والاغتيال المعنوي للشخصيات؟ هل هذا يدخل في إطار الخصام؟ إذا كان ذا هو الخصام هو ذا النزاع، فما الجرائم إذن؟ سؤال مهم لابد أن نجيب عنه. هل باستطاعة أجهزة الدولة في مصر وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية التراجع عن وصف الإخوان المسلمين بالإرهابيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فبماذا ستبرر ذلك التراجع؟ هل باستطاعتها الاعتراف بأنها مارست الكذب والتضليل على الرأي العام والعالم؟ كيف ستقنع الشعب والعالم بالتحول في موقفها من الإسلاميين عموما ومن الإخوان خصوصا؟ هل لدى أجهزة الدولة إجابة عن هذه الأسئلة تشجع على المصالحة؟ إذا كانت الإجابة نعم فهذا تحول تاريخي، وإذا كانت الإجابة لا فأين المصافاة وأين إزالة أسباب الخصام الذي تعنيه المصالحة؟ يعني نقصد لكي تتم المصالحة فلا بد من التفاوض، في النهاية لازم يكون تفاوض، وهذا أمر فيه تفصيل كثير لكن أنا هركز على نقاط محددة. أطراف التفاوض، رقم واحد أطراف التفاوض، فعملية التفاوض توجد أطراف مباشرة اللي هي هتجلس على طاولة المفاوضات وأطراف غير مباشرة، بمعنى أنه إحنا عندنا معسكر الثورة ومعسكر الانقلاب. المعسكر الثورة ده فيه أطياف كتير ومعسكر الانقلاب ده فيه أطياف كتير، اللي هيعودوا على طاولة المفاوضات دول هم دول الأطراف المباشرة في التفاوض. أنا ما يعنينيش كتير الطرف اللي في الطرف الانقلاب، أنا خليني في الطرف المناهض للانقلاب. يوجد لدينا تنوع أيديولوجي واسع يضم كل ألوان الطيف السياسي والعقدي من أول الجهاديين في أقصى اليمين حتى الماركسيين في أقصى اليسار. فما هي الآلية التي سيعتمدها هذا الطرف في اختيار ممثليه على طاولة المفاوضات؟ وعلى أي أساس سيتم اختيار هؤلاء الممثلين؟ هل على أساس ضرورة التمثيل لكل ألوان الطيف السياسي المكون لهذا المعسكر بغض النظر عن كفاءة الأشخاص التفاوضية، أم ستكون الكفاءة التفاوضية هي المعيار وإن أدى إلى حرمان أيديولوجيات معينة من التمثيل؟ هل سيقبل بذلك المحرومون من التمثيل لعدم أهليتهم للتفاوض، أم سيكون هناك آلية لاسترضائهم؟ كل دي أسئلة في معسكرنا احنا محتاجين نجاوب عليها. في داخل التيار الواحد ربما يوجد انقسام، وأوضح مثال على ذلك الإخوان المسلمون. الإخوان صارت جماعتين واقعاً الآن، ما في جدال في هذا. طيب أي الجماعتان أو أي الجماعتين سيمثل الإخوان في هذه العملية؟ هل سنطبق هذا الحل على جبهتي 6 إبريل وجماعات أحزاب اليسار؟ شكراً يا دكتور أحمد، الوقت خلص للأسف. اتسمت كلمة الدكتور أحمد بهدوء شديد وترتيب منظم. هذه الكلمة التي انتظرها جمهور يميل سلفاً لوجهة نظر الدكتور أحمد، فهل قدم حلاً من خلال طرحه؟ وبماذا علق كل من جمهورنا وضيوفنا؟ والله أنا قلت ما عندي، لكن النتيجة بالفعل كانت في صالحنا. يعني في بداية البرنامج كان الفارق طفيف جداً لصالح المعارضين للمصالحة. الأغلبية زي ما كانت، الأغلبية مع ضد المصالحة طبعا. يعني الدكتور أحمد حجته قوية؟ نعم. ليش؟ اتكلم في نقاط كتيرة، من أنه رفض أصلا فكرة المصالحة، مجرد القبول بالفكرة
انك بتدوس على دم الشهرة وحق المعتقدين. استاذ احمد بيتكلم في واقع وجاي وعارف هو بيتكلم في ايه، وكلامه الصراحه مقنع. لكن تعالى استاذ منتصر كان بيتكلم في موضوع في الخيال، استحاله ان حد يوافقه عليه. هل اقتنعت باللي طرحه السيد المستشار السيد احمد دكتور احمد؟ نعم اقتنعت. ليش؟ لانه رايي كويس يعني. لا يعني هذا واقع احنا بنعيشه وعارفين طبعا انه يعني ناس كتير رفض المصالحه، لكن هو اللي حصل ان زادت هذه النسبه بعد الحوار. فاحنا ايه دلوقتي اللي خلينا مستمرين في نفس المنوال ده وهو عمال يصف فينا وبيضغط فينا واعتقالات واحنا ما بنردش؟ احنا نعم منهزمين، بس ايه اللي هيعود عليا في المصالحه؟ يعني احنا من قبل المصالحه واحنا بنتقتل واحنا بنتشرد واحنا بنتهجر، تمام؟ بعد المصالحه ايه اللي هيحصل فيا؟ ايه الدمار؟ انا كنت قبل الحلقه اتساءل اين ورقه الضغط التي سنجلب بها النظام حتى يجلس على طاولة التصالح والتفاوض. أولا أنا مش حاسس إنه الإخوان عندهم رؤية للخروج الآمن ده. أعتقد إن الإخوان عندهم مشكلة في العقل السياسي، تقدير الموقف السياسي في اللحظة المناسبة. فوقت ما بيكون معها أوراق قوة مش العقل السياسي بيتأخر شوية ما يقدرش يستغلها، ثم وقت ما تستنزف منه القوة بيبقى ما عندوش خيار. فالإخوان عندها ضعف في تقدير الموقف السياسي واتخاذ قرارات مناسبة في التوقيت المناسب. كمان يمكن هم خايفين متوجسين يقبلوا أو يطرحوا أفكار في إطار المصالحة فيبقى قدموا تنازلات مبكرة. مفيش أي حراك ثوري إن احنا نضغط بيه ومفيش حلول، وفي نفس الوقت النظام العسكري بيضغط علينا أكتر من الأول. لعل الأقرب من وجهة نظري إن هم لو وجدوا تأكيدات يعني رسمية جادة في مشروع متكامل أعتقد إن تجاوبهم هيبقى أكبر. يعني هنكمل، هنبدأ حضرتك جاهز بطرح الأسئلة عليك المرة دي بقى، مش أنت اللي تطرح الأسئلة. هنبدأ بالأستاذ ياسر الغربة. أستاذ ياسر عند حضرتك سؤال. زحمة تفضل بشروط جيدة ممتازة، ولكن خبرة الإخوان المسلمين قابلت بما تفضلت به. قابلوا بالسادات في مصالحة مع الرئيس المؤمن، والسادات كان حاكم يمين في المحكمة، حكم بالإعدام على عبد القادر عودة وعلى يوسف طلعت، وبعد ذلك الإخوان يعني التقطوا جلسوا معه ودخلوا البرلمان، والترمسان رحمه الله جلس مع السادات ولم يشترطوا لما تفضلت به. فهل يعني ما تفضلت به الإخوان قبلوه، فما الذي يمنع أن يقبلوه الآن؟ يا سلام يا سلام، خليني أحيي حضرتك. نسمع تحية للسؤال ده بصراحة. تفضل. هذا سؤال رائع جدا ومحترم طبعا، وأحييك عليه. فكرتني بالشيخ صلاح الشيخ حازم زي لو كنت مدخلته كان عندي تعليق عليه. وأحييك عليه. رقم واحد، أنا هنا لست ممثلا عند الإخوان المسلمين. جيد، هذه النقطة. النقطة الثانية، السياقان القديم والحديث مختلفان كليا، كل الاختلاف. انت كان عندك إشكالية بين عبد الناصر وبين الإخوان، الإشكالية الحالية بين الانقلاب والثورة، والإخوان جزء من الثورة. طب الإخوان كانوا جزء من الثورة في 52 أو في يعني ما يسمى بثورة؟ لا لا، السياق مختلف، السياق مختلف خالص. يعني في اولا ما كانش ثوره بالمناسبه بتاعت اي اي يعني كان مثلا كانوا جزء من الحركه المباركه. لا لا شوف، بس عشان ما ندخلش في تفريعات انا عايز اقول ان السياقين مختلفين. تمام خلاص. الاخوان في 52 غرر بيهم خلاص، يعني عبد الناصر ركبهم، وفي 2011 غرر بيهم كلنا عارفين. لا الوضع مختلف في 2011، وده ممكن نجي له بعدين. وعلى بالمناسبه يعني انا يعني لي تحفظات ربما ليست لكم على اداء الاخوان المسلمين من اول 2011 لغايه النهارده. والتحفظات الأكثر حقيقة الأمر التي لي على الإخوان المسلمين هي ما بعد الانقلاب وحتى اليوم. يعني أنا ممكن أتسامح فيما قبل الانقلاب. طيب خلينا في إجابة السؤال ده، حضرتك عايز تقول إن السياق مختلف. تماما، هناخد ده سؤال. السياق مختلف. ففكرة إن الإخوان قبلت يعني بالتفاهم مع النظام وقبلت مصالحة، وهي دي حقيقة، ده اللي حصل بالفعل. أنا لا يمكن أفهم خروج الإخوان في 74 إلا في سياق تسوية معينة مع أنور السادات. أنا لا يمكن أفهمها إلا في هذا. ربما بقى الملك فيصل يتدخل والسادات يعني حب يستغلهم علشان الشيوعيين واليسار في الجامعة، يعني كان في حسابات أخرى، والإخوان قبلوا بشكل أو بآخر
وطلعوا وتفاهموا على السادات. والسادات بالمناسبة الشباب يمكن معظمه ما يعرفش المعلومة دي، لأن السادات كان عضو اليمين في المحكمة التي حكمت على الإخوان المسلمين بالمؤبدات وبالإعدام. نعم. فهذا شأنهم وهم لهم تبريراتهم اللي أنا ربما أنا لا أقتنع بها أنا شخصيا يعني. لكن نرجع للوصول بسؤال حضرتك، أنتك بتقارن بين الحقبة دي والحقبة دي. الوضع بين في الحقبة الأولى أو في الحالة الأولى كان بين الإخوان وجمال عبد الناصر. الآن بين ثورة وانقلاب. تمام. وصلت. والإخوان جزء من الثورة. إذن فكرة الإخوان قبلوا زمان والمفروض يقبلوا دلوقتي مش الموضوع صحيح. مش بالسهولة دي. بدون تعقيب دكتور ياسر خلاص. الأمر ليس بهذه البساطة وليس بهذه السهولة. وصلت الإجابة دكتور أحمد. سنة يعني كان نفسي هو يعاقب وأنا وأنت تقول له يعني. فضل. انه هو صاحب مقوله ان التاريخ لا يكرر نفسه ولكن الحماقات تكرر. هو صاحب المقوله دي او مؤمن بها صح دكتور؟ طبعا طبعا طبعا. ولكن على كل حال على كل حال هي بين قوسين لكن طبعا انا ما فيش تعقيب للاسف. صدق ما فيش اي تعقيب. لا كده حضرتك جاوبت. حضرتك جاوبت. انا اسالك انت ما الحماقات التي تقصدها؟ لا هو بيقول كده. هو صاحب المقوله بتقول ما هو انت استدعيتها. التاريخ لا يكرر نفسه ولكن الحماقات تكرر نفسها. انت سؤالي لك لماذا انت استدعيت هذا؟ انا مش بتعرف دلوقتي عشان اتسائل. لا ما هو لما يجي دوري لما يجي دوري. طب اتفضل وانا لك بره الهواء. يبدو أن الأستاذ ياسر الغرباوي لم يقتنع بإجابة الدكتور أحمد عبد العزيز. لماذا؟ أولا هم لم يعبروا عن الإخوان. يعني دكتور أحمد كان حريص ولا أنا أعبر الرأي الشخصي. لا أنا كان ردي على الأخ ياسر الغرباوي أن السياقين مختلفين تماما ولا وجه للمقارنة بينهما، بينما يعني بين وضع الإخوان في السبعينات واللي عملوه مع السادات وبين الإخوان الآن. لا المستشار أحمد عبد العزيز في رده على مقاربة الإخوان مع السادات لم يبدو مقنعا لي بحكم أنه اعتمد على فكرة السياق ولم يطبق فكرة المبادئ التي تبنى. كما أن لبسا وقع لدى الدكتور أحمد عندما توقف محمد ناصر عند عبارة استعارها من الأستاذ ياسر الغرباوي أن التاريخ لا يكرر نفسه ولكن الحماقات تتكرر. لا هو أنا بس عايز أقول حاجة. الأستاذ ياسر الغرباوي كان مسجل مجموعة جمل لمجموعة من الشخصيات بيستند عليها في رأيه بس ما قالهاش على فكرة، ما قالهاش في الحلقة. جمل كتيرة جدا منها جملة أنا وقفت عندها أن التاريخ لا يكرر نفسه أو لا يعيد نفسه ولكن الحماقات تتكرر. منها جملة مثلا أن لا يوجد ضحايا أبرياء. جملة غريبة جدا أول مرة أسمعها. لا يوجد ضحايا أبرياء. سألته قلت له مين اللي قال يعني قصدي تقصد ايه بالجمله دي؟ قال لي مش انا. قلت له مين اللي يقصد ايه؟ قال لي هو اللي قالها يقصد ان الضحيه هو اللي بيسمح للجاني انه يعمل فيه كده يخليه ضحيه. قلت له ده اللي قالها بقى؟ قال لي لا ده اللي قالها علي عزت بوجوفيتش. علي عزت بوجوفيتش يعني البوسنه والبوسنه دول مجازر. فهو علي عزت بوجوفيتش اعترف ان احنا اللي ادينا الفرصه لاعدائنا ان يخلونا ضحايا. ومن ضمنها جملة التاريخ لا يكرر نفسه ولكن الحماقات تكرر. والله التاريخ الإنساني حتى في تاريخ الأنبياء لم يحصلوا على حل عادل. تظل العدالة نسبية والاستقلال ليس يعني نسبي. عن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي رئيس الدولة مدين ليهودي مفترض بالنص الإسلامي في صراع مع هذا الفصيل. ففكرة استقلال التأمة والموت الزؤام إما الصدر أو القبر الأمة واحدة ورسالة خالدة أعتقد العالم لا يعمل هكذا. فلما اتكلم الدكتور أحمد الأستاذ ياسر الغرباوي سأله قال له مش أنتوا عم عبد الناصر عملتوا كذا ودلوقتي عملتوا كذا. فأنا كنت بملي الحقيقة للدكتور أحمد حاجة يرد بها على الأستاذ ياسر. فبقول له التاريخ لا يكرر نفسه ولكن الحماقات تتكرر. فيبدو إن الكلمة جت على الوجع عند الدكتور أحمد. فقال لي يعني إيه الحماقات تكرر؟ أنا عايز أقول له الجملة اللي هو مسجلها عنده. يعني هو مسجل الجملة دي يقولها له إن أصل بيقول له إيه الدكتور ياسر الأستاذ ياسر بيقول لأحمد عبد العزيز بيقول له أنتوا قبل كده عملتوا تفاوض مع عبد الناصر وقبل كده عملتوا مش عارف إيه. فين بقى التاريخ يعني بيتكرر التاريخ. فبقول له الدكتور أحمد بغششه يعني خد الموضوع على 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 نفسه قوي وقال لي يعني إيه الحماقات لا تتكرر. ويبدو انه او الحماقات تتكرر. يبدو ان الدكتور احمد فهمها في اطار انه الاخوان بيرتكبوا حماقات طول الوقت. يعني يبدو كده. استاذ منتصر حضرتك ممكن تقدم سؤال للدكتور احمد عبد العزيز.
الدكتور أحمد عبد العزيز فرق في إطار الكلام عن المصالحة بين المصالحة المجتمعية وبين قاعدة المصاطب أو التفاوض. السؤال: هل ترى أن المصالحة لا تتم إلا بالتفاوض؟ سؤال جيد. هي المصالحة في النهاية هي نتيجة التفاوض. يعني التفاوض الأول ثم يأتي النصر. واللي احنا هنتصالح على أساس إيه؟ ما هو لازم التصالح يسبقه التفاوض بطبيعة الحال. السؤال هنا، ما هو عشان كده أنا سألت كل هذه الأسئلة. ولا يسبقه التفاوض، يسبقه إجراءات. هو ده مش دورك. لا ده موضوع للأسف. هذا موضوع يعني للأسف. يعني في كل الأحوال أنت تحتاج إلى التفاوض الأول. التفاوض الأول. التفاوض الأول فيه تفاصيل. السؤال هنا أنا بكلمك على معسكر الثورة، ما لي علاقة بمعسكر الانقلاب وإن كان لي فيه كلام، لكن معسكر الثورة نفسه هو معسكر مهلهل، هو بحقيقة الأمر هو معسكر مهلهل، لا لديه موقف تفاوضي ولا لديه، هو نفسه مختلف في شوية من الصور مع عودة الرئيس وشوية من الصور ضد عودة الرئيس، مش دي الحقيقة؟ إذن فين هو المطلب التفاوضي أو الشرط التفاوضي اللي أنت يعني أنت في النهاية في معسكر الثورة محتاج تجاوب على كل هذه الأسئلة. أولا، من يمثل الإخوان المسلمين، القدام ولا الجداد ولا الاثنين مع بعض؟ طب خلوا الإخوان يدون مثل، يعني كيف يصار الإخوان المسلمين؟ أنا مش قادر أفهم هذه الحقيقة. هتروح تقعد مع عبد الفتاح السيسي إزاي وهي مش عارفة تحل مشكلتها مع بعض؟ هذا السؤال. يعني الحقيقه تحيه للاستاذ منتصر انه طرح السؤال، وتحيه للدكتور احمد للاجابه الرائعه جدا. الدور على حضرتك، عندك سؤال للدكتور؟ وانا عندي سؤال. لو الدكتور مرسي حر، ايوه الان، يعني دكتور مرسي في وقت ما كان رئيس شرعي منتخب له شعبيه وهو بيطالب الناس تحافظ على الدماء وتحافظ على الجيش، اتخذ هذا الموقف اللي اتكلم عليه الاستاذ ياسر، لو هو موجود في وقت أي موقف لحظة الانقلاب، لحظة 3/7، وقال الشرعية وان هو عنده استعداد يفتي نفسه بحياته، تمام، وطلب الناس انها تحافظ على الدماء وعلى تمام. انا بس حضرتك لو الدكتور حر، الدكتور مرسي غيب، تمام، فلو الدكتور مرسي حر في 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 فترات الضغط سواء قبيل ربعة او بعد ربعة، هل حضرتك تتخيل كان ممكن يبقى موقف؟ هو بس انا فاهمك، انا عايز اقول لك حاجه بس تعقيب. هو الاستاذ ياسر بيديك فرصه انك تجاوب على اللي انا قلته للاستاذ ياسر، اللي هي فكره انه كان اخطا الدكتور مرسي لما قال او قدم الاخلاق عن السياسه. انا مشكور على حضرتك بتقدم الفرصه. انا اشكرك انك اديتنا الفرصه من ما هو اللي قال. لا مش انا يا فندم، ده هو اللي قال. ده هو اللي قال. اشكر الاستاذ ياسر، اشكر حضرتك. لعيبه مع بعض بيصلح له. اتفضل. في نهاية هذا الجزء من الحوار توقف محمد ناصر عند كلمة أخطأ الرئيس محمد مرسي، فبماذا علق الضيوف؟ أنا بص يا أستاذ دكتور، أنا ببقى قاعد طول الوقت ما يخصنيش الرأي اللي بيقوله صاحبه، أنا ببقى قاعد زي بيقولوا كده بالبلدي للسقطة واللقطة، يعني فلان وقعت منه جملة كلمة فباخد دي وارميها للمعسكر التاني عشان اشتغل عليها، يعني دي أنا بحس إن ده يعني بالنسبه لي بيمتعني. ماليش علاقه بقى انتوا عايزين ايه كمنتجين برنامج، انتوا حرين ادفعوا فلوس لاي حد، بس انا بحب قوي فكره ان انا انت وقع منك جمله هديها للراجل ده، وده وقع منه جمله هديها لده. فانا لما وقع منه جمله للدكتور مرسي اخطا، وانه لما قال افاديكوا برقبته بتاع، فرميتها للدكتور احمد. كلام محترم وكلام جميل. هو الاخ ياسر الحقيقه يعني عرض بموقف الرئيس الدكتور محمد مرسي لما قال ان هو قدم الجانب الاخلاقي على الجانب السياسي، وقال ان الشرعيه تمنى حياتي، وده في الاخر يعني اوصل البلد الى ما وصل اليه. هذا غير صحيح على فكره. مش انا بس اللي رميتها للدكتور احمد، ده الاستاذ ياسر فتحي رماها تاني، صلحها تاني للدكتور احمد، والدكتور احمد ما توقفش عندها كتير كما ينبغي يعني او كما وعدنا، وعدت ان الدكتور مرسي اخطا لانه قدم ما هو اخلاقي على ما هو سياسي. الحقيقه الموضوع ده مهم جدا جدا، وعلى فكره بالمناسبه بيناقشوه جوه دلوقتي مع بعض. هذا رايي هو موقف اخلاقي سياسي. نتكلم هنا على فكره تغليب الاخلاق على السياسي او ولا تخليق السياسه على الاخلاق. مش وده يا فندم انت بتصد على ده؟ نعم. احنا الحقيقه عندنا تجربتين. هو والله عندنا تجربتين في التاريخ، تجربه عثمان بن عفان وتجربه الحسن بن علي رضي الله عنهما.
الأول غلب الجانب الأخلاقي على الجانب السياسي، وهذا ثوب ألبسنيه الله عز وجل فلا يمكن لأحد أن يكرهني على قلعه، والقضية معروفة. والحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه الخلاص يعني فضها سيرة والأمور تمشي، فده غلب الجانب الأخلاقي. سيدنا عثمان غلب الجانب الأخلاقي، وسيدنا الحسن غلب الجانب السياسي. تغليب الجانب السياسي، أنا هنا يعني مش بكلم، وأنا أرجو يعني مش عايزين ناخد الموضوع بحساسية ونقول فلان أخطأ ولا ما أخطأ، هم بشر في النهاية يخطئون، ولكن لحساباته أيا كانت الحسابات التي لا نعلمها نحن مهما أرينا في التاريخ لا نعلمها نحن، ما هذه الأسباب التي دعت الحسن ابن علي رضي الله عنه أن يغلب الجانب السياسي على الجانب الأخلاقي؟ كانت النتيجة أننا نعيش في مصيبة من ساعتها لغاية النهاردة. الحاكم المتغلب الذي يكره الناس على كل شيء، اللي نصب نفسه إله من دون الله، إحنا في تاريخنا كله مآسي مع هذا النمط من الحكم، والسبب كان تغليب الجانب السياسي على الجانب الأخلاقي. يعني موقف الإمام الحسن ده وغلب الجانب السياسي على الجانب الأخلاقي وتنازل لمعاوية، كانت النتيجة أن إحنا صرنا إلى ملك، ومن ساعتها وإحنا سبايا وأسرى وعبيد لا قيمة لنا. هذه الحقيقة، وجهة نظر. نعم. طيب نبدأ. أستاذ ياسر عندك سؤال تاني للدكتور أحمد؟ عملت لنا مشاكل يا دكتور أستاذ ياسر. والله اللي قبل نفسه يعني. لا، السؤال الآخر يعني وضع معايير جيدة، كل من أخطأ يحاسب. ولكن أتفق معه، لكن هل تقبل أن يعمم هذا على الدكتور مرسي وفريقه وجماعته أيضا، فأنه أخطأوا وحصل قتل في عهدهم، مقبول تكون مسطرة واحدة ولا فيها استثناءات؟ طبعا الخطأ يبقى خطأ، لا استثناءات. ولكن السؤال هنا زي ما كان تفضل الأستاذ منتصر في بداية الحوار وتكلم على فكرة أنه لا يستثني أو ليس هناك استثناءات وكل من أخطأ يحاسب. السيسي ده كل الناس عارفة أنه قاتل، وكل الناس عارفة أن المجازر دي تمت بأمر منه. السؤال هنا، وده وعارف أنه نتيجة الإعدام دي هي الإعدام له وللمجلس اللي كان معاه، السؤال هنا هل سيقبل هو أن يقعد يكون تمام. طرف لكن يكون سؤال طرف، هل سيقبل أن يكون طرف في النهاية؟ تمام. لكن لجنة الوسيط التالي دي يحكم عليه بالإعدام. طيب إذن رد حضرتك على أستاذ ياسر أنه كل سواسية أمام العدل عدل والقانون قانون والخطأ خطأ والصواب صواب، لا يستثنى أحد. تمام. من أخطأ يحاسب. مشكورا. وأنا أول الناس يعني، أنا واحد من الناس. أستاذ منتصر عند هذاك سؤال تاني. أستاذ ياسر عندي هذا السؤال. تفضل. بعد إذنك يعني. تفضل. يعني حضرتك رافض المصالحة؟ أنا ما قلتش كده. أنا فهمت من حضرتك أنك أنت عندك مشكلة مع المصالحة. لا أنا ما أشوف حضرتك، أنا قلت في أسئلة محتاجة إجابة عشان نشوف هو أصلا الكلام في حول المصالحة أصلا. طيب سؤالي بقى. لحظة أخي محمد. سؤالي تمام. وصلت. لا ما وصلتش. أنا تفضل. إذا كانت وصلتك في ناس بتشوفنا ممكن ما وصلتش، شباب عايزين يسمع. أرجوك يعني لا تقاطعني لو سمحت. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ نسيتني انت. انا اللي حظي حلو. في اسئله حضرتك طرحتها. اسال بقى. في اسئله حضرتك طرحتها. في حضرتك اسئله طرحتها. السؤال هنا، هذه الاسئله اللي انا طرحتها واللي لسه هطرحها المفروض تحتاج الى اجابه حتى نقرر بعد الاجابه عن هذه الاسئله، هل الحديث عن المصالحه مجدي ولا مش مجدي؟ شكرا. هل ده وقته ولا مش وقته؟ ولا مش وقته؟ شكرا. كلامي واضح. سؤالي بقى لحضرتك. طيب إذا هناك فريق بيقول مصالحة وفريق بيقول ما فيش مصالحة، بس حضرتك ما قدمت ليش لا مصالحة ولا مش مصالحة، هل البديل عند حضرتك هو الصبر يعني؟ أنا في تقدير الشخصي نظر أنا وهذا موقف الشخصي، إحنا الحين دخلين في الموضوع مش من نصه، إحنا دخلين في الموضوع من آخره. الحقيقة الموضوع محتاج كلام كتير قبل ما نتكلم في هذه القضية اللي إحنا بنتكلم فيها الآن. الأستاذ منتصر والأخ ياسر كان فكرتهم نحن نقدم الدولة. تمام. ما وأنا كمان أقدم الدولة، بس السؤال هنا، هم الانقلابيين كانوا قدموا الدولة؟ هل ثبت لأي حد فيكم أن الرئيس مرسي كان يريد أن يهدم الدولة وهؤلاء الانقلابيون المجرمين جاءوا فأنقذوا الدولة؟ هذا غير صحيح. طيب. هذا غير صحيح.
إذن دلوقتي أيضا لهم دفعهم يعني. هو في فقرة مفتوحة بعد كده هنتبادل فيها الآراء مع بعض. المهم يعني فإحنا الآن بنتكلم على نقطة في غاية الأهمية. يعني عايز أقول إن إحنا داخلين في الموضوع من آخره, مش حتى من أوله ولا من نصه, إحنا داخلين في الموضوع من آخره. في كلام كتير يجب أن يناقش علشان في الآخر نوصل لنتيجة في هذا الكلام. تمام. إحنا لازم نبقى فاهمين, والتوصيف الصحيح للوضع في مصر الآن أن مصر محتلة بالوكالة. هذا ليس نظام وطني, هذا ليس نظام منتخب. تمام. هذا نظام غير شرعي. أنا وصلتني الإجابة والله. نظام غير شرعي جاء بانقلاب على الشرعية والرئيس. تمام. الشرعي المنتخب ومدعوما من الخارج. أنت بتتكلم على خيانة عظمى, بتتكلم على احتلال بوكالة, أنت بتتكلم على جرائم يعني العقوبة فيها الإعدام. طيب بلا نزاع يعني. طيب نواصل بقى فقرات الحلقة ونشوف مع بعض إنفوجراف عن قيادات الإخوان وهي بتتحدث عن يعني مبادرات المصالحة. نشوف ده الإنفوجراف ده, تفضل. خلال الفترة الماضية طرحت 4 مبادرات. هي المبادرة الأولى طرحها 4 شخصيات, هم فهمي هويدي وأحمد مكي وإبراهيم يسري وعبد الله الأشعل. المبادرات الأربع تتمثل في البنود التالية: هدنة وفتح نقاش مباشر مع الإخوان, إجراء استفتاء شعبي وإقامة مراجعات سريعة, تشكيل مجلس حكماء لحل الأزمة السياسية بالبلاد. المبادرة الثانية مبادرة سعد الدين إبراهيم, تدعو للتقارب مع جماعة الإخوان حال استعداد قياداتها مراجعة أفكارهم علنا أمام الجميع. المبادرة الثالثة مبادرة الدكتور إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين. الجماعة مستعدة لسماع كل وجهات النظر من حكماء الشعب والدنيا لإتمام المصالحة. المبادرة لا تستبعد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا, كما أن المبادرة تضع في الحسبان جرائم الانقلاب. المبادرة الرابعة مبادرة الدكتور محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. ورد فيها بأن هناك نية للجماعة في تقديم تنازلات, ولا يمكن تحديد التنازلات إلا عقب وجود تصور جاد لإنهاء الأزمة, وأنه لا بد من ضمانات حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع. دي كان مبادرات من قيادات الإخوان وغير الإخوان. نسمع رأي الأستاذ ياسر سريعا, رأيك في المبادرات اللي تم طرحها. مش من 5 دقائق. نعم, مش من 5 دقائق. مش من 5 دقائق. لا, أنا رأيي إن ده كلام وهم ليس له أساس ولا واقع من الحقيقة. في فقاعة عملت فقاعة إعلامية, الناس بتتمنى شيء في العمل السياسي لا يبنى على التمني, يبنى على القدرة والفعلية. التمني مش هيجي في حاجة. عجبني تمسكك بحقك في 5 دقائق. دكتور أحمد, تعليق حضرتك على المبادرات اللي تم طرحها. أنا لفت ناس, أولا الإخوان دول ناس طيبين بالمناسبة, والله العظيم, وسهلين قوي وقريبين قوي, وده يخوف على فكرة يعني, ده ما يطمنش بالمناسبة يعني. لكن سعد الدين إبراهيم اللي بيقول لك احنا ممكن نعمل المصالحة دي مع الإخوان شرط الاعتذار العلني ان هم يراجعوا أفكارهم, المخلوق ده الأستاذ اللي بتاع حقوق الإنسان والتنمية والفكر, أنا عايز أفهم ممكن يعديد للجرائم اللي ارتكبها الإخوان المسلمين دول في تاريخهم كله؟ أنا عايز أعرف يعني أي مراجعة اللي هيعملها الإخوان وأي جرائم ارتكبها الإخوان حتى يعتذروا عنها, وأي عنف بيمارسوا الإخوان عشان يعتذروا عنه أو يتوقفوا عن ممارسته. ما هذه الفجاجة؟ ما هذا مش يعني الحقيقة. أنا معلش أستاذ ياسر, تعليق حضرتك على الإنفوجراف ده. أنا مع أي حديث في هذا المسار حتى وإن كان تمني يمكن أن يبنى عليه, يمكن أن تنشأ حوله جسور وأن يتم الانطلاق منه, مع قبول أي مبادرة تطرح حتى وإن كانت شروط تبدو للطرف الآخر مكحفة. إحنا لسنا جسدا واحدا, سعد الدين إبراهيم له وجهة نظر, الإخوان جماعة عريقة وطويلة, وشأن أي جسم طال به الزمن يخطئ ويصيب. فأعتقد المطلب ليس خطأ, والإخوان متاح أن تعرض وتقول أين هاءات الجرائم وندافع عنها إذا كانت موجودة. فنعتقد التشنج ليس حلا ورفضها ليس يعني جيدا. كل نفس في هذا الأمر هو مفيد لكرة التلج تتحرك في مسار حقن الدماء والانطلاق مصالحة حقيقية تقوم على جبر الضرر, عدم تكرار ما حصل, على كشف الحقيقة للجمهور. أستاذ منتصر, رأي حضرتك في الإنفوجراف ده؟ هو بيتماشى مع الواقع. إحنا لما بنتكلم عن المصالحة المجتمعية الوطنية الشاملة بنتكلم على الواقع, بنتكلم على اللي حصل. أنا أزاء واقع بملامحه دي الدموية العنيفة اللي بتغيب القانون, اللي بتغيب المحاكمات المنصفة, اللي بتغيب ضمانات الحياة للشباب اللي بيتقتل.
حالة القتل والقتل المضاد، حالة الفقر في المجتمع، الحالة الاجتماعية لأسر الناس اللي في السجون، الحالة الاجتماعية، الحالة السياسية للناس اللي مش قادرة تعبر عن رأيها بحرية. ده مناخ مأزوم في مصر. هذا الكلام بيتعايش مع الواقع. احنا عاوزين نتكلم عن الواقع اللي من خلاله نعبر إلى المستقبل بتقييم الحقبة الماضية. أشكرك جدا. دلوقتي استطلاع رأي من حضراتكم بس برفع الإيدين عشان بس نبدأ نسمع الرأي رقم 4 في الحلقة النهاردة. هعيد السؤال مرة تانية، هل المصالحة السياسية هي الحل الوحيد والمناسب لخروج مصر من أزمتها؟ اللي موافق على الحل ده يتفضل يرفع إيده. قال له عددهم قال ده قلته ولا إيه؟ قلته ولا عددهم قال كتير يعني زي ما يعني بس قال حد قال يعني ورونا ايديكم قوي كده. قال لي قال قال له تصور طبعا قال له. انت اقنعتهم؟ طيب على كل حال رحبوا معايا بالضيف رقم 4 الاستاذ ياسر فتحي عشان نسمع وجهة نظره، وبعد ما نسمع وجهة نظره هنتناقش مع الاساتذه الأربعة هنا في وجهات النظر اللي تم طرحها. استاذ ياسر حضرتك معاك دلوقتي 5 دقايق من دلوقتي عشان تبتدي تطرح وجهة نظرك كما ترى لك انت حابب تتحرك. ممكن اتحرك يبقى ممتاز. يعني مش عارف يجيبوك بالكاميرا. طيب عندنا مشكلة. خلاص يبقى خلينا زي ما نبدأ الخمس دقايق. ارجوك اسمعوا وجهة نظر الاستاذ ياسر فتحي علشان نعرف يعني ربما تكون تأثيرك قوي لدرجة ان اللي عايزين مصالحة يكتروا او لا. طيب استاذ ياسر جاهز؟ ان شاء الله. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. في فرق بين الحديث عن الواقع وبين الحديث عن التمني. في ناس تتمنى وفي ناس في الاخر عايز ايه الممكن اللي هو ممكن يقدر يحققه او الواجب عليه. هبدا بقصه او يعني نكته ساخره احد علماء السياسه افتتح بها كتابه وهو بيقول 3 وقعوا في حفره وبيفكروا يطلعوا ازاي من الحفره. فواحد قال احنا نحفر التاني زياده ونزود التراب عشان واحد يطلع، والتاني قال يفضلوا يطلعوا فوق بعض ويشعلقوا بعض ويطلعوا، والتالت قال له احنا نفترض ان في سلم ونشوف هنطلع عليه ازاي. بيتكلم على طريقه تفكير بعض الناس. في ناس بتتكلم ازاي يطلع، في واحد بيبني افتراضات على شيء مش موجود. لو الشيء موجود يبقى يستحق ان هو يدرك عليه كطلب. المصالحه انا بقول لو في ناس قاعده على الترابيزه وفي امكانيه الحل او في ضغوط ممكن توصل ان الطرف الثالث يتدخل، اصبح هناك امكانيه ان احنا نناقش هل هناك اتفاق، هل هو عادل، هل هو مش عادل، يحقق الحد الادنى الحد الاعلى، طب ايه المطالب، طب ايه الوسيط، طب ايه الضمانات، في بيئه تسمح ان يحصل. لكن الواقع بيقول مفيش حاجه من الكلام ده، بل بالعكس من 2000 ومش بقى 13 من 2011 ودايما كده يطلع حد يقول سواء كان ايام مبارك سواء المجلس العسكري سواء بعد الانقلاب، ويظل صوت كده بيغرد في الفراغ. مش بس اللي ذكرت، دكتور احمد كمال ابو المجد و علي السلمي ومش عارف كتير. وبالتالي مفيش بيئه او مناخ. خليني اقول بقى مش هقول كلامي، ايه حصاد التجارب، ايه التجارب بتقول ايه. انا هضرب مثال بعده ابحاث. يعني المثال الاولاني يمكن الناس ترجع ليه بحث جميل كبير كده عن الديمقراطيه اسمه الديمقراطيه والتحول الديمقراطي للباحث جورج سورنسون. هو بيقول ايه، سؤال مهم، بيقول ما الذي يحدو باعضاء تكتل قوى من المناصرين للحكم التسلطي، الناس اصحاب المصالح في حكم الاستبداد دول، ايه اللي يخلي الناس دي تفضل الديمقراطيه؟ يعني فجاه كده هيصحى الصبح يقول لك انا عايز حكم ديمقراطي، انا عايز الناس اللي انا قتلتهم او الناس اللي انا سجنتهم او عذبتهم، ايه اللي هيخليه فجاه يعمل كده؟ بالعكس بيقول هؤلاء الناس يستميتون من اجل الابقاء على النظام التسلطي. الراجل ده مش بيتكلم على مصر ولا بيتكلم على الشرعيه ولا غيره، بيتكلم على دي جزء من طبيعه النظام المستبد. النظام المستبد باني شبكته ومصالحه على هذا الاساس، على اساس الاستماته، وبالتالي يقدر يقتل ويسرق غيره. نفس الامر في يعني بحث اخر وهو بحث عملي على 9 تجارب منها البرازيل وغانا والفلبين واندونيسيا واسبانيا والمكسيك وبولندا، اسمه تجارب التحول الديمقراطي من خلال حوارات مع القاده والرموز. الناس دي لباحثين مشهورين جدا بيتر ولونيثال. بيقول حاجه يعني ظريفه جدا، بيقول ايه، بيقول لم يسبق ما حصلش للحكومات الاستبداديه ان تخلت عن السلطه طواعيه. مفيش حد جاي يقول لك ايه رايك هديك حته، ايه رايك تيجي نعمل ديمقراطيه تقتطع من سلطات. مفيش نظام بيجي فجاه كده من غير مقدمات هو اللي يطلب ان يقتطع من سلطاته. ما لم يرى، امتى يفكر يعمل كده، ما لم يرى
فصيل أو جزء من داخل هذا النظام أو قطاع مهم منه أن عملية التخلي عن السلطة أو عن جزء من هذه السلطة هي السبيل الوحيد لتجنب عواقب وخيمة أو غير مرغوب فيها. يعني طول ما النظام ده قاعد كده بالبلد كده ومأنتخ على كرسي السلطة ومتحكم وقادر أنه هو يفرض المعادلة الصفرية, طول ما هو لا يمكن يقدم على أي تفاوض من الأساس. أما إذا اضطر هذا النظام تحت واقع من الضغط حتى يقتنع عقل النظام أو جزء من النظام أن التفاوض بالنسبة له هيكون حل أسلم من البقاء على الكرسي, وإلا هتكون العواقب عليه وعلى شبكة مصالحه أنها هتتضرر بشكل أكبر. دي أول جزء. تجارب من ضمن الأمثلة في البحوث بيتكلم عن الحزمتين مثلا. في منتصف السبعينات كان في اليونان والبرتغال وأسبانيا, وفي الثمانينات كان في الأرجنتين وبوليفيا وأوروبا. من مستخلصات التجارب دي العوامل اللي ساهمت إن يبقى في تحول, بيكون في ظرف دولي مواتي. يعني في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي بيعمل نوع من أنواع الضغط أو التشجيع حتى للقوى الثورية الداخلة على أن يكون في تحول ديمقراطي. أو في الثمانينات كان في عامل تاني من ناحية السوفيت وانتخاب غورباتشوف يعني بيخفف القبضة اللي بيدعم بها النظام الحاكم, وبالتالي بيخلق فرصة للجبهة الضغط. في بحث مؤخر للدكتور مهند مصطفى عمل على تجربة تايلاند وتركيا والأرجنتين, بيقول أن في 6 عوامل بيساهموا فيه إسقاط النظم العسكرية أو المستبدة أو على أقل الانتقار الديمقراطي. أول عامل هو إيجاد تكتل من قوى الثورة قوي قادر على التصدي والضغط على المؤسسة العسكرية, ده أهم عامل. العامل الثاني وجود عوامل دولية. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله, ما لم يكن هناك ضغط وتكتل بيجبر أو بيدفع مؤسسة الاستبداد, مش لا يمكن يحصل فيه أولا تفاوض أو تفاهم. شكرا يا دكتور. قوي, لا قوي, يعني خلينا اعترف انه قوي, خلينا اعترف انه الراجل اسانيد ومراجع, وانا شفت الفريق هنا انهزم شويه. انا مقدر مشاعركم يعني بصراحه. خليني ابدا باللي ضحك الضحكه الجميله للاستاذ منتصر. استاذ منتصر, لحضرتك حق في توجيه السؤال بدون تعقيب للاستاذ ياسر. مقنع مقنع, ما انا عارفها والله, انا عارفها. سيبنا انا اطلع طلعه دي. طب استاذ ياسر اتفضل سؤال. الزميل ياسر يعني فتحي مشكور جهد يعني مكثف ورائع, لكن هو بيفترض زي ما بدا بقصه هرد عليه القصه. واحد افترض مش هيتعلم السواقه في حياته ولا سوق سياره, قال لي اذا كانت الاشاره خضراء مفيش عربيات ولا قدامه اي مطب, قال لك انا اسوق في اللحظه دي. فالواقع معروف, القوى الدولية معروفة ليست جديدة, ولكن أن تبحر في المتاح هذه السياسة. لا هيجي صح مش هيجي, لكن أنا أصنع الحدث وأصنع الفرصة كما سؤال حضرتك ليه بقى؟ السؤال الآن إني ما تفضلت به الآن يقول لك اقعد مكانك, أنت أصلا عملت ثورة بهذا المعطيات, عملت ثورة. هل ده معناه أنك تقعد في مكانك يا أستاذ ياسر؟ لا يمكن. هذا معناه أن أنا الثورة هي مشكلتها الآن أنها مش عارفة تتصالح ولا مش عارفة تصور. هل المشكلة ان مفيش استراتيجيات ثورية فعالة تجبر الخصم اصلا على التفاوض؟ هو ده المشكلة فين؟ انا دلوقتي لو عايز احل اقول للراجل هو اصلا مهزوم والتاني فرض عليه حل, فهيقعد يعمل ايه؟ ما الحل مفروض اوريدي. لكن المطلوب منه ان انا عايز اوفر حد ادنى من شروط تتعلق بالحرية او العدالة او الكرامة عشان اخد الحد الادنى ده. انا بقول له اتصالح, ما هو اصلا مفروض عليه حل, ولا بقول له طور قدراتك في الضغط علشان تقدر تحقق مكاسب. شكرا دكتور احمد. حضرتك يعني مبسوط قوي من اللي قاله الاستاذ ياسر, قوي طبعا, كلام محترم قوي. ومن شويه قلت لك انت ضد المصالحه, قلت لي لا مش ضد المصالحه. ما هو لازلت اكرر. طيب ايه سؤالك ليه بقى؟ شوف خلي بال حضرتك, الاخ ياسر تكلم كلام موضوعي ايضا. هو لا تكلم لا في, هو بيتكلم في علشان تعمل مصالحه ايه المطلوب. تمام, وهو ده اللي انا طرحته من البدايه بالمناسبه. عايز بقى سؤال حضرتك للاستاذ ياسر. الحين يعني اثني على ما قال عليه, بقول لك مقنع, ده مقنع. لا هو الفريق الان فريق رمادي, ما خدناش اجابات. لو حصل هنعمل. لا دي صحيحه. طب اسال. لو حصل دي صحيحه, هنعمل. انا ما طيب. يعني تملي عدد الحركات الايديولوجيه يا فندم. خلينا دلوقتي هنفتح حوار مفتوح بيننا احنا والجمهور عشان نبقى مع بعض. استاذ منتصر عند حضرتك سؤال؟ يا فندم قلت حضرتك مقنع. عند حضرتك سؤال تاني للاستاذ ياسر؟ ما انت قلت بقى النقاش مفتوح بعد كده. طيب استاذ ياسر من حقي اسال حضرتك سؤال, ده حقي يعني بدون تعقيب. حضرتك قلت انه مش هينفع غير لما تضغط في اتجاه الطرف ده عشان يتحل حلو, وبالتالي تقدر تقعد معاه على الطرف. طيب ما انت ما قلتليش
ايه شكل الضغط؟ هل هو ثورة؟ هل هي احتياجات شعبية متوالية؟ هل هي اسمها ايه ده عصيان مدني؟ ما هو الشكل؟ هل هو عمل تخريبي مثلا؟ بص حضرتك في حاجتين، في عمل احتجاجي وفي عمل ثوري مقاوم. وطبعا الاستاذ ياسر برغم ان هو بيدعم مصالحة بس هو استاذ في الكلام اللي انا هقوله ده وكتبه يعني، فهو هيتفهمه. العمل الاحتجاجي ده في حالة ان انت بس عايز تعبر عن رأيك، انا معترض ان في واحد دكتاتور شال رئيس شرعي كويس، وبالتالي ينزل في الشارع بيطالب بعودة رئيس مرسي كويس، دي مش ثورة. اللي بينزل في الشارع يطالب بعودة رئيس مرسي دي مش ثورة، ده احتجاج، ده تعبير عن رأي ناس مهما كان عددها ضخم، ده بيقول انا عايز الدكتور مرسي يرجع، ده رأي، دي مش ثورة. تمام خلاص كده. الثورة هي ضغط على شبكة مصالح الاستبداد. شبكة مصالح الاستبداد عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجهزة سيادية بتمص دم الشعب لا تشعر بالخطر. لو الاقتصاد المصري واقع الاجهزة السيادية كسبانة. اللي بيتضرر من الاقتصاد المصري الان المجلس العسكري ولا الشعب؟ الشعب. وبالتالي الازمات الاقتصادية ما بتضغطش على النظام المستبد. النظام المستبد مش مشكلة البلد يكش تولع. يبقى انت عايز تضغط على مين؟ على الشعب ولا على مصالح المستبد؟ الثورة بتعرف مصالح المستبد فين؟ فين شبكة المصالح الخارجية والداخلية اللي ملاش دعوة بالشعب؟ بتمص الشعب، بتمص ماله، بتصنع استقطاب داخل الشعب. انا بقى الضغط بقى يا سيدي، الضغط هنا، الضغط على كشف ثورة. هذه المصالح اولا. ايوه، مش ان انا اقف في الشارع احتج. هضرب لحضرتك مثال، مثال للامثله اللي هي بتنتهي على طاوله المفاوضات. خليني اقول ان انا مع الاستاذ ياسر الغرباوي شويه. لا انا هقول لك المثال، انا هقول لك، انا حاسس الجانب ده رمادي. لا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا ما فهمتش انتوا مع المصالحه ولا ضد المصالحه. لا الاول يكون في ضغط. حضر لحضرتك مثالين على الضغط، مثالين عمليين. مثال مايكل كولينز في ايرلندا، ومثال في الثوره الامريكيه اللي بيقال عليها الثوره الامريكيه. مايكل كولينز في حركة تحرر من بريطانيا عشان يبقى إعلان جمهورية إيرلندا المستقلة. تمام. هو دلوقتي بيحتج على مين؟ على سيطرة بريطانيا على إيرلندا. كويس. وبالتالي هو مش طالع يعمل يافطة يقول لو سمحتم اخرجوا برا إيرلندا. هم دول مسيطرين بإيه؟ في جهاز قمع. مايكل كولينز وجه ضربات إلى هذا النظام القمعي، نظام المعلومات وأجهزة التعذيب اللي بتسخر الشعب وتخدعه تحتيه. كويس. لما نجح إن هو يعمل اختراقات قوية داخل نظام القمع الهيكل اللي بيسيطر على الناس، قعدوا معاه على طاولة المفاوضات. تمام. مايكل كولينز بالذات. تمام. ما قعدوش مع حد قبله. المثال الثاني في الثورة الأمريكية على سبيل المثال، لما حبوا يتحرروا هم بيقولوا مستعمرات بريطانية، هم طبعا كلهم من بره مش من أمريكا، لكن عايزين يتحرروا من المستعمرات البريطانية. بريطانيا بتعمل ضريبة على الشاي، تعمل ضريبة على السكر، تعمل ضريبة. الاحتجاجات الثورية كانت بتعمل ايه؟ مباشرة على طول على مصالح الناس. عمل ضريبة على الشاي وادى ميزة امتياز لشركة أجنبية ضد المصالح الأمريكان اللي عايشين. الاحتجاج كان بيعمل ايه؟ الشركة الأجنبية اللي داخلة بحمولة الشاي دي بتغرق في البحر. دي مصلحة رايحة لواحد بيسرق حق الشعب. يعني وبالتالي الثورة هنا تمثل انت مالكش حق. انت لا مالكش حق. خلاص ماليش. مالكش. تصدق؟ رجعت تاني. دي مشهورة حتى ممكن الناس تبحث عنها، سموها تمام. حفلة شاي بوسطن. غرقوا بوسطن دي ثلاث حمولات ضخمة جدا، دي جزء من عمليات ثورية أخرى. وبالتالي أنا بضغط على اللي بيستنزفني بالشكل ده، يعني بالشكل ده لحد ما أجبره إن هو مضطر يقعد معايا، لأن هو بيحقق مصالحه وهو قاعد مستريح وحط رجل على رجل، هو ما بيشعرش بالخطر، مش عايز يقعد معايا أصلا. طيب ما نقدرش يعني نرفض طلب للأستاذ منتصر. أستاذ منتصر اتفضل السؤال. أنت عاوز تضغط علشان تدخل في التفاوض، كيف السبيل إلى تحقيق هذه الضغوط وأنت الشارع مش معاك؟ اقول لحضرتك الشارع مش مع مين؟ هو ده السؤال. لو احنا نتكلم على فوله الشارع في الاصل مع الثوره بنسبه كبيره جدا، مش مع فصيل. الشارع منقسم على الفصائل والايديولوجيات. الشارع لا دي جايبها رقميه من حته من مركز، يعني مركز احصاء وبحوث. لا يعني هو الناس اللي انتخبت الدكتور مرسي دول مش اغلبيه من الشارع، بس دول اعداد قليله اللي بينزلوا زي ما انت بتقول كده اللي ضد. يعني انا مش بتكلم على اللي بينزل، يعني لو قسنا الثوره على الشارع فانت بتقول الشارع مع الثوره. كل افتراض، افتراض. لا انا قصدي كل الاجراءات اللي تم اتخاذها من بعد 2011 كان. كان لحد ما تم تأميم اراده الشعب. لما كان في اراده حره للشعب، الشعب شارك. تمام. لما دعي الشعب للاستفتاء استفتى. طيب. لما دعي للانتخابات انتخب. لما تم مصادرة إرادة الشعب خلاص مش هنعرف منين. نيجي لسؤال بقى الأستاذ منتصر. أنا بقول لحضرتك إن أنا عايز إيه من الناس؟ أنا عايز الناس لا الشارع مش معاك، وبيقول لك إزاي تعمل ضغوط والشارع مش معاك. ما حصلش. أنا بقول لحضرتك اللي بيحصل في الشارع ما حصلش من الأساس. ما حدش دعا الناس إنها الناس لما في 28 يناير نزلت ضد الجهاز اللي بيقمعها وبيعذبها نزلت.
من غير ما إخوان يدعوها. وصلت الإجابة. لكن الناس لما دعيت إلى مطلب سياسي مباشر حواري. ناس نزلت طيب. من الزلج. طيب لا خلينا في الحوار. بس أنا عايز أقول حاجة، أنا بؤكد وجهة نظر حضرتك. أنا عايز أسأل الأستاذ ياسر والأستاذ الدكتور أحمد سؤال مباشر، انتوا مع ولا ضد المصالحه؟ الجانب هنا رمادي قوي، مع حاجه مش موجوده. انا مش مع حاجه مش موجوده. الموضوع شوف يا اذا توفرت شروط حضرتك هل انت مع ولا ضد؟ وفر الشروط وبعدين نتكلم. انت عايزني اجاوب على سؤال ارايت لو ان هي حالتنا افتراضيه كده خلاص، يبقى رايت لو ان لو توفرت شروط حضرتك. لا ما انا بحكي لحضرتك، احنا كلامنا واضح ومحدد. في اشكاليات ضخمه انا شايف ان من الصفصطه ومن تضيع الوقت ومن من ومن الحقيقة من استغفال الناس ان انا اتكلم او اطرح عنوان وهمي. ليس وهمي المصالحة، عنوان وهمي. انا ما قلتش انها فهمني خلي بالك، انا بقول وهمي الان لا شروطه موجوده. وجهه نظرك يعني طبعا. طيب ما الدكتور الاستاذ ياسر لا فندم حضرتك انت مع المصالحه ولا ضد عشان بس ابقى واضح لو توفرت شروط. انا بقول لحضرتك لو في حاجه اي حل ما يقدر يديني حريه او عداله او كرامه ولو بالحد الادنى اللي يمكن ان يبنى عليها حاله من حالات التحرر ونظام ديمقراطي لا يمكن ارفض طبعا. طيب لسه من دلوقتي بتقول إن هذه النظم لا تسمح بهذا، لا تتطوع بهذا. عشان كده انا بقول احنا بنتكلم في جدليه عقيمه ليست عقيمه. القائد وبائع الامل. أنا القائد وبائع الامل لابد ان يعني الغنوشي نموذج. احنا خلينا نتكلم في التاريخ الواقع الان. كان ممكن الغنوشي بقرار الشورى في النهضه الا يمشي في اطار المصالحه. والله انا فاهم، والله انت بتقوله صدقني انا فاهم انت بتقوله. طب كويس يعني خلي بال حضرتك الغنوشي ده راجل زعيم مفكر عنده ناس حواليه بيحترمهم قادر على انه خطط. طب ودي عيب ولا عيب نحن ايه؟ مش فاهم. بالعكس كل دي مزايا الإخوان يفتقدوها. طب خلاص بقى وهنا بكلمك. بعد انتهاء كلمة الأستاذ ياسر فتحي وانتهاء جولة الأسئلة كانت هذه نقطة تحول في حلقة اليوم. يعني ما أقدرش أقيم إقناع الناس، يعني في بعض الناس اقتنعوا وفي بعض الناس ما اقتنعوش، يعني كان واضح. اقتنعت بالذي قاله الأستاذ ياسر فتحي. السيد ياسر فتحي لما حكى رأيه كان عم بيحكي واقع، يعني اللي رافض المصالحة هو ما عندوش حلوله. رأي الأستاذ ياسر فتحي كان أقوى. ولكن ياسر الغرباوي شعر أن الفريق الآخر فريق رمادي. الأستاذ ياسر فتحي عندما قال يعني لن يسمحوا لك ولن تعبر للمستقبل والقيود موجودة والهيمنة الأمريكية والمؤامرة الدولية، هذا الخطاب معروف من حلقات من الحركات الأيديولوجية، في كثافة أيديولوجيا تحجب الرؤية. هكذا يعمل العالم، إما أن تلعب العالم بيلعب كرة قدم وأنت مصر أنك تلعب بلياردو، وبالتالي عندما تفشل في كرة القدم ليس عيب ليس عيب كأس العالم كرة القدم، أنت مصر تلعب بلياردو والناس بتلعب كرة قدم. فإذا الحركات الأيديولوجية غالبا تعمي نظرها عن الوضع الحقيقي وتقول لك أنا عشان أتعلم السواقة وأنجح في الحكم عاوز تأييد شعبي، عاوز خضوع الجيش وإيمان المؤسسات ويكون شعبي السلس وابن حلال وإنه توكلوا على الله، في هذه اللحظة أنا سأنجح. مثل القائد لك أتعلم السواقة، إشارة خضرة، مفيش مطبات، والوقت الساعة 12 بالليل. يعني هو مقارنة خاطئة، لو في حل عادل ما حدش هيرفضه، بس لو مفيش حل عادل يبقى الحل العاقل ده لو فيه البحث عن حلول، المهم يكون في حل، لكن لا حل ده هو أسوأ شيء. الغريب في الأمر أن الأستاذ الزيات امتنع عن توجيه الأسئلة في كلا الجولتين، فهل لأنه يفكر بما طرحه الأستاذ ياسر فتحي أم أنه لسبب آخر؟ وكيف فهم الجمهور عدم طرحه للأسئلة؟ أستاذ منتصر كان طول الحلقة كنا إحنا بنسأله أسئلة ما بيردش، كان بيخرج عن النطاق بتاع السؤال أصلاً، حتى ما بيكنش فيه أي جواب صريح. حتى في آخر الحلقة وعدت عليه السؤال اللي أنا جاوب اللي أنا سألته في أول الحلقة برضو ما كانش فيه رد، لغاية آخر وقت ما كانش فيه رد عنده. مش ليه عليه الجواب؟ ضعف رأيه، ما حججه ضعيفة، ما عرفش يتكلم بعد كده، ربما خانه ذهنه ولم يجد سؤال. كان الوجه النظر حتى الآن حتى انتهت الحلقة كان هي ما شبه معارضة لي، فهو بيعارض الجمهور كاملا. احتمال يعني يكون هو احتفظ بالسؤال يعني بحيث انه اللي قدامه يطرح الفكرة وهنجاوب عليها في الآخر يعني. تعالوا نشوفوا تجارب الانفوجراف ده، تجارب الدول في المصالحة. تعالوا عجبت الاستاذ منتصر قوي، خد نفسه بقى قال لك ايوه. تعالوا نشوف مع بعض كده تجارب الشعوب او الدول في المصالحه، نشوف مع بعض ابرز تجارب المصالحه الوطنيه في العالم.
تحولت جنوب إفريقيا من نظام عنصري إلى ديمقراطي عبر توافق وطني وعدالة انتقالية، وقد قامت لجان الحقيقة والمصالحة بالاستماع إلى 20,000 من الضحايا، وحاكمت كبار المسؤولين وطلب العفو 7,000 مسؤول. أما الأرجنتين اختارت التسوية بين البحث عن الحقيقة والعدالة والعفو العام عن بعض المسؤولين، وقد حاكمت كبار العسكريين عن انتهاكات فترة الحكم العسكري وتمت إدانتهم، كما أصدرت قانون الطاعة الواجبة لحماية أفراد الأمن مرتكبي الجرائم بإذن قياداتهم، أصدرت قانوناً بالعفو عن جميع العسكريين. أما التجربة المغربية ففي عام 1990 تم إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء، وفي عام 1999 وضع الملك آلية لتعويض ضحايا الانتهاكات، وتم إنشاء اللجنة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وفي عام 2004 أنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة لكشف حقيقة الانتهاكات لتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم وتوصيات لمنع حصول انتهاكات مجددة. أما التجربة الجزائرية بعد 10 سنوات من صراع صفري مسلح، تم العمل بقانون الوئام المدني، القانون الذي أغلق صراع الماضي واستوعب الإسلاميين بالعملية السياسية. ده كان انفوجراف عن تجارب الدول في المصالحة. خلينا ناخد رأي الأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، إيه رأي حضرتك في الانفوجراف؟ ممتاز، بس هو جايب الكلام ده في اللقطة الأخيرة، يعني مثال الأرجنتين على سبيل المثال كان في الحالة المصالحة اللي وصلها بعد إيه؟ بعد في حاجتين رئيسيتين غير العمل الدولي، في ضغط حقيقي قوي على نظام الحكم. اتنين، نظام الحكم حصل فيه حالة من حالات الخلخلة والانشقاق الداخلي، إدى فرصة إن يكون فيه مساحة من مساحات التفاوض والوصول لحل. يعني هو بس استعرض للاخر خطوه، يعني النتيجه ان هم وصلوا للاتفاق ده، بس وصلوا للاتفاق ده بعد ايه؟ في ضغط، في نظام بدا يضعف مش في حاله من حالات القوه، وكمان بدا يحصل حاله من حالات التفتت او الانشقاق في الداخل. تمام، لكن لو الثوره مش قادره تضغط على النظام والنظام متماسك وقوي ومفيش بيئه مواتيه، هيتفقوا عليه، بيفرض بالصفر، الحل الصفري ان هو بيفرض رايه على الترابيزه بالعافيه. استاذ منتصر، ياخدني للكلام عن مقتضيات المصالحه اللي بنتكلم فيها، وإيه المطلوب؟ البحث عن الكشف عن حقيقة الوقائع والأحداث الدموية التي راح ضحيتها الألاف. هنا يقتضي إن إحنا نعرف مين الطرف المسؤول، عايزين نعرف في أسرار غامضة وما زالت مجهولة، مين اللي عمل موقعة الجمل، مين اللي عمل حوادث مسبير، ومين اللي عمل حوادث حادثة محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها. اثنين، الإنصاف والإرادة الصادقة في تحقيق العدالة الفعلية وليست الجزئية. ثلاثة، احنا قلنا هو تعارف على تجارب النماذج الدول من حولنا. الكلام ده هو ده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه على أرض الواقع. الناس اللي بنقول ايه مصالحة مع مين، مصالحة ليه ومتفاوض، لا، في اهو تجارب جنوب أفريقيا بعد سنين من الصراع عملوا لجنة التحقيق والمصالحة، غانا عملت لجنة المصالحة الوطنية، جواتيمالا عملت لجنة الإيضاح التاريخي. شكرا أستاذ منتصر. دكتور أحمد، إيه رأيك في الانفوجراف ده؟ طبعا يعني كلها معلومات ومعروفة. أنا يعني زبول لحضرتك يا أستاذ محمد وبقول للشباب المشاركين، هذه الرموز أو هذه القيادات الثورية إما أن تقوم بواجبها في فعل ثور حقيقي يضطر النظام ده للاستسلام أو الجلوس على الطاولة دي، أو إنها تستقيل أو إنها تستسلم. ده نفس وجهة نظر أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، حضرتك رأيك في الانفجراف؟ أولا فتح الممكنات التي يمكن أن تحصل. أستاذ ياسر والأستاذ أحمد مصرين على أن الإمكانيات ما جاتش والطريق ما ترصفش، ما فيش إشارة. العلوم الإنسانية والسياسة لها معمل زي الكيمياء والفيزياء، معملها التاريخ. هل مفترض أخش في حرب دموية 10 سنين عشان الجزائر عشان أوصل في الآخر للتفاوض؟ هل مفترض أقضي 20 سنة زي مانديلا في تفجيرات وضرب محولات عشان في الآخر أقدر أجلس مع السلطة السياسية في مصر؟ أنا أعتقد الآن فريق لا يقضي على وقف النزيف وبيت ثوري غير مرتب، أعتقد من الأولى أن يلتقط أنفاسه ويستسلم أو يقف حتى يفتح للأجيال فضاء آخر. يا سلام يا سلام. خلونا بقى نرجع لكم انتوا للجمهور،
جاهزين لمناقشة الأساتذة بالرأيين بالمعسكرين. بعد أن انتهى ضيوفنا الأربعة من طرح وجهات نظرهم والرؤى التي يؤمنون بها، كيف قيم كل فريق الفريق الآخر؟ يعني ما تفضل به الزملاء ياسر ودكتور أحمد أن أقدرهم، ولكنه طرح مسموع ومعروف ومعهود، يعني لن نستسلم، لن نخضع، لا تصالح. فأعتقد العقل العربي دائما يعني يحن لهذا الخطاب، إما الصدر أو القبر. أعتقد المساحة اللي بينهم محتاج إنها مفحصة جيدة. الأستاذ ياسر والأستاذ منتصر كان عندهم حجة لأهمية المصالحة، أهمية تقليل النزيف، لكن ما كانش عنده حجة كيف يتم تحقيق هذا على التجربة المصرية في الوضع الحالي. الزملاء اللي كانوا معانا النهاردة الجانب الآخر ما قدمش رؤية، لم يقدم رؤية. يعني أنا في تقديري أنهم تكلموا في إطار نظري محض لا يشجع حتى على التفكير، يعني على الأخذ به. كان الأستاذ ياسر فتحي واضح جدا برضو على علمه وعلى خبره وعلى، لكن كان يعني الدكتور أحمد شوية في منطقة رمادية. الطرف الثاني كنت صريحا مع الطرف الرمادي، لا يملك حلا ولا يملك سبيلا، واشتغل على العاطفة والرهان على اللعب يعني بالألفاظ، لكن السياسة لا تعمل بالأمان. وبالتالي طرح الكلمة في بيئة غير بيئتها لا يفضي إلى شيء، احنا بنضيع وقتنا. يعني الدكتور أحمد وكأنه بيعيد التفكير في الأسئلة من بدايتها، ما معنى المصالحة، ما معنى كذا، ما معنى. وأعتقد أنه الواقع يعني احنا مش في وقت نتفلسف أو نطرح أسئلة فلسفية، احنا في وقت يا انت مع مصالحة انت ضده خلاص وكمل يا عم، او تنسحب زي ما قال ياسر فتحي. الجماعة الإسلامية كانت واضحة شجاعة في طرحها، أعلنت قرار أحادي الجانب من جانب واحد دون أن تدخل في المفاوضات التي طلبها الجانب الآخر النهاردة معانا في قياس على تجربة مبادرة الجماعة الإسلامية. يعني مختلف تماما، الجماعة الإسلامية رجعت نفسها أنها عندها وسيلة استخدام العنف في التغيير، فهي رجعت نفسها قالت أن أنا العنف غلط في التغيير. ضفور قتل بالآلاف، لكن هل سنقف عند كل قتيل وعند كل شهيد؟ نعم، نضمد هذه الجراح، لا نسمح بتكرارها، نؤمن المستقبل، نكشف الحقيقة. أحيانا قد يكون أمنية أب ابن استشهد يعرف أين دفن، وسيغفر لمن عذبه عندما تزال هذه الضغائن. إنه ما فيش بيئة وظروف أصلا بتقول إن في مصالحة. أصلا من البداية رفضت الإجابة عن هذا السؤال، أنت مع المصالحة أم ضد المصالحة؟ لأن أنا وجهة نظري أن السؤال لا ينبغي أن يطرح من الأساس في هذا الظرف الذي نعيشه أصلا. بدأنا من سنة 2000، يعني خدنا 3 سنين تقريبا أو 2.5 سنين في يعني في إقناع الأطراف. أنا عملت اتصالات بعناصر قيادية في إيران، في أفغانستان، في الجبال، في الزراعات. يعني المسألة كانت شقة وصعبة وخطرة، استطعنا أن نحول الدفع، كان أرض ملاءات مثل التي نسمعها الآن. لأني منتصر بتاع أفعال، أستاذ منتصر بتاع قاعدة بجد، يعني هو عملها قبل كده بتاعت الجماعة الإسلامية، يعني بتاع عارف رجال الأمن، عارف الجماعة الإسلامية، ويعرف يعمل جسر بينهم، ويعرف ونجح في التصالح زمان يعني المراجعات. فهو مش واخد على الناس دي، يعني سوري مش واخد علينا احنا، مش واخد على الناس اللي بتكلم بقى في الهلالة لاند اللي هو ولا حاجات، هو واخد على ناس مسؤولة. الأستاذ ياسر الحقيقة كان مقنع في فترات كتيرة جدا من كده جدا، يعني لو سلمت دماغك لي، يعني لو انت مش مصري، لو انت مثلا كندي وسمعت ياسر هتقول انا راجل، يعني كلامه مقنع جدا. ده زي ياسر فتحي برضو كان مقنع الى حد كبير جدا. كان المتحاورون اهلا للحوار، يحترم بعضهم بعضا ويطرح كل شخص يعني ما لديه موضوعية. انتم الان الدور على حضراتكم، خلونا نبدأ بحضراتكم. مين عنده طرح يناقش ما طرحه الدكتور أحمد أو الدكتور أستاذ ياسر؟ ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب نبدأ بحضرتك، اتفضل الميكروفون، اتفضل. سؤال الأستاذ أحمد في الأول. دكتور أحمد. بما أن يعني أن التفاوض دلوقتي يعني غلط أو يعني مش صح في الوقت الحالي، طب الإخوان أو القوى الثورية اتفاوضت مع المجلس العسكري بعد ثورة يناير مع ان كان فيه قتلة،
وجرحى كتير، وبعدها كان الجيش برضو دخل في احداث مسبيرو واحداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء والعباسيه، وتغاضوا عن كل ده في المصلحه الوطنيه، ويعني ايه فضلوا على المصالحه. فليه احنا دلوقتي برضو ما ناخدش بنفس الفكره ونمشي على المصالحه زي ما هم خدوها في الاول برضو؟ تمام، اتفضل دكتور احمد. شوف حضرتك، هم عايزين يتغاضوا وتفضلوا، هم عايزين يتصالحوا وتفضلوا. انا شخصيا ليه موقف مختلف. انا بتكلم عن القوى الثوريه كلها برضو، يعني انا شوف القوى الثوريه دي، يعني انا مع احترامي الحقيقه لهذا المسمى، انا اسف جدا لهذا المشهد الثوري اللي انت بتتكلم عنه او للقوى الثوريه اللي انت بتتكلم عليها. يعني الوضع مبعثر بشكل حقيقي حتى في داخل كل فصيل نفسه. خلاص اللغه اللي موجوده لغه التخوين القائمه، او زي ما انا بسميها التكفير السياسي او التكفير الوطني. خلاص انت ما انتش معايا يبقى انت خاين، والخاين ده يبقى خارج مجموعه، زي التكفير بالضبط، زي ما بيكفرك ويخرجك من الدين في التكفير الديني ده كمان بيخرجك من الجماعه الوطنيه وبيخرجك ويتهمك بالخيانه. الوضع شديد القتامة الحقيقه وفي غايه السوء، وفي غايه السوء. وبالتالي حاجه من اثنين، انا كلامي واضح جدا، وانا جاوبت على الاخ محمد الان من شويه في تعليقي على الانفجراف. هذه الجماعه الثوريه في مجموعها من اول اليسار اقصى اليسار الى اقصى اليمين، اما ان هم يدركوا المصيبه اللي هم فيها فعلا ويفكروا بطريقه مختلفه ويقوموا بعمل زي بالاليات اللي كان فيها الاخ ياسر، وساعتها هيحدثوا تاثير وضغط ممكن يفضي الى نتيجه، او ان هم ياخذوا جنب ويسيبوا الشباب يعني شوفوا هيعملوا ايه، او ان هم يكون عندهم الشجاعه اللي احنا انهزمنا. تمام تمام. سؤالك الثاني بسرعه سريع عشان الوقت. سؤال للدكتور ياسر، بما انه يعني انا ياسر في استاذ ياسر اتفضل. بما ان يعني المصالحه لازم تتوفر فيها الشروط الاول قبل اللي هو من وسائل الضغط وكده، طب احنا الفتره الاولى او السنه الاولى من بعد الانقلاب كان فيها وسائل ضغط كتير، ومحدش برضو، وفي مبادرات كتير اتطرحت في السنه دي بالذات ولم يؤخذ بها، مع ان كان في ضغط رهيب بالنسبه لطلاب الجامعات او الشارع ومحدش بخد بالمبادرات دي. طيب استاذ محمد لو سمحت اتفضل. انا رايي لو بنتكلم في كل وقت، كل وقت بيبقى فيه له فرصه. القوى الثوريه في الان في حاله من حالات الضعف، او المجتمع مش بس الاخوان بس في حاله من حالات الضعف، لكن في اوقات كان عندها بعض اوراق القوه اللي دلوقتي تم استنزافها. تمام. كون ان هو في الوقت ده لم يستطع ان يتوصل الى حل، سواء زي ما قال الاستاذ ياسر تقليل نزيف الدم وده لازم يكون مطروح، او تحقيق اي مكسب، وما عرفش يعمل الاثنين، لا حقق مكسب ولا قل نزيف. المفروض في الحاله دي بعديها بقى انا ما عرفتش اعمل حاجه من الاثنين، يطور نفسي ينسحب. تمام. وده حصل في حالتين. عندنا حاله تركيا مش اردوغان، اربكان، تم فرض الطاوله داخل عليها المؤسسه العسكريه وانا مش قادر احل، ده عنصر الانسحاب. انسحب. وتايلاند حصل في انقلابين على حزب قوي، دول لا اسلاميين ولا غيره، دول بوذيين. حزبين لهم اغلبيه، لهم قوه، لهم منعه، انتخاب ديمقراطي، وانقلب عليهم المؤسسه العسكريه لاسباب مختلفه. في الحالتين لما دخل هو مش قادر يواجه، ما عندوش قدره على تطوير عمل ثوري فاعل دلوقتي، انسحب ينتظر جوله اخرى. فبالتالي انا لو انا قائد، لو انا سياسي، لازم اتحمل بالمسؤوليه. يا اما انا عارف انا رايح فين، وبالتالي حتى لو انا هضطر استخدم ادوات او خسائر بشكل محسوب مش بغرر بالناس بتاعتي، يا اما عندي تصور للضغط هيؤدي الى نتيجه، يا اما ما عنديش. طيب. في الحاله دي ينسحب يا اطور قدراتي. قبل ما اخد سؤال صلاح، مش صلاح، قبل ما اخد سؤال صلاح، يعني بما ان الوضع ممزق كده زي ما قال الدكتور احمد وزي ما قال الاستاذ منتصر، طب ما ننسحب، ايه رايك؟ انا مش مختلف، انا ما عنديش اعتراض. لو بنتكلم على رؤوس القوى الثوريه، مصالحه مساحه مساحه احسن، ربما تاخذ نقاط. لا هو بيقول يا اما تضغط او انت مش قادر تنسحب. طيب هل خيار ثالث استاذ ياسر؟ هل دلوقتي احنا وضعنا يميل الى الضغط ولا الانسحاب اكتر؟ لا، يميل الى الهزيمه، لان انت ما اتخذتش اجراء، لا انت انتصرت ولا انت انسحبت. اذا يميل الهزيمه، انا مش عايز اخد كلام صلاح، بس اذا يميل الهزيمه، طب ما تسمع كلام الاستاذ منتصر والاستاذ ياسر وتخش في مصالحه. ما حاله الهزيمه مش محطوط فيها مصالحه. بالظبط. وانا مهزوم هتصالح ازاي؟ وصلت. بشكرك. اتفضل يا استاذ صلاح. لا ازاي؟ اتفضل. دكتور احمد عبد العزيز، حضرتك دلوقتي من طريقه كلامك انت ترفض المصالحه قلبا وقالبا. تمام. حتى حضرتك مش عايز تقول دوت. لا لا مش تمام بطريقة. لا مبدئيا بس انا عايز اسال حضرتك في كذا حاله، يعني اتفضل. اخترنا حالتين عشان الوقت، بس هم حالتين. تمام. اسره
أسرة معتقل، العائل بتاعه هو المعتقل، اضطرت بنت في ثانوية عامة تمام تسيب الدراسة من وراء أهلها عشان تشتغل عشان تعرف تصرف على البيت تمام، عشان دخلهم الشهري ما بقاش موجود تمام. وفي أسرة تانية، الأسرة دي موجودة بالفعل، عبارة أنها أولادها كلهم سابوا الدراسة بسبب الموضوع ده تمام. حضرتك دلوقتي بنتكلم أن احنا ما ينفعش نعمل مصالحة على كلام الأستاذ ياسر فتحي، لان انت ما نعيش في حلول وهميه، لان حضرتك ما اصلا ما جبتش حلول تانية. لا حضرتك هتقول ان احنا دلوقتي ما فيش في ايدينا ان احنا نعرض مصالحه مثلا، لا احنا زي ما احنا متأذين بالظبط الحكومه متأذيه واحنا عاملين لهم مشاكل كتير. هو فكره وجود فصيل اصلا سياسي في البلد معارض دوت عامل لهم ازمات كتير، من ناحيه ان انت عايز عايزين الدكتور احمد يعني عشان انا عايز اسال دكتور احمد حاجه بسيطه اتفضل. مش يعني مش الطبيعي ان دار المفسده يعني بدل شيء مهم. بدل ما نعمل كحلول في الهواء افتراضية نخش بقى في الواقع، نخش في الواقع. فكرة المصالحة، فكرة المصالحة ألف به عقل حاليا، يعني أنا خلينا أعيد هي أسلم، هي أسلم. إحنا عندنا 60,000 معتقل، بيوت مخروبة يعني. حضرتك بتقول دار زائد، بس معذرة بس قبل حضرتك تكلم زائد يا أستاذي، إن إحنا حاليا ما بناخدش حق الشهداء، إحنا ما بنقولش نتنازل عنه، لكن إحنا حاليا مسلسلين غصب. تمام تمام طيب. شكرا صلاح تفضل. طيب. كلام حضرتك عايز تقول دار المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ايوه صح ايوه. قول لي ايه هي المصلحه اللي انا هسيبها علشان ادرء المفسده اللي انت بتتكلم عنها. 60,000 معتقل بيوت مخروبه، هو بيتكلم ايه المصلحه اللي انا هسيبها؟ المصلحه اللي انا هسيبها هو حاليا مفيش فعليا مصلحه بنجري وراها. ما حضرتك يعني لو كنا اتكلمنا من 3 سنين تمام، طب ليه بقى ما نحاولش طالما مفيش مصلحه اصلا؟ طب خلاص نلحق حاجه. شوف شكرا صلاح، شوف كده. اذا الان شوف حضرتك، اذا الان انت لا تتكلم عن مصالحه، انت تتكلم عن هزيمه ماحقه ساحقه فيها طرف مهزوم بالكليه. خلاص خلينا نكمل الشوط الثالث عشان خلينا نكمل الكلام. مهزوم بالكليه وطرف اخر مسيطر يملك كل القوه والبطش وعمال ينكل الفكر اللي انت عايزه. خلاص يعني ان انا في ظل هذا الوضع كمان. صلاح خلينا نكمل عشان صلاح ولا استاذ صلاح. شوف يا اخ صلاح، شوف يا حبيبي، دلوقتي انتوا جربتوا كلكم وشفتوا كلكم ممارسات الانقلاب من 2013 لغايه اليوم. انا عايز اسال سؤال، هل في اي مؤشر يجعلك تقول ان هؤلاء البشر ان كانوا بشر يملكوا اي مقاومه من مقاومات الانسانيه عشان يتعاملوا معاك بالطريقه اللي تكفل لك حياه شبه كريمه وليست كريمه؟ بمعنى الناس ده هتطلع، ما خلاص انت دلوقتي لما تقول طلعوا الناس من السجون، طلعت الناس من السجون خلاص، الناس طالعه في وضع في غايه السوء، مطلوب ان الناس اللي هتطلع من السجون دي محدش يفتح بقه، يعيشوا زي الدواجن في البيوت. مش دوالي في البيوت، هيرجعوا زي ايام حسني مبارك. طيب خليني بس عشان ما نخش في جدل، لن يسمح لك بهذا مطلقا. تمام وصلت وجهه نظرك. السلام عليكم استاذ منتصر. لحظه صلاح خد السؤال من ورا بقى اتفضل. استاذ منتصر هجيلك اتفضل. سؤالي يا استاذ منتصر هو هل احنا نملك الان ان احنا ناخد راي او اتخاذ قرار مصالحه ونهمش حق الشهداء والمطاردين والمعتقلين في بيوت كتير قوي؟ حضرتك عندنا في اسكندريه بس في 60,000 معتقل في السجون، هتعوضهم ايه؟ الاهل اللي اتشردوا زي ما اخويا صلاح قال، في بنت بتنزل تصرف، بنت بتسيب تعليمها وتصرف على البيت ليه؟ عشان عائل الاسره في المعتقل او شهيد. هل احنا لينا الحق ان احنا ناخد القرار زي ده؟ السؤال ده لمين؟ استاذ منتصر اتفضل يا فندم. احنا قلنا لازم نعمل على الكشف من مقتضيات المصالحه اللي بنتكلم عنها، نكشف عن حقيقه كل الاحداث والجرائم التي تم ارتكابها. ما بنقولش نغض الطرف عن حقوق الشهداء، احنا حقوق الشهداء بنضيعها في استكمار الوضع وتكريس الموقف الحالي الاستبدادي في غياب حرية الرأي والتعبير. هل حضرتك تملك القوة اللي كده دلوقتي في الوقت الحالي؟ عاوزين نصنع هذه القوة. ما هنصنعها زي وإذا كان إحنا كنا معانا دولة برئيس بدستور وحصل علينا انقلاب وتسجننا ومات مننا شهداء، هل نملك القوة الحين؟ لأن الرئيس والدولة اللي تتكلم عنها ما كانش فيه حضن شعبي. وأنا إيه اللي يديني ضمان اللي ما هو أنت بتسأل، خليني أجاوبك، اسمع علشان الحوار يوصل لنتيجته. اللي مما كان يثار إنه ما قدرش الرئيس مرسي يعمل حالة اللحمة دي الوطنية، ما قدرش ما قدرهوش، مش مشكلتي، مش ده موضوعي دلوقتي، لكن أنا دلوقتي بتكلم على عاوز أصنع حالة مجتمعية ضاغطة
مفيش الرئيس مرسي دلوقتي او مفيش، انا عاوز ابص على المستقبل. اين الاليات؟ ايوه ده كلام جميل. ايه الاليات بقى اللي احنا عاوزينها؟ عاوزين نعمل لقاءات بره الاعلام خارج نطاق الاعلام علشان نستكشف مرونة كل طرف وكل فريق تجاه الاخر. عاوزين نقرب وجهات النظر المختلفة، عاوزين نبحث عن حلول مقبولة. كويس. عاوزين بقى نعمل الكلام اللي اتكلمنا عنه في التجارب اللي سمعناها، لجنة الحقيقة والمصالحة، لجنة المصالحة الوطنية، لجنة الإيضاح التاريخي. عاوزين نعمل ونختار فريق من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والساسة المحايدين، هدفهم ايه؟ وضع مشروع للمصالحة الوطنية المصرية يشمل اتفاق المصالحة الشاملة، قانون المصالحة وصياغة مواده، اختيار آلية المصالحة. وليه خارج الإعلام من حقه؟ خلاص كده تمام، هو خارج الإعلام لسبب هنعرفه دلوقتي. اتفضل يا فندم. لأستاذ ياسر الغرباوي بس. اتفضل. جماعة كلمات حضرتك اللي بتقولها كلام أكاديمي، كلام مش موجود في الواقع أصلا. وأستاذ منتصر وجماعة اللي موجودين حضرتك، كلام بيتقال كده في برامج. جميع الحاضرين مين؟ استاذ منتصر، استاذ احمد، استاذ ياسر، يعني كل الموجودين كلامهم نظري، كلام في البرنامج بس، انما بتيجي على ارض الواقع ما بتلاقيش اي حاجه من دي. لا لا اصل انت كده جمعت بين اربع وجهات نظر مثلا، كل الكلام اللي هنا ده كلام نظري بس. بتنزل على ارض الشارع ما بتلاقيش الكلام. ايه دليلك ان كلام الاستاذ ياسر فتحي كلام نظري؟ دليل ان حضرتك لما هتيجي مثلا تبص الاهل، بلاش الاهل معتقل، واحد محكوم عليه بثلاثه اعدام، هتيجي تقول له مصالحه؟ ما قالش مصالحه الراجل خالص، هو رافض المصالحه. ايوه هو بيقول نعمل فاهم. ضغط عشان تقعد النظام ده مع مصالحه. تمام. انت رافض كلامه في ايه بقى؟ الضغط هيجي ازاي اصلا وهو ما فيش قوه تضغط بيها اصلا؟ ما فيش قوه تضغط. تمام. طيب وكلام الاستاذ، لحظه بس، لحظه وكلام الاستاذ ياسر الغرباوي مش منطقي في ايه؟ او مش واقعي؟ هو جماعه الكلام اكاديمي بيتقال في كل البرامج كل يوم وبنسمعه على طول، انما على ارض الواقع ما بنلاقيش. طب انت ايه الحل من وجهه نظرك؟ خليني طيب اجاوب كلام. طب ماشي. طب بس اساله الاول، الحل من وجهه نظرك كده قبل اي حاجه وقبل اي مصالحه، الشرط الاول اللي يتحط حق الشهره والمعتقلين، بعد كده يبقى فيه مصالحه وبعد كده. طب ما ده الاستاذ ياسر، الاستاذ منتصر الزيات. اتفضل يا فندم. اتفضل. اولا فكره النظري والعملي أزيتهم يعني سهلة. القرآن الكريم كتاب، القرآن الكريم كتاب نظري، يعني حبينا نقول إنه كل حاجة نظري. القرآن الكريم لا يعمل إلا في يد البشر، فهو كلام صحيح. نظري. لكن تعال أديك النموذج شوفه بعينك. المصالحة التي صنعها الغنوشي في حزب النهضة مع السبسي اللي هو حزب الدستوري بن علي، هو الذي مكن الآن لجنة العدالة والمساواة والإنصاف في تونس الآن أن يأتي القلال هذا الجلاد يطلب العفو من راشد الغنوشي. لا تمام اوكي، انا بتكلم على المبدا ان كان يمكن الغنوش يقول لك لا انا رقبتي في ده الشرعيه الدستوريه بتاع الثوره التونسيه. الغنوش اخذ قرارا تاريخيا، هو اخذ قرارا تاريخيا وانحاز للمستقبل. ما نتكلم فيه الان يعني وجهه النظر الاساتذه اقدرها، لكنها لم تعطيني لا بلح لا بلح الشام ولا حلو اليمن ولا علم يعني ولا علم اليمن. لا ما فيش ضغط، العكس، وما فيش استسلام يعني ايا كان. العكس. اليابان هزمت، عرض على الطاولة اليابانية كان يمكن استمر اليابان في الحرب مقابل ان تخسر 100 مليون ياباني، قال لك لا مش هنكمل في الحرب، اعلنوا الهزيمة وحصل تحول تاريخي. يا اخي الانبياء اعلنوا الهزيمة، مش ليس خطأ ده مستقبل. سيدنا نوح قال رب اني مغلوب، سيدنا موسى قال ففرض منكم لما خفتكم، يعني وارد ان نتحلى بالواقعية السياسية، ليس كلاما. حقن الدماء، وقف النزيف، انا اراه مكسبا كبيرا جدا. البوسنة مرت بهذه التجربة، الجزائر مرت بهذه التجربة، كل هذه الامور. تمام. عاوزين نكمل في الخطابة ممكن. تمام. عند حضرتك تفضل. انا بس الجزء بتاع الواقعية ده المفروض تجاوب على الاستاذ ده. لا انا طول عمري يعني في 2011 كنت بقول زي كده، بس انا دلوقتي محتاج الجانب النظري ده. انا قريت تجارب، ايه اللي حصل في التجارب؟ بيقول لحضرتك ان الغالب التجارب ما بتنجحش. التحول الديمقراطي نسبه من 30 ل 34. ده بقى لما انا بدات اقرا الكلام النظري عشان افهم. انا دلوقتي في ازمه وعايز اقرا عشان افهم، ما انا عايز اوصل لحل. فالجانب النظري ده بيقول لي ان من 30 ل 34% من الدول اللي بتاخد تجارب تحول ديمقراطي هي اللي بتنجح. عشان كده خطوره ان احنا نقرا الجانب النظري. الناس القليلين اللي بينجحوا ليه؟ تلت من 30 ل 34% هو اللي بينجحوا والباقي ما بينجحش. احنا دلوقتي مش ناجحين، فانا عايز اقرا اللي بينجح ده بينجح ليه. تمام. الجانب الثاني هو الجانب الواقعي. انا دلوقتي الثوره دي مش هي الاخوان بس، وفي 3/7 كان في ناس كتيره جدا مع السيسي مش من الاخوان. السؤال بقى انا بسال هنا،
كان ممكن يتعمل مصالحة من غير الإخوان، وكان ممكن يتعمل تحول ديمقراطي محدود من غير الإخوان ومن غير الدكتور مرسي، وكان ممكن يحصل تحسين في النظام، وكان ممكن يفضل اللي في السجن معتقلين الإخوان بس. اللي حصل إن اللي وقف حتى مع الانقلاب واللي تفهم معاه واللي أخذ موقف ولا انقلاب ولا إخوان واللي اشتغل سياسة في النص ما حصلش، كله تأمن. اللي وقف مع النظام خد شلوط، واللي وقف مع اللي ضد النظام خد شلوط، واللي وقف في النص خد شلوط. فالسؤال الحل دلوقتي ايه؟ هل في حد غير اللي عايز يسور، الراجل اللي هو دلوقتي عنده حق جوه السجن يعمل ايه؟ هل معروض حد جنبه زميله؟ انا بقول لحضرتك فيه 100 واحد من حوالي 3 شهور تم تقديم لهم استمارة مصالحة او توبة بالمعنى الاصح، ويطلع مضى الاستمارة 100 واحد وبعدين ما طلعش. انا بقول لحضرتك ياسر فتحي اهو، انا لو في اي حد يطلع واحد، لو انا اقدر اسلم نفسي، انا بقول بمنتهى الصراحة ايا كان الحل ايه، هو لو انا اقدر اسلم نفسي واطلع واحد مش هتأخر، فانا مش قدامي حل ورفضه. بس انت معكش مايك، اديه المايك، اديه المايك دي واحدة بس، بس سريعا عشان الوقت، بس عشان نخش لحاجة جزء تالت. اتفضل. المصالحة اللي كانت جت داخل السجون وفعلا كانت ناس هتخرج باللفظ كده، جت كنا احنا جوه وسامعين كده، الاحكام الجنائيه مش هتخرج اللي هي بتنسب. لا 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 لا، انت كنت معتقل قد ايه؟ لسه في شهر 6. وقعدت وقت قد ايه؟ في 2015 4 شهور، وفي 2016 3 شهور. وانت جوه الثلاث شهور كنت في معتقل ايه؟ في المنصوره. في المنصوره. كنت بتسمع عن برامج زي كان جاي من العقرب مترحله. فسمعنا منها ان فعلا في يعني مصالحات اتقدمت، بس جميع الاحكام الجنح هي اللي هتخرج، او التحقيقات لسه هتخرج، انما الاحكام الجنائيه اللي هي بتمثل 85% اصلا من المعتقلين من مش خارجيه، اللي هي الاحكام الملفقه في الدم. كان بقى كلامك للاستاذ ياسر ايه بقى؟ الاستاذ ياسر بيقول ان لو في امل بس ان واحد يخرج ماشي موافق، بس حضرتك انت لو الواحد ده خرج انت كده بتدوس على حق 85% اللي هم موجودين. طيب في المعتقل. طيب ده اللي انا بقوله عليه. طب ما ده اللي بيقوله انت ما فهمتوش. طيب يبدو ان كلمه احد المشاركين استفزت ضيوفنا الكرام، مما جعل كلا من الأستاذين ياسر الغرباوي وياسر فتحي يردان بما يناسب الموقف. كنت منفعل عشان كان في سؤالين، كان في أول سؤال لما جينا قلنا عايزين نرجع حق الشهداء، فرق قال لك في شهداء من 25 يناير ولا عايش حق الشهداء اللي بعد 25 يناير ولا عايز حق الشهداء اللي من وقت قريب. هو الشهداء بتفرق؟ ما هو ده شهيد وده شهيد وده شهيد، أنا عايز حق كل دول. هو أنت جبت لي حق حاجة؟ ما جبتليش حق ولا واحد فيهم. بس لما اتكلمت في الاستوديو اتفاجئوا من السؤال، ان هو فعلا الكلام بيبقى كلام قدام كاميرا، انما كلام واقع، وان في فعلا ناس تتكلم في مصالحه وكلام من ده مفيش. ما هو ده فعلا. ولذلك رد الاستاذ ياسر عليه هايل، قال له طب ما القران نص نظري، يعني الناس يا عيني حافظه مقطوعات كده جمله الكلام ده في الكتب، يعني وهي الكتب عيب، يعني وهي الكتب الثقافه دي والحاجات دي ما هي اللي عملت الثقافه في المجتمع. فهو فعلا يعني مصطلح، والله برافو ان خدت بالك يعني او لفت نظرك، انه الناس فاكره ان كلام الكتب سخيف اباحه مش واقعي. طيب سؤال هنا اخر، هناخد اخر واحد هنا عشان بس في جزء ثالث وهناخد كلكم في جزء ثالث. اتفضل يا فندم. استاذ ياسر والدكتور احمد عبد العزيز، كنت عايز اسالهم سؤال. وحضراتكم من اللي انا فهمته الموافقين على المصالحه بس بشروط، شروط او ضغوط معينه على النظام، تمام كده؟ لا مش تمام. امال ايه؟ انا اصلا رافض طرح الموضوع من الاصل. هو الدكتور احمد عبد العزيز، يعني حضرتك مش موافق على المصالحه؟ مش انا بقول لك رافض طرح الموضوع من الاصل. طيب ماشي. لان احنا هنقعد نتكلم ونهرف الكلام، وبعدين في الاخر كل ده ادراج الرياح، وفي الاخر تبقى تسجلت مواقف، خلي بالك يعني في الاخر هتتسجل المواقف والنتيجه صفر. انا اسف انا طبعا. لا استطيع ان اقبل بكلام من هذا النوع. طيب حضرتك انا ممكن اسالك سؤال؟ فضل. حضرتك انت مش موافق على المصالحه، طب ليه ما ناخدهاش عن طريق حبيبي؟ ماشي، انت مش انت حضرتك رافض الموضوع تماما. الموضوع يا دكتور احمد انتهى، رافضه من ماشي هكمل خلص. سؤال حضرتك مش طب ليه ما تقولش شوف يا حبيبي، مش موافق على طرح الموضوع للنقاش. بيقول لك مش موافق حضرتك، مش ان الاسباب الموضوعيه للنقاش مش موجوده. تمام، شكرا يا دكتور. السؤال ورا بقى، اخر سؤال. أيوة بس تمام. ماشي يا استاذنا، بس انا كنت عايز استفسر عشان استاذ مين يا فندم؟ ماشي، لا قال مع المصالحه استاذ منتصر، استاذ ياسر. استاذ منتصر واستاذ ياسر. تمام، هو حضرتك بتقول ان انت عايز تعمل مصالحه مع النظام، طب وبعد كده هتم القصاص. طب انا عايز اقول لحضرتك ان النظام كله اساسا مدان، يعني احنا ما عندناش سبب ان في انشقاق، ان في ناس مش مدانه، لا ده كله مدان وكله مشارك وكله عارف كده. تمام. تاني حاجه انا عايز ان حضرتك تضمن لي ان
أهالي الدم، أهالي الشهداء، وأهالي المعتقلين والمعتقلين ذات نفسهم إن هم يكونوا راضين بالمصالحة. وكمان يعني كل واحد ليه حاجة يعني خاصة بيه صقر لازم ياخده. ده غير كمان إن في شباب يعني برضو يعني حتى لو أهل الشهداء راضوا هم برضو عندهم من جوه حمية إن هم لازم إن هم ياخدوا بالحق ده. تمام. ثالث حاجة، أنت ما عندكش قوة أساسا، فحضرتك بتقول إن أنت تصنع قوة. طب ليه ما فكرناش أساسا من الأول إن إحنا نصنع قوة؟ جايين لحد دلوقتي لحد لما بقى عندنا شهداء بالآلاف وعندنا معتقلين بالآلاف وعندنا انشقاق جوه جماعة. لا، ده مش انشقاق جوه جماعة كمان، ده انشقاق كمان جوه الشعب. يعني نشوف الجماعة وبعد كده نشوف الشعب وبعد كده نفكر لما نمتلك القوة يبقى إن إحنا نعمل مصالحة. لأن إحنا ولا في ضغط، هو اللي بيضغط، هو اللي بيقول الشروط، ما عندكش أي شرط تقدر تحطه. تمام، وصلت رسالتك. اتفضل يا استاذ ياسر. يعني ما تفضلت بي انا شخصيا عن نفسي اكتب في هذا الكلام منذ العام 2007. كانت رؤيتي ان الابطال لا تبنى بمصراع صفري. افتراضك الان ان الطرف الثاني وكامل الزحمه الطرف الثاني مجرم كامل الاجرام وعميل كامل العماله ليس صحيحا. الجيش المصري فيه شرفاء وفي اوكي اوكي فين ليه اوكي 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 انا ما ادعو الى ان تهيئ الفرصه كتنبت هذه الظهور. انا اراهن ان كل كيانات القضاء المصري ما هيئناهاش اساسا برضو من الاول. يعني نعم. ليه استنينا احنا نخسر؟ ليه خسرنا بالكميه دي؟ ما كنا نهيئ الموضوع ده من الاول. خسرنا بالكميه دي لان لان العقل السياسي للثوره كان ضامرا. كل الناس كتبت وفكرين وكتب قالوا كتب. انت الان وقعت في المشكله مش انا اللي صنعتها. انا لم اصنع هذه المشكله، انا لم اقتل اولئك الشهداء. استاذنا دلوقتي احنا وصلنا لوضع ان جماعه الاخوان زي ما الاستاذ احمد قال ان الجماعه منشقه لجزئين. انهي جزء اللي هيعمل المصالحه؟ معلش انا ما دام دلوقتي ظبط الجماعه اللي هي اساسا عايزين يعملوا مصالحه، ظبط الجماعه وخلوهم كلهم يتكاتف في راي واحد وبعد كده اطرح المصالحه. لكن دلوقتي اصلا الجماعه اللي هي عايز تطرح المصالحه منشقه لجزئين، انهي جزء اللي هيعمل المصالحه؟ واذا الجزء دوت وافق على المصالحه، ايه الوضع مع الجزء الثاني؟ هل الجزء الثاني هيسكت؟ لا. وايه التعامل، ايه الناس يعني النظام هيبقى هيتعامل معهم ازاي؟ لا نتحدث عن مصالحة بين الإخوان المسلمين والنظام، نتحدث عن مصالحة وطنية شاملة في مصر. مين اللي عمل؟ ليه ما قلتلناش؟ مش احنا اصحاب القرار. احنا دلوقتي بنتقدم في الوقت اللي انفرط فيه العقد واللي ساحت فيه الدماء واللي شاعت فيه الفوضى واللي كثرت فيه التفجيرات. حضرتك استاذ ياسر لما اتكلم بيراهن لسه على الجيش اللي قيادات الاخوان رهنت عليه قبل كده وما نجحش. احنا بنراهن على حاجه منظومه فاشله من اساسها. هي فين المنظومه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ بعد الدماء اللي سالت في رابعه والدماء اللي سالت في النهضه، حضرتك جاي تاني تراهن على قيادات جيش؟ حضرتك جاي تاني بعد كل الدماء اللي راحت واللي هدرت بتقول لي تعالى نقعد على طاوله مفاوضات؟ اقعد ازاي على طاوله مفاوضات وانا ما عنديش قوه تحميني تجعلني افرض شروطي؟ يعني انت مع الاستاذ ياسر فتحي؟ اه. طيب حضرتك سريعا اتفضل. استاذ منتصر لو سمحت. نعم. هو بس كان في سؤال حضرتك لسه قايل دلوقتي ان مش الاخوان بس. طب هو فين بقيه الشعب؟ حضرتك ايا كان مين ممثل الاخوان، هم دول بس طالعين على الساحه. صح فعلا. مين ممثل الشعب؟ دي اول حاجه. معلش هكمل اخر نقطه لان الوقت. تاني حاجه، احنا كلنا مسلمين واكيد كلنا سمعنا عن صلح الحديبيه. اعتقد ان مش هنتكلم على التفاصيل بس ما حدش اتكلم عليه خالص. الرسول لما شك انه سيدنا عثمان رضي الله عنه ان هو قالوا الخبر قتله، كل مع 1300 او 1200 اللي كانوا مع الرسول بيعوه على الموت، هم كانوا رايحين يعتمروا. فاحنا بنتكلم ان في الاف دلوقتي ومش هنجيب اسمائهم ولا الاعدامات ولا كل الكلام ده، مش هنذكره، بس هنذكر ان مفيش حاجه اسمها مصالحه مع هزيمه. دي لا تسمى مصالحه. شكرا. دي يعني رايك زي راي زميلك اللي فوق. تمام. ادي المايك للاستاذ كده اتفضل. اولا انا احب اقول انني كنت مقتنع جدا بالمصالحه. انت منين؟ من الصعيد اصلا؟ انا مش شرقية. ومالك بتكلم كده بلهجة غريبة؟ أزهري. ما احنا عارفين لهجة الشرقوى يا راجل. أزهري. اتكلم كده. انا مش عارف لك مين، لا من المنيا ولا من سوهاج ولا حتى اللغة دي شرق ولا اللهجة دي شرقوية. طيب اتفضل كده اتكلم. كنت مقتنع جدا بالمصالحة في الوضع الحالي، لكن الأستاذ ياسر والأستاذ أحمد فعلا أقنعوني إن المصالحة مش تنفع دلوقتي. أنت كنت مقتنع ورجعت في كلامك؟ ورجعت في كلامك. أنت منين؟ من الشرقية؟ من أبو حماد. أبو حماد. بتوع أبو حماد ما بيقفوش الموقف للآخر كده يعني؟ لا، لأن أنا اقتنعت. أنا بتكلم على المصلحة مش بتكلم على أنني أنصر فكري أو رأيي. ما شاء الله. يعني أنت كنت مقتنع لحد ما الدكتور أحمد والأستاذ ياسر اتكلموا ورجعت في كلامك. نعم. لحد إمتى؟ من أول فين كنت مقتنع لحد النهاردة؟ حتى التسجيل اللي فوق. لا، من أول إمتى؟ من أول إمتى كنت مقتنع؟ من أول من بدري يعني؟ من كم شهر يعني؟ من يمكن 3 أشهر كده.
من 3 شهور وغيرت وجهة نظرك بالكامل دلوقت؟ لا، لكن أحب أسأل الأستاذ منتصر سؤال عشان أصحابك دول، دول من جنبك من هيه يا بقى والزجازيج والحاجات دي. أحد المشاركين كان يتبنى فكرة المصالحة قبل الحلقة، ولكن بعدما سمع أطروحات ضيوف حلقة اليوم غير رأيه أثناء الحلقة، مما يعني أننا بدأنا نصل إلى فكرة التأثير من خلال الحوار. فما هو السبب الذي جعله يغير رأيه؟ أنا قبل ما أدخل القاعة كان من وجهة نظري أن المعتقلين بيلقوا نوع من التعذيب، بيلقوا نوع من الضغط النفسي والضغط البدني. غير رأيه، اقتنع بوجهة جديدة، بوجهة نظر جديدة. اقتنع بالرأي الصحيح، يعني هو كان عنده رأي مش صحيح واقتنع به. ضيوف أثر في رأيك، يعني بعد كلام مين أنت تأثرت وغيرت رأيك؟ الأستاذ ياسر فتحي. لعل كان عنده شيء خطأ في وجهة النظر أو في الترتيب أو في الفكر، وجي حد من الأساتذة وضحها له، اللي هو كان أستاذ ياسر فتحي أو الدكتور أحمد عبد العزيز. أولا أنا أقدم مصلحة الوطن على انتصار رأيي، هذا شيء، نقدم مصلحة الوطن على الانتصار للرأي والانتصار للذات. الشاب بتاع أبو حماد ده غريب جدا، أولا شكله سامح جدا، ثانيا أنا ظني فيه خاب لأنه كنت معتقنه من المنيا، وهو بيتكلم لهجة غريبة كده جدا ما بين المنيا وسوهاج والحاجات دي. فلما قال لي انه من ابو حماد اهدع، انت بلكش شكله مش شرقاوي خالص يعني، اضافة ان هو بريء كده حتى وبيقول حاجة، وبعدين نحته للالفاظ حلو، يتكلم كده تحس انه اللفظ طالع واخد حقه من بقه كده. فلما قال انا كنت مع وبقيت ضد، او كنت ضد وبقيت معه، حسيت انه لا ده انت ضايع مني يعني كنت فاكرك من مني طلعت ابو حماد، وكنت فاكرك كذا، وانت بتعترف انك انت بقيت كذا، من 3 شهور كان كذا ودلوقتي بقى كذا. فبدات احس انه ده ممكن يحل لي ازمه التشنج اللي في القاعه. يعني لو خدت بالك هتلاقي كان في تشنج في القاعه قوي، كان في شاب عامل مشكله كده وبيتشنج قوي، وكانت القاعه بدات تتكلس كده. فده حسيت انه فرصه ان انا اكسر شويه تشنج. اتفضل، عايز اسال استاذ ياسر، اتفضل. انت حضرتك دلوقتي جيت تتكلم مع بعض الفصائل الثوريه عن المصالحه، هل حضرتك تكلمت مع النظام او حاولت تتكلم مع النظام عن المصالحه؟ انا جيت بدعوه من هذا البرنامج علشان اتكلم عن المصالحه، انا ما جيتش عشان افتح. انت متبني فكره المصالحه اصلا؟ انا مش متبنيها، لكن انا موجود في مصر، انا موجود وسط الناس. انا الاسبوع اللي فات مثلا، كنت في محكمة في الإسماعيلية فيها 82 شاب زي حضرتك كده، وأنا بتطلب من القاضي، وأنا وزمايلي عيد الدفاع التأجيل بنزق ال 82 اللي في القفص، أو لا تسمعش كلامهم، احنا عايزين نخرج ساعه القاضي، استمر ما تسمعش كلام المحامين. ده واقع انت مش حاسه، ده واقع جوه السجون. شباب كلهم يتراوح اعمارهم ما بين 16 و 20 سنه، كلهم تيار اسلامي يا استاذ منتصر. كلهم تيار اسلامي. طيب خلينا نتوقف عند الجزء ده من الحلقه دي. خلينا نسال الاستاذ دكتور احمد، حضرتك شرحت وجهه نظرك بالكامل. استاذ ياسر، حضرتك شرحت وجهه نظرك بالكامل. اذا احنا وصلنا كده لاخر الفقره دي، عشان نبدا الفقره الثالثه. والفقره الثالثه الحقيقه مهمه قوي، ما هي السيناريوهات يا استاذ احمد، سيناريوهات المستقبل للوضع المصري، وكيف نوقف نزيف هذا الوطن؟ ده اللي هنسأله في الجزء الثالث، ولكن بعد الفاصل. برحب مرة تانية بضيوف الحلقة، وبرحب بجمهور في الاستوديو هنا، وبرحب بحضراتكم، ونبدأ الجزء الثالث والأخير من حلقة اللادي. وسؤال الجزء ده هو: ما هي سيناريوهات المستقبل للوضع المصري، وكيف نوقف نزيف الوطن؟ ما هي سيناريوهات المستقبل للوضع المصري، وكيف نوقف نزيف الوطن؟ خلينا نشوف انفوجراف كده عن السيناريوهات اللي ممكن تحصل دلوقتي، نشوفه مع بعض كده كلنا يا شباب،
عشان انتوا كمان مهم رأيكم قوي. نشوف انفوجراف عن السيناريوهات اللي ممكن تكون مطروحة. سيناريوهات صراع الإخوان مع النظام التي طرحها معهد كارنجي. السيناريو الأول: أن يظل النظام المصري مصرا على هدفه بالقضاء على الإخوان. السيناريو الثاني: توليد أكبر لدعم شعبي من خلال الاحتجاجات المستمرة تنتهي بانتصار الإخوان وعودتهم للحياة السياسية. السيناريو الثالث: أن يتفاوض الإخوان مع النظام للعودة إلى صيغة سياسية شبيهة بعهد مبارك، وهو ما تميل إليه الدراسة. السيناريو الرابع: انقسام الإخوان إلى أصحاب الرؤى الناعمة في المواجهة مع النظام وأصحاب الرؤية الخشنة للمواجهة. السيناريو الخامس: الاعتراف بفشل الاحتجاجات الحالية والانسحاب من النشاط السياسي. ده كان انفوجراف عن مجموعة السيناريوهات. خلينا ناخد رأي الدكتور أحمد. دكتور أحمد، رأي حضرتك في السيناريوهات المطروحة دي؟ هل في سيناريو زيادة؟ هل في سيناريو مش منطقي؟ يعني باعتبرنا كلها دي المطروحة يعني. لا، هو الحقيقة أنا بس في قضية شكلية هنا، ويجب أن احنا ناخد بالنا منهم وما نكررهاش تاني. احنا بقولك حكم الإخوان، هذه مغالطة كبيرة. الإخوان لم يحكموا مصر. تمام، خلاص. في حاجة اسمها حزب الحرية والعدالة، رشح مرشح، وهذا مرشح وصل إلى سدة الحكم، خلاص. فالإخوان ما حكموش. رقم واحد. رقم اثنين، هل الإخوان الوزراء الإخوان كانوا مشكلين مثلا أغلبية في الوزارة بتاع الدكتور هشام أمير، محافظين وإلى آخره، محافظين وغيره يعني أنا ما اتفق مع حضرتك. لا، فدي نقطة مهمة جدا. أصل هو ده الموضوع، ده يعني بيتكرر كتير، ويجب أن خصوصا الإعلاميين والمعدين يعني يتوقفوا عنه. تمام، خلاص. الرئيس مرسي كان يحكم سواء ممكن أو لم يمكن، دي قضية أخرى. الإخوان لم يحكم، حزب الحرية والعدالة، والإخوان لم يمارسوا الحكم. تمام يا فندم، وصلت. خلاص. استاذ منتصر، تعليق حضرتك على السيناريوهات المطروحه، وهل في سيناريو فيهم؟ لا، احنا خلينا اقول احنا محتاجين ايه عشان نقدر نوصل للمرحله دي. اي مرحله فيهم؟ ده مجموعه سيناريوهات مختلفين عن بعض. ما هو يعني انت محتاج، انا محتاج الاول اغيب الخطاب الاقصائي المعادي لكل طرف ضد الطرف الاخر. يا جماعة، مين مأيد الفكرة دي؟ نغيب الخطاب الإقصائي المعادي من كل طرف نحو الطرف الآخر. مين مأيد الفكرة دي؟ برضو قلة، أقلية. برضو أقلية. طيب تفضل يا فندم. انت محتاجين يعني محتاجين نعمل لقاءات مفتوحة لإجراء حوار مجتمعي حول المصالحة. أنا صوتي مخنوق، أنا التيار الإسلامي في غبش عليا في الشارع دلوقتي. ممكن تقول لي الدبابة اللي قاعدة هي اللي عاملة الغبش؟ لا، برضو إلى حد طبعا أكيد انسداد قنوات التفاهم عامل من العوامل، لكن الغبش على التيار الإسلامي حقيقي وموجود، وطبعا آلية الإعلام مؤثرة في ده في ضوء غيابك أنت لاختراق هذا الحصار. علشان كده عاوزين نفتح أدوات تفاهم مجتمعي. تمام. دكتور أستاذ ياسر، حضرتك عندك أي اعتراض على السيناريوهات دي؟ وهل هي منطقية فعلا؟ هذه السيناريوهات منطقية ورحيمة وتبدو لطيفة. المستقبل إذا ظل العقل الصفري لا يعرف ماذا يريد ولا أين هو ذاهب، نحن ربما ننفتح على حرب أهلية حقيقية. طب معلش، سؤال لنا احنا الأربعة بقى، احنا الأربعة قاعدين، لما احنا أصلا احنا الأربعة في الاستوديو ده كده في الخانة دي مختلفين تماما مع بعض، ازاي بندعو المجتمع للتصالح واحنا أصلا الأربعة برغم كل تقديرنا واحترامنا لبعض مختلفين يا جماعة؟ يعني أعتقد الدكتور أحمد مختلف مع طرح حضرتك، والأستاذ ياسر مختلف مع طرح الأستاذ منتصر. المصالحة والحوار لا تنفي الخلاف، احنا يعني مش مطلوب الخلاف نلغيه. يعني المشكلة مش ان احنا مختلفين، المشكلة ان احنا نبقى فعالين. لو في تعدد اراء وتعدد مشاريع، يعني ناس عندها اكثر من مشروع بس فعالة، مش مشروع كلامي كمان، مش فعالين يعني، مش مشروع كلامي. يعني هفترض ان فيها ناس عندها مشروع فعلا للمصالحة واليات للمصالحة تجبر النظام على التفاوض مثلا، يعني المشروع ده لازم يكون مشروع عملي على الارض. صح، يعني والناس اللي عندها ثوره نفس الموضوع يا استاذ محمد، مش مشكله تنوع يعني النقطه يعني الاخوان لم يحكموا ليس صحيحا. الشعب المصري صوت الاخوان المسلمين في 5 استحقاقات انتخابيه كامله،
أغلبية برلمانية، أغلبية دستورية. أنا أعتقد، أنا أعتقد حكموا يعني من 2011 من خلينا بس أكمل فكرة، أكمل حوار مفتوح بقى، ده حوار مفتوح، اتفضل، ده حوار مفتوح. 2011 من 2011 أتيحت الإخوان في 5 تحقيقات انتخابية أن يصوتوا إلى أن يحصلوا على تصويت كامل في المرك. قالوا مشاركة لا مغالبة، ثم ظهرت المغالبة، برلمان ودستور. متفق طبعا، برلمان. انت مختلف مع الدكتور احمد يعني حكاية. برلمان. انا فاهم الدكتور احمد يقصد ايه، لكن التوصيف السياسي يعني هو كده يعني برلمان في الاخر التوصيف السياسي. انا كسبت الشعب فوضني واداني انتخابات ولجنة دستورية عليا في الاخر. انا يعني وجزء مما وصلنا فيه الان اطراف كثيرة مسؤولة فيه، لكن انا كباحث احمل الاخوان المسلمين العبء الاكبر فيما حدث، وبالتالي احملهم العبء الاكبر فنخرج من مواقع. جماعة الإسلامية أخذت مبادرة رائدة بعيد عن النظام من طرف واحد، وقفوا الدماء على الرغم من أن كان في أجزاء من النظام الأمني ضد مبادرة الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية الآن نجت، والأستاذ منتصر أعتقد تجربته المفروض أن يكتبها وينشرها، كانت طرف مبادرة قلبت المشهد السياسي. هي فشلت المبادرة دي يا أستاذ منتصر اللي بتاعت الجماعة الإسلامية؟ فشلت؟ لا ما فشلتش. امال ليه ساكت حضرتك؟ ليه ساكت وسكت كده خالص؟ بيتكلموا على حاجه ناجحه. بيتكلم اهو، وحضرتك كنت مبادر فيها جدا، هو فعلا وليك دور ليها فيها رائع. علشان كده انا مش منزعج من الاراء اللي بسمعها. انا ادرك متعودين اننا سننتصر. ده الراي، ده راي ناس يعني مؤدبين وناس بيناقشوا حوار. احنا اتسلخنا وسلخ جلدي واستبيح عرضي، وفي النهايه وصلنا للنتيجه. لما تقول للاستاذ ياسر الكلام ده ما تقوليش انا، ولا تقول للجمهور. كلامه محترم وتحفظاته موضوعيه. بس ضدك خالص ومال وليكن، عشان نصل الى شوف يعني بالنسبه للاخ ياسر وبيتكلم على اخطاء الاخوان. نعم الاخوان اخطاوا، الاخوان اخطاوا اخطاء جسيمه ويجب ان يحاسبوا عليها، واللي يحاسبهم عليها مش الانقلاب، الشعب. الشعب يجب ان يحاسب. عاوزهم يكونوا رافعه بس يعني يساعدونا في الخروج من الأزمة. لا لا لا، شوف حضرتك، يعني فعلا هناك اخطاء جسيمه يجب ان يحاسبوا عليها. انا اتكلم هنا على القيادات تحديدا، القيادات التي ادارت واسست الاخوان والمشهد يجب ان يخضعوا للمحاسبه. حلو، نيجي بقى لحضراتكم، لراي حضراتكم تناقشوا الاساتذه الضيوف هنا، والفقره مفتوحه. نبدا بالاستاذ فوق، احنا بدانا بيك، حد تاني؟ لا بس نغير الوجوه، في حد تاني عنده؟ اتفضل يا فندم. لا بحيي ضيوفنا الكرام والسادة الضيوف الرقم 5 يعني، والأستاذ محمد نصر. أنا لي سؤالين. إحنا في إحنا دلوقتي ما هي السيناريوهات المستقبل لخروج مصر من الوضع؟ ولا سيناريو من هذا يصلح في رأيي يعني الشخص يعني. لكن لي سؤالين. سؤال للأستاذ منتصر، وأشكره على جهوده الكبيرة في مبادرة الجماعة الإسلامية وغيره، وأتمنى أن ينجح في مبادرة الصلح هذه. والأستاذ ياسر ولا حضرتك أيضا يعني. سؤالي أنا؟ نعم. يخطئ من يظن أن الصراع القائم الآن في مصر بين الإخوان والنظام العسكري، إنما هو بين حق الشعب والقوة الثورية والانقلاب العسكري. أتمنى كما واحد قال لك صح. دكتور أحمد عبد العزيز، في واحد قال صح طبعا، انا سمعت الحا بس لا، لان تاريخ الاخوان. مين اللي كان بيتأوه بالصح دلوقتي؟ خلفي يعني، لا ادري من هو. لا يا الصوت وصلني كده من هناك على فكره. هذه العباره قالها صلاح الدين في احدى تمام كتاباته التاريخيه. وبالتالي النظام الانقلابي العسكري الذي رفض المسار الديمقراطي، والذي سبب في ان تكون مصر راسبه ديمقراطيه بنسبه 100%. طب انت ضد تمام ضد المصالحه، واضح يعني. يعني حضرتك ضد المصالحه. وبالتالي انا اسال الاستاذ منتصر الذي قال يهمني الوطن، الحريه اهم ام الوطن؟ ده سؤال حلو جدا. مصر ليست وطن الان، بس مصر ولايه يهوديه. سلام يا سلام. مصر ولايه يهوديه تباع عرضها وعرضها لليهود بقياده هذا الخسيس الموجود. الحريه اي وطن تدافع عنه؟ ورسولنا قال من يأويني حتى أدافع وأبلغ رسالة ربي. الحرية هي أهم من الوطن. طب ده رأيك أنت، لكن اسمع رأي أستاذ منتصر، الحرية ولا الوطن؟ هو في الوطن تستطيع أن تمارس الحرية ولو بعد حين. لا 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 الإجابة دي أنا عارفها، لا عدت عليا. إنما أنا عدت أنا من لسه اسمعني بقى دلوقتي. لا اسمعني، السؤال واضح جدا. لا اسمعني، الحرية ولا الوطن؟ لا اسمعني، مش حمزة بيقول اسمعني. لا
دلوقتي. طب خليني اسال الاستاذ هسال الاستاذ منتصر وهو استاذ في الفقه يعني. الشريعه ام الشريعه مقدمه على الحريه والحريه مقدمه على الشريعه؟ سؤال غلط. سؤال غلط. اذا كان اذا كان ائمه اسلاميين قالوا الحريه مقدمه على الشريعه طبعا. منهم الدكتور قرضاوي. نعم الشريعه تعمل الا في الحريه. اذا السؤال بقى الاولى الحريه ام الوطن؟ ما تقوليش انت تستطيع ان تعيش يا استاذ محمد الحرية. انا لو انا من خارج الوطن استطيع ان اتكلم، استطيع ان اتنفس، استطيع ان اقول زي ما الاستاذ كده كلام غير مسؤول ممكن يقوله يصل الى الغير كلام غير مسؤول يعني. لكنني من داخل الوطن اتحدث كلاما مسؤولا. انت كده انا بقول من جوه الوطن اللي بقوله بره الوطن. طب انت ايه ولا الوطن يا فندم؟ انا عندي مشاكل جوه الوطن، انا عندي مشاكل كلامي محسوب لكن سؤال الاستاذ غير مسؤول الحرية أم الوطن؟ لا 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 مش الكلام، مش السؤال غير مسؤول، بعض التوصيفات التي قالها غير مسؤولة. هو صلح الموضوع. أنا أحترم الحرية أم الوطن يا أخي. خذ الإجابة الأول. الإجابة يا فندم الحرية أم الوطن؟ يا فندم حرية من غير وطن ماذا تساوي؟ حرية من غير وطن تعمل إيه؟ لاجئ. لاجئ هتبقى لاجئ يعني. ما خدناش حاجة يعني، ما خدناش حاجة. طيب لو سمحت يا أستاذ منتصر، المصالحة تفرض حلولا مستكرها. طرح أحد المشاركين سؤالا هاما على الأستاذ الزيات، الحرية أم الوطن؟ الأمر الذي جعل الزيات يجيب إجابة دبلوماسية مما أثار جدلا واسعا بين ضيوف حلقة اليوم. أنا ما زلت أقول الوطن. هذه ثنائية مرفوضة بالنسبة لي. مبدئيا انا شخصيا لا احب الثنائيات. مفيش وطن من غير حريه يعني، ما بيبقاش وطن. الوطن اللي بيقهرني وبيقتلني وبيعزلني ده يبقى الوطن هو الناس. انا بوسعي ان اكون خارج الوطن، بوسعي املك قراري ان انا اكون برا، لكن انا اخترت ان اكون من الداخل واخترت ان ابذل جهودي في الداخل. ده قياس خطا يعني. ازاي يكون في وطن من غير حريه ومن غير كرامه ومن غير عداله؟ امال يتبقى ايه؟ يعني الزميل اللي يعني قام خطيبا ويعني صعد الخطاب ان مصر ولا صهيونيه الى اخره يعني، اتفهم حالته يعني واحتقان، والله اعلم ظروف خروجه من مصر وتعرضه ربما الإزاء والتعذيب، فاعتقد يعني مقبول وليس غريبا يعني، ومن حق الناس ان تعبر. وايضا احد ادوات العلاج الذاكره الموتوره ان يعبر الناس عما تعرضوا له، فليس خطا. هل انا المفروض ان المصالحه ديت مش دلوقتي حضرتك بتقول الناس يعني هنحاسب اللي غلط؟ طيب دلوقتي احنا عندنا اكبر راس في البلد اللي هو السيسي، ماشي، كلنا نشهد ان هو قاتل وايده مليانه بدماء المصريين. ما تكلم الاستاذ ليه بتكلمه؟ ثواني بس، ثواني لحظه بس، ليه بتكلمه الاستاذ منتصر زيات؟ ما تكلمه الاستاذ ياسر. لا الكلام السؤال الاثنين، السؤال الاثنين ماشي يا عم، السؤال الاثنين. لا 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 بص يا استاذنا بعدين هروح بحاول يا استاذ دلوقتي. استاذ منتصر انا بحاول يعني، انا بحاول الحقيقه. هل دلوقتي؟ لا لا هل دلوقتي السيسي هيوافق على المصالحه ان هو يعدم؟ معلش انا دلوقتي كلنا خلاص نسال السؤال ونقفل. هل السيسي هيوافق انه يعدم؟ هل السيسي انه هيوافق السؤال ده؟ هل القضاء هيوافقوا ان هم يتحاكموا؟ شكرا. هل الجيش باكمله هيوافق ان هو يتحاكم؟ شكرا. السؤال ده لحظه، السؤال ده يا جماعه موجه للدكتور احمد عبد العزيز. لا 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 يعني السؤال موجه للاستاذ ياسر. اتفضل استاذ ياسر. هل هيقبل السيسي انه يتحاكم؟ هيقبل القضاء انهم يتحاكموا؟ هل هيقبل قيادات الجيش انها تتحاكم؟ اتفضل يا فندم. الزعيم بونيشيه زعيم تشيلي صنع في وطني ما لم يصنعه أحد في وطنه. يعني كان السجن مش زعبة ولا طورة، كان تفتح الاستادات للقتل الناس. الاختفاءات لا تقارن بما وقع في مصر. عندما قرر المجتمع والشعب والناس أن تأخذ قرارا أيضا في إطار المصالحة، أجبر على أن يكون شريدا ويحاكم. الحقيقة لا تموت وجرائم التعذيب تسقط بالتقاضي. تمام يا فندم. ولكن هيئ الجو يقبل المحاكمة. ولكن هيئ الجو أن ينفذ ويظهر صوت المجتمع. لكن يا أستاذ ياسر، أستاذ ياسر، لحظة، لكن يا أستاذ ياسر، كلمة المصالحة في حد ذاتها كلمة يقول بعض أنها قبلية وغير سياسية في الأصل، إلى أي مدى ده صحيح؟ لا مش احنا في الاصطلاح، مش هنتكلم على الاصطلاح هي كلمة حلال ولا جات ولا لم تأتي. احنا بنتكلم على بلاطة وقف النزيف والتقاط الأنفاس، فتح فضاء سياسي، ثم المجتمع يفضي ويقدم. انت ليه تتكلم عن نفسك ان السيسي انت عاوز تعدمه؟ خلي الشعب يقول رأيه بس. تحلش هو سؤال. هو لا انا عايز السؤال من هنا. انا عايز السؤال من هنا. اتفضل انت. انا اتظلم يا استاذ محمد نصر. اتفضل. انا اتظلم لسه. اتفضل
ما سمعش إجابة يا فندم. أنا مستمع سؤال. أنا مستمع سؤال. لا لا طب لحظة واحدة. اسأل سؤالك قصير جدا الله يخليك. حضرتك الشعب دلوقتي بينزل للشارع بيقول لك السؤال قصير. السيسي قاتل. السؤال قصير. دلوقتي حضرتك فين الإجابة على سؤالي؟ هل السيسي هو هيوافق إن هو يتعدم؟ هل القضاء هيوافق؟ هل القضاء هيوافق؟ هل الجيش هيتحاكم؟ بلاش أنت يا أستاذ منتصر. هل الجيش هيوافق إن هو يتحاكم؟ ماشي؟ دلوقتي حضرتك بتقول لي بتتكلم عن نفسك. شكراً. الشعب كله ندم. شكراً شكراً عشان يجاوب. اتفضل يا فندم. نعم. اتفضل. يعني أفضل مني ومنك وعجز أن يصنع شيئا في ظرف ما النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة. قتلت سمية وقتل عمار. لم يملك النبي في هذه اللحظة إلا أن يصمت حتى لا تقع مكة في حرب أهلية. خلاص اسمعني. اسمعوا الآخر. اسمع إجابة الأستاذ ياسر الآخر من فضلك. تفضل. قبل نتكلم عن موازين قوة، لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أن يقدم شيئا لأنصار يقتلون نساء ورجال إلا أن يصمت، ولم يقدم. كان النبي يعمل كده زي كده هجمة توكلنا على الله بسم الله الله أكبر شهداء بالملايين، لكن قرر رسوله وقائد بالمسؤولية السياسية ألا يقدم على هلاك جماعته وشعبه. ثم لما انتصر أيضا كان أرحم مني ومنك، قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن غير المعادلة. الآن لما تمتلك قوة الآن تكلم بها. أما تكلم عن فريق خسر لم يستمع للكلام، فريق حذروا الناس، قال يا جماعة أنا صاد الأسد، سيبوني أنا هجيب الأسد من ديله. دخل الإخوان الرئاسة ثم عادوا بعد عام يقول لك جبنا الاسد والاسد بيجري وراهم. يعني قالوا لي يا عم بلاش تدخل المعزل. سؤالك يا حمزه شكرا يا استاذ. سؤالك يا حمزه اتفضل. بعد اذنك حضرتك يا استاذ ياسر، بس بعد اذنك برضو حضرتك معلش انا اسف. حضرتك قلت ان الدوله هتقوم بالتبادلات التنازلات المتبادله. نعم. طب حضرتك دلوقتي تنازلت عن دماء شهداء واعمار معتقلين واعراض بنات، و الطرف الثاني هتنازل عن ايه؟ وحاجة تانية بس بعد إذن حضرتك، القوى الثورية بعد المصالحة دي توصل لإيه؟ يخليها تقدر توصل الدولة لتجربة ديمقراطية تانية أو كده. حمزة أنا سؤالك الأولاني، لحظة من فضلك، سؤالك الأولاني أنا فهمته. الطرف ده هيتنازل عن اغتصاب البنات والاعتقالات وإلى آخره. تمام. الطرف الثاني هيتنازل عن إيه؟ أستاذ ياسر ممكن ترد؟ أولاً أنا ليا مقال عودوا إليه بعنوان القصاص ليس حلاً. القصاص ليس حلاً. بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك ما اسمهاش مصالحة. أكمل. بعد إذن حضرتك. طيب. بعد إذن حضرتك. أكمل. ما اسمهاش مصالحة. كده مش تنازلات متبادلة. أستاذ بعد إذنك. بعد إذنك. إحنا دلوقتي ما فيش في إيدينا قوة. حتى بس انا عايز اقول لكم انتوا الاثنين ما عندكوش مايك، يعني صوتكم في الهواء. بعد اذن حضرتك. صوتكم بره. بعد اذن حضرتك. انتوا الاثنين ما عندكوش مايك. نكمل مع حمزه. اتفضل. التنازلات المتبادله دلوقتي ما فيش تنازلات متبادله، انت بس اللي بتتنازل. بعد هو انت سالته يا حمزه لسه ما اتكلمش. انا بقول لك طيب. اي التنازل يا فندم؟ اتفضل. انا بقول لك القصاص ليس حلا. فكره الدوام حتى النص القراني ولكم في قصاص حياتهم يا اولي الالباب ليس وجها واحدا. تمام حضرتك. بعد اذن حضرتك سيبه يسيبه يكمل. بعد اذنك حمزه. بعد اذنك اكمل ما اقول. انت المستفيد عندما تؤمن المستقبل. انت سنك كم سنه؟ 16. لو استمر هذا السيناريو لن تبلغ 20 الا وانت يعني خارج وطنك وتفقد كل شيء. لكن عندما تغل يد الظالم ان يستمر في ظلمه فهذا انتصار. ان تعود لجمعتك واجتهادك ومدرستك وبيتك وتعد من وضعك وتكتسب نقاط قوه. هو عايز يقول لك يا استاذ ياسر، عايز يقول لحضرتك انا هرجع عندي 20 سنه بس على حساب مين؟ سأربح المستقبل لك انت اولا وليس على حساب احد. على حساب ان يكون مستقبل امن لكل مصري ومصريه في غد افضل مما نحن عليه. تمام. بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك يا استاذ ياسر. دلوقتي ما اسمهاش مصالحه، دلوقتي اسمها اعتراف بالهزيمه، وانت بتطلب منه بس يرقف بيك ويطلع لك المعتقلين اللي جوه ويسيبك تعيش الناس اللي بره تخش. وماله تعترف؟ لحظه بقى. لحظه يا استاذ ياسر. وماله يا حمزه انه يعترف بالهزيمه؟ حرام. نعم. انت اللي اعترف. انت اعترف الهزيمه. تمام. وهتطلب منه الرافه انه يطلع لك الناس اللي جوه. مش مشكله. خلاص مش انت لحظه يا شباب. معلش انا اسف. حمزه كلمني انا. ايه المشكله انك تعترف بالهزيمه يا ابني؟ طب تمام معلش لو اعترفت بالهزيمه. قرب المايك بس يا معلش. ابني اتنزلت ومش مصالحه، مبدئيا نتفق ان هي ما اسمهاش مصالحه. ما هو الاستاذ ياسر فتحي طلب. انا عايز اقول لك ان احد الحلول تعترف بالهزيمه. علماء الاصول بيقولوا انه في احيان معينه يلزم فيها السير بسير الأضعف. يعني أنت مطالب شرعا أن تقبل بالحلول المستكرهة سيرا بسير الأضعف، مش تشبيح الصدر. مش دايما تشبيح الصدر. يعني أنا مش شايف أن هو بفتح صدر ولا حاجة. الرجل بيتكلم كلام منطقي يعني. بس تمام عشان بس مفيش مايك. خلينا ناخد أستاذ ياسر. هناخد المايك. هناخد السؤال من هنا. تفضل.
دلوقتي استاذ منتصر انت بتقول اهم حاجه. انا بس عايز اعرفك، عايز اعرف اسمك ايه؟ صهيب. صهيب انت منين يا صهيب؟ شرقي. سنك كام سنه؟ 17 سنه. 17 سنه. تمام. لحظه يا صلاح لو سمحت، لحظه. 17 سنه منين قلت لي؟ الشرقيه. برضو من ابو حماد؟ من ابو حماد. كان عندك راي ورجعت فيه؟ لا. يبقى مش انا ابو حماد. لا انا ابو حماد. على كل حال سؤالك لمين بقى يا استاذ صلاح؟ لا الاستاذ منتصر والاستاذ ياسر. اسال اتفضل. دلوقتي من شروط المصالحه القصاص للشهداء. طب القصاص دلوقتي هيبقى من السيسي والنظام. يعني انت دلوقتي هتروح تقول للسيسي انا عاوز اقتص منك، هل هو يعني بالعقل كده هل هو هيرضى بال ان انت تقتص منه؟ فهمتها يا استاذ ياسر؟ انت عايز تقتص الشهداء اللي قبل ثورة 25 يناير ولا الشهداء اللي بعد ثورة 25 يناير ولا الشهداء اللي بعد 30 يونيو ولا الشهداء اللي بعد 3 رجال المايك 7 عايز مين؟ كل الشهداء رجال المايك. لا ما انا عايز اوصل لفكرة. انا عاوز اوصل لفكرة. هل في فرق بين شهيد وشهيد؟ ما هو عايز تقول للسيسي انا عاوز اقتلك وهو يقول لك تعالى اقتلني. لا ما انا عايز اقول لك ان في شهداء اللي سقطوا وما اتخذش حقهم وقت ان كان هناك منع وقوة وكانت هناك دولة وكان هناك نظام، ما اتخذش حق الشهداء. شهداء مين تقصد؟ 25 الشهداء اللي قبل ثورة 25 يناير. منتصر واستاذ ياسر بعد اذنكم دلوقتي بس، هل انا في امكاني ان انا اروح لواحد البرلمان؟ أنا ضعيف. البرلمان، برلمان الثورة يا استاذ منتصر. ايه التدابير والتشريعات اللي طلعها علشان يقاوم الاستبداد والظلم؟ حضرتك تقصد برلمان 2012؟ ايوه. لم يمنع المحاكم العسكريه. برلمان لم يمنع المحاكم العسكريه. برلمان لم يرفع قضايا واحده ضد المعذبين والذين عذبوا الناس. استاذ ياسر، استاذ ياسر واستاذ منتصر، انا دلوقتي يعني كمثال انا شخص ضعيف، انا دلوقتي واضح ان انا ضعيف وحضرتك انا عايز اسال تمام. هل انا ينفع اجي اقول لك مصالحه اقول لك ان انا اتهزمت قدامك دي مصالحه؟ لحظه انا عايز اسالك سؤال بس. انت ايه اتكيت على الزر اتكلمت؟ عايز اسالك سؤال، انت منين؟ حته من في مصر؟ اعمل مايك. اسكندريه. اسكندريه. منين في اسكندريه؟ من اسكندريه. اوكي. سنك كام سنه؟ 20. مش ملاحظ يا استاذ احمد؟ يا استاذ 17 19 20. طيب ليه كلكم متجهين على الناحيه دي من المسرح؟ ليه مش هنا يا جماعه؟ ما الاستاذ ياسر فتحي طرح والله امثله وتجارب، هل هي لا تدعو للنقاش للدرجه دي؟ الدكتور احمد عبد العزيز طرح مجموعه اسئله رائعه، هل هي لا تثير اي اجابات عندكم؟ يعني ليه حتى لو معاهم ليه دايما انتوا على الجانب ده وكانه مش موجود غير اتنين؟ يا استاذ محمد انا بس اللي عايز افهمه دلوقتي، هل انا ينفع ان اقدم مصالحه انا شخص ضعيف اروح اقول ما قالك قالك ما ينفعش اقوى مني اروح اقول له دي قتلناها بحسن معاك. الاستاذ ياسر قتلها بحسن. ينفع دلوقتي اروح اعمل اديني المايك اشكرك اديني المايك استاذ ياسر قتلها بحسن. حضرتك اتفضل يا فندم. انزل مصر وانت ناطق. مصطفى صديق من كفر الدوار. تمام. انا كنت معتقل في 2010 سجن العسكري. تمام. ايام حسني مبارك كان في السجن العسكري بتقلع هدومك وتبقى زي ما انت فاهم طقم الداخلي. تمام. ده اللي بنقول عليه جيش مصر اللي احنا بتقولوا عايزين نتصالح معاه. تمام. هو لا مش جيش مصر. انا كنت في الجيش كان سجني ده كان سجن جيش. كان بينيمك على الارض ويدوس عليك بالجزمه. هل انتوا تبع التيار الاسلامي او كذا كذا كذا؟ سؤالك بقى سؤالك سريعا. هل انا هتصالح مع هذا النظام؟ هتصالح. ايوه هتصالح معاه. ما ينفعش اتصالح. ايوه هتصالح. انا بقول لك هتصالح. غريبه ما هم بيقولوا ايه من الصبح يعني. ايوه هيتصالحوا معاه. وقال له شهد قال له هنتصالح معاه. وقال له حريم اتقطع هنتصالح معاه. وغيرك اتصالح قبل كده؟ وغيرك اتصالح. ايه بقى تاني عندك ايه؟ ايه سؤالك بقى؟ احنا ضد المصالحه. اسمع بقى يا عم اسكت انت اسمع. ايه بقى سؤالك؟ ازاي انا هتصالح معاه؟ ايوه هنتصالح. ازاي بقى؟ قالها لك الاستاذ منتصر. في لجنه وفي مش عارف ايه الخطوات. بس انت بتتعامل مع ناس مجرمه. ايوه مش هتوافق. ايوه الاستاذ برضو منتصر او قال لك بلاش الخطاب الاقصائي. وسؤالي الثاني للاستاذ للدكتور احمد. ايوه تمام. ايوه يا دكتور احمد انا كنت في 2015 كنا في مصر كان الحراك الثوري كان عالي جدا. ايوه. هو مين للي مزاج ولا ما تعرفش ايه راح موقف الحراك الثوري وكان صوته عالي جدا وكان بيوجع النظام مره واحده لقينا في شهر 3 ولا شهر 4 هوب الحراك الثوري وقف. مين يا فندم؟ اي كلام. مين يا فندم اللي وقف الحراك الثوري؟ اديني بالمايك. بسبب خلافات الاخوان الداخليه. بسبب خلافات الاخوان يا اخي. انت يا استاذ محمد الان انا من حق اسال.
لا لحظة يا أستاذ ياس، لا من حق أسأل. أنا بس عايز أسأل الراجل ده، الراجل ده مهم جدا لأنه صامت الحقيقة. أنت مع قرب المايك، أنت مع المصالحة ولا ضد المصالحة ولا مالكش فيها أصلا؟ لا أنا مع المصالحة. مع المصالحة يعني مع الأستاذ ياسر، الأستاذ ياسر والأستاذ منتصر. أنا ما كنتش بشوفك بترفع إيدك. أنت قاعد فين؟ تعالى اطلع. أنا شايفك أصلا. ولا أنا. ولا أنا. قول لي أنت سنك كم سنة؟ 17. 17 سنة. من الصعيد ولا من بحري؟ لا اسكندرية. اسكندرية برضو. إيه الحلو في المصالحة عشان نتصالح زي ما قال لك يعني؟ هنتصالح على جثث اللي ماتوا، هنتصالح على المعتقلين. ما هي المصالحة مش هتيجي إلا غير ببنود. إيه بالبنود؟ الشروط بتاعتها. انت لو انت قاعد في المصالحه وقالوا لك تعالى في اللجنه دي ايه شروطك بقى للمصالحه؟ اول حاجه طبعا حق الشهداء اللي ماتوا. كويس. اني شهداء بقى زي ما قال الاخ بتاع الزقازيق محمد؟ كلهم من يناير. كلهم من تمام يناير. اللي بعد كده خروج المعتقلين. تمام دي اكبر. طب افرض خرج المعتقلين زي ما قال الاستاذ وطلعهم زي ما قال الدكتور احمد وطلعهم يعيشوا كالدجاج، هل ده انت مع ده؟ هم اللي جوه عايزين يطلعوا خلاص. يطلعوا خلاص. يطلعوا طبعا. نعم. حقهم. ايه يا استاذ؟ مفيش حد يقدر يقول له لا طبعا لو في حد يقدر يطلع حد يطلع. يا دكتور، يا استاذ محمد، يا استاذ محمد احنا يعني من حق هل في حد رافض ان حد يطلع معتقل؟ اتفضل دكتور احمد. لا استاذ ياسر اتفضل. يعني سؤال واحد بس. شوف احنا خيار يعني خيار المصالحه اعتبروه خيارا فاشلا لن يجدي شيئا. لا دلوني على مسار نملك فاعليه فيه ونصنعه. انا معاك. عندك قدرة الآن تصنع مسار حقيقي. أنا سهلا. طيب يا أستاذ ياسر اسمع الأستاذ أول الشرط الثاني تفضل. عايز أعرف إيه السيناريوهات اللي هجبنا لها حق الشهداء بعد المصالحة. يعني أنت مع المصالحة ومع شروطها بس عايز تعرف السيناريوهات. طب أخذ واحد أخير خالص، آخر واحد بقى يختم. كان دكتور أحمد تفضل. طيب أنا بس ليا تعقيب. شوف حضرتك القرار، قرار الاستمرار في المقاومة أو المصالحة أو الاستسلام أو إعلان الهزيمة، أنا بعتبر ده قرار شخصي، قرار شخصي. يعني بمعنى آخر ليس من حقي ولا من حق كائن من كان أن يفرض على شخص أن يضحي بعمره في السجن. تمام. إذا ما كانش ده قراره لا أحد يستطيع أن يكرهه على ذلك. لا أحد يستطيع أن يكره أحد على الصمود. اللي عايز يصمد هو يعمل ده حسبة لله وينتظر أجره من الله عز وجل. اللي عايز يستسلم يتفضل، اللي عايز يتصالح يتفضل، اللي عايز كل واحد عايز يعمل شيء هو حر. لا أحد بالضبط. إحنا يعني واضحة النقطة دي إن كل شخص هو يملك قراره وهو حر في موقفه. طيب أحد كلام الدكتور كلام مهم جدا بس خليني أقول للدكتور أقول لحضراتكم كلام. افرض إن أنا معتقل وداخل المعتقل بس أنتمي لجماعة ونفسي هموت وأطلع بس الجماعة قررها انه لا يطلع. لو قدر يطلع يطلع ويسيب الجماعة. لو قدر يطلع يطلع ويسيب الجماعة طالما هو عاوز يطلع. يطلع يطلع ويسيب الجماعة. انت مش معك مايك على فكرة. اتفضل. السؤال الاول كان الاستاذ مصطفى في اول حلقة كنت قايل لحضرتك احنا انا عايز او لا نمتلك الحق في اتخاذ قرار المصالحة بدون ونهمشه المعتقلين والشهداء والمطاردين. كل واحد ظلم، كل واحد ضاع من عمره سنين في السجن مش شهور. لو يوم واحد اليوم واحد بألف سنة. تمام. حضرتك جربت السجن. تمام. حضرتك جربت السجن قبل كده. أصلاً حضرتك عارف مين؟ الساعة أستاذ ياسر. لا أستاذ منتصر ما جربوش. أستاذ منتصر جرب السجن. الأستاذ ياسر ما جربوش. وشاف أستاذ منتصر. الأستاذ ياسر ما جربش. لا لا أنا جربت. ربنا يحفظه. لا 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 أستاذ منتصر جرب السجن وعارف الساعة جوه عاملة إزاي. أنا بقولك ما جربوش. لا أنا سجنت. ربنا يبعد عنه. مين يا فندم؟ أستاذ منتصر. أنا بكلم عن أستاذ ياسر. أستاذ منتصر جرب. أستاذ منتصر جرب وعارف الساعة جوه بألف سنة. فقال حضرتك وتخلى عن حقك ده. حضرتك راضي ان انت تظلم ساعة واحدة الساعة جوه بألف سنة؟ حضرتك راضي عليها؟ حضرتك راضي في غيرك مش راضي. اقول لك بقى، اقول لك دستور المصالحة هو المسامحة والتغافر وارجاع الحقوق ومخاطبة ومحاسبة المخطئ واعلاء المصلحة الوطنية وليس الهروب من العقاب او التستر على المجرمين. 2 الاتفاق على ثوابت وطنية جامعة
تلتقي حولها جميع الأطراف. ثلاثة، الشفافية في تقديم مصلحة الوطن على غيره من المصالح الحزبية أو الأيديولوجية، والابتعاد عن المكابرة وفكرة المغالبة والتخوين والتشفي. سؤالي كان هل تمتلك القوة؟ أربعة، إجراء المصالحة في أجواء من الحيادية والعدل وسيادة القانون. خمسة، كشف المظالم وبيان الحقائق كاملة. القوة يا أستاذ ده كلام نظري، فين لحظة 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 لحظة. أنا عندي سؤال، من حيث انا خليني اقول لحضرتك انا متفق مع الورقه دي. في ناس حضرتك مش من الاسلاميين ولا من الاخوان وقفوا مع النظام في 3/7، وفي ناس رفضوا مشهد 3/7 لكنهم اشتغلوا على المساحه اللي النظام ممكن يعملها، سواء كانت مساحه من المصالحه الوطنيه. حتى السيسي نفسه في البيان بتاع الانقلاب قال بند له علاقه بالمصالحه الوطنيه. في احزاب ما كانتش لا يمين ولا شمال واشتغلت على دعت زي ما قال حضرتك، زي ما حضرتك قلت كده، دعوا وطلبوا وطلعوا بيانات ودعوا للمصالحه الوطنيه. في قالوا هنعمل مسيره ديمقراطيه وحمدين صباحي شارك في الانتخابات. السؤال ان في الاخر هذا لم يتحقق. انا اللي انا اقصده ايه، انت حضرتك بتقول لي كان احنا رافضين الحل اللي هو هيحل. انا بقول لحضرتك الناس اللي عملت كده، ما هو الذي سيجعل هذه الورقه هذه المره فعالة على الارض؟ بس هو السؤال. سمعت السؤال يا شباب؟ سمعت السؤال ده؟ اتفضل. في المرحلة الأولى كل طرف كان يظن انه سيحسم المعركة، مرسى يصلي العصر في القصر، والتاني يقول لك هنبدهم الصبح. لا غير مرسي. انا بقول لك الغير مرسي حتى يعني مصر القوية. نعم، ما كانت موجودة. كان دكتور عبد المنعم الفتوح ما هو موجود في اول النزاع. التيار الشعبي ما هو موجود. 6 ابريل ما هي موجودة. في اول النزاع يعتقد كل طرف انه قادر ان يسحق الاخر ويمتلك القوة والتأثير فيه. في ربعة يعني الفريق اللي كان يوقف في ربعة كان يرى أن إنما النصر صبر ساعة، وجبريل بينزل والنبي بيصلي بمرسي، وكانت الأمور يعني متجهة إلى العودة للقصر. والجيش كان يرى أن هؤلاء سيسحقوا في لحظة من اللحظات، وأرسل رسالة أولى واثنين وتانية وثالثة. كلا الطرفين كان يرى أنه يعني منصور ومنصور. وبعدين الآن وبالتالي رفض أي حل وسط. الآن مع إدماء الوطن وخسائر كل الأطراف بدأ الآن المصالحة يبدأ يسمع لها. أنا من مين؟ هل مثلا النظام تصالح مع البرادعي؟ على سبيل المثال البرادعي ليس إخوان ولا بيقف يتظاهر في الشارع ولا ضغط على الدولة عمل حاجة، صح كده؟ وكان موجود جزء من نظام 3/7. هل النظام الآن يعني قصدي مؤشر من بعيد اهو، هل النظام مستعد يتصالح مع البرادعي عشان يتصالح مع الثورة مثلا اللي هم واقفين في الشارع ومسجونين؟ أقول لك لا، أنا الآن أستاذ منتصر الآن بنحاول أن نلملم ونكفكف خطأ هؤلاء الثوار والساسة، عقل سياسي ضامر سواء من البرادعي أو من الإخوان المسلمين أو من 6 أبريل هم يعترفون بذلك. أنا الآن أترك المجتمع ياخذ خيار، دعونا ندعو لمظاهرة شعبية مع المصالحة الوطنية. يكون أثرها إيه؟ هيخشوا السجون برضه؟ ربما لا. انت ليه مفترض؟ ما انت سجون مليانه يعني ماشي. يعني ليه تفترض هذا الامر؟ اعتقد لا، انا الافتراض ده واقع. نعم. انا بديك امثله على مظاهرات ليس لها علاقه بالثوره ولا بالاخوان، وربما مطالب فئويه دخلت السجن. احنا لا نتحرك من داخل النظام، هذه لازم تبقى بدهيه معروفه. انا ابن التيار الاسلامي، ابن هذه الحركه المكلومه المأزومه المضطهده المسجونه. انا بنظر من الافق ده، بالاضافه اليه افق ان انا ما عدتش قادر اعبر عن رايي، فانا بضغط في هذا الاتجاه. انا عاوز هذا الضغط. انا مطلوب من حضرتك. طيب. انا بضغط في هذا، انا عايز النقطه دي بس. انا بضغط في هذا، مجرد ان انا اقول عايز مصالحه هذا ليس ضغط. تمام. قول لي هتضغط ازاي وانا علشان تحقق هذه الورقه بس. بالزبط. طيب خلينا ناخد في النهايه استطلاع راي حضراتكم حوالين سؤال الحلقة. هل المصالحة هي الحل الوحيد والمناسب لخروج مصر من أزمتها ووقف نزيف الدم؟ بعد إذنكم برفع الإيدين، اللي مع المصالحة يتفضل يرفع إيديه. ده في حاجة حصلت صح؟ قال له كتير. في حاجة حصلت. قال له في حاجة حصلت كتير. في حاجة حصلت في الاستوديو. الناس قاعد ورا الكاميرا. أنا لا، هو واحد بس اللي قاعد ورا الكاميرا. يعني في حاجة حصلت في الاستوديو والله، كانوا أكتر من كده. نعم. مين يا جماعة، مين غير رأيه؟ يعني مين غير رأيه وكان مع المصالحة وغير رأيه؟ أنت غيرت رأيك؟ أنت قلت لي هنا. وأنت غيرت رأيك؟ أنت ابن محمد؟ كمان أمال منين؟ غيرت رأيك؟ كان مع المصالحة وبقيت ضد يعني؟ يرفع كويس عشان نشوفه بس كويس. طب نرجع تاني. أنت ابن محمد على فكرة، دور كده تلاقيك نفسك. طيب يعني تحياتنا لأبو محمد طبعا كلها. خلينا ناخد بس تصويت بالرفع الايدين، مين مع ان المصالحه هي الطريق الوحيد؟ المصالحه هي الطريق الوحيد. في حاجه حضرتك مع المصالحه الطريق الوحيد ده جديد ولا من الاول؟ من الاول خالص. طيب
مين مع انه المصالحة ليست طريق وحيد؟ طب السؤال بقى وانتوا فوق كده، امال ايه الطريق بقى؟ الثورة مثلا؟ الضرب مثلا؟ العنف مثلا؟ هما اصل ده شعور منطقي، شعور منطقي زي دكتور احمد. ما هو الحل؟ حد يقول لي حل بسرعه، قول لي حل بسرعه عشان اخلص هختم. رقم واحد، رقم واحد تتم ازاحه كل القيادات اللي كانت بتقود الثوره وفشلت بها كلها على جنب. ده رقم واحد. المايك الثاني فين؟ تمام. المايك اديله المايك، المايك الثاني. الحل ايه عندك طالما انت مع الثوره؟ انت مع المصالحه؟ مع المصالحه. خلاص شكرا، انت تعرفت اتعلم عليك. استنى انت مصالحه سوري مش مصري. ما انا عارف انك سوري، بس انت مع المصالحه. مع المصالحه ما تبقاش تعدي من هنا بقى تاني. بقيود ان شاء الله. احنا بقيود. بقيود ايه؟ القيود اللي مع المصالحه؟ القيود اللي اتكلم استاذ ياسر فتحي. استاذ ياسر فتحي قال ده انت عامل ميكس بقى بالرأي اللي هو ايه؟ راي الاستاذ منتصر ولا الاستاذ ياسر؟ طب سريعا عشان اختم الحلقه، الحل الوحيد هو الثوره؟ يعني الثوره الشعبيه اللي حصلت في ايران، اللي السفاك اللي هم امن الدوله كانوا بيطلعوهم فوق. ثوره بدون قياده؟ طب طول الشعب هو اللي قدر يعمل كل حاجه. الشعب بدون قياده؟ ثوره ايران دي اللي بتتكلم عليها كان ليها قياده. ثوره بدون قياده يعني؟ لا زي او كمثيل. مين القائد بتاع الثوره اللي ممكن تغيير القياده اصلا؟ عندك الخميني. يا مش حد واضح، بس اكيد حد غير تغيير. لحظه بس، مين القائد اللي هيقود الثوره؟ حد من الشعب. شباب الثوره. لسه ما طلعش الشباب. لسه ما طلعش الشباب اللي في الارض من اول يوم. الشباب اللي في الارض من اول يوم. اي شاب فيكم هيطلع يقود الثوره؟ لا احنا عمر الشوطي. بعد الاستفتاء الاخير للجمهور على ما يبدو أنه بقي يتعامل بعاطفة، مطالبا بحلول العدل وليس العقل كما أفاد ضيوفنا اليوم. لا، أنا لم أتفاجأ بنتيجة استفتاء الجمهور النهاردة في الحلقة. يعني أنا لم أفاجأ بنتيجة الاستفتاء. نسبة رأي الناس على السؤال الحلقة كانت طبيعية. نعم، النسبة المعارضة للمصالحة كانت في بداية الحلقة هي الأعلى، لأنه من تجاربي ده متوقع. أولا سن صغير، مرحلة عاطفة وحماسة كبيرة، الخطاب العاقل في هذه المرحلة يبدو ضامر. مرحلة المراهقة وهذا السن إما أبيض وإما أسود، لا تعرف المسافات الخيارات والبدائل أو الطريق الثالث، فهذا طبيعي. لكن أعتقد ما صنعناه اليوم أننا ألقينا حجرا في ماء راكد، أعتقد إن شاء الله سيؤتي أكله وإن طال الوقت. أنا كنت أتمنى أن يكون النسبة ربما أكثر تقارب، يعني لأن إحنا محتاجين يبقى النقاش يبقى في حالة تنوع أكثر من كده. نفسي نسمع أكثر ناس من اللي هي موافقين على المصالحة، بحيث النقاش يطول يعني أو يكون أعمق من كده شوية. بعد الحلقة ناس غيرت رأيها فعلا بالفعل في الحلقة، وده لعلكم تشوفوه أثناء العرض الحلقة. نسأل إن هم بالفعل غيروا رأيهم من خلال الحوار. إحنا في مصر بنتكلم بس، لم نصل بعد إلى ثقافة الحوار. الحوار بمعنى أن نجلس على طاولة مائدة مستديرة، كل واحد فينا يقول وجهة نظر ويستمع إلى وجهة النظر الأخرى. لم نصل في مصر، خصوصا إنه حالة الاستقطاب الحادة اللي حدثت بعد 30 يونيو كرست الانقسام. بعد الاستفتاء الاخير كل واحد مقتنع برايه. بعد الاستفتاء الاخير الراي الاغلب كان سيء برضه من اول الحلقه لاخر الحلقه. بعد الاستفتاء الاخير صار ان يعني تقريبا النسبه زي ما هي، او يعني ممكن تكون قلت واحد في صالح عدم المصالحه. بعد الاستفتاء الاخير بقيت نتيجه كما هي. لا، كانت النسب بالعكس هي، لكن كنا بنتارجح في واحد او اثنين، لكن كانت النسب هي تقريبا. بقى بشكر خاخد استاذ ياسر 30 ثانيه او اقل من 30 ثانيه كلمه في نهايه الحلقه دي. اتفضل يا فندم. وما ينال الامان وما ينال المطالب. وما ينال المطالب بالتمني، كنت اخذ الدنيا ولكن تاخذ الدنيا الغلابه يعني. تمام. يعني ما اعتقد. طب يبقى انت معاهم. لست معهم. تاخذ الدنيا غلابه. لا، وانما تاخذ الدنيا الغلابه. انما تاخذ الدنيا الغلابه. تمام. يعني بلا ادوات يظل هذا خطبه في مسجد، اللهم اهلكم بددا لا تبقى منهم احدا. شكرا استاذ ياسر. استاذ ياسر فتحي كلمه في اقل من 30 ثانيه في نهايه الحلقه. اي حد بيتكلم على انتقال او تحول ديمقراطي في السلطه، سواء من داخل السلطه او من براها، في اربع مراحل. مرحلة اسمها مرحلة التحضير والاستعداد، ان انا يكون عندي تحضير واستعداد. المرحلة الثانية الضغط على النظام او انهائه، سواء حاجة من اثنين. المرحلة الثالثة هي استلام السلطة الجديدة. المرحلة الرابعة تحقيق الاستقرار. لو انا في مرحلة التحضير مش جاهز ومش مستعد، يبقى
ومش قادر اتصالح. لان بقول الحاله الحاليه تحضير متعسر مش قادر يتصالح، ما قداموش غير انه يا يطور نفسه يا ينسحب حتى يستطيع انه يطور نفسه. ما عندوش حل ثالث، حل المصالحه غير مطروح، اما انه يطور نفسه بقيادات جديده واستراتيجيات جديده او ينسحب ويكمن حتى يستطيع ان يرتد مره اخرى. لكن المصالحه مش مطروحه على شخص. شباب 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 شباب، اللي موافق على الاستاذ ياسر فتحي يقود الثوره جيل، اتفضل ارفع ايدك. ايوه طيب. على كل حال دكتور احمد عبد العزيز، كلمه في اقل من 30 ثانيه في نهايه الحلقه. كلمات للشباب، يعني ثبت يقينا ان كل القيادات التي تصدرت المشهد قيادات فاشله وفشلت، وانا ارد الامر للشباب مره اخرى. الشباب هو القادر على صناعة التغيير، فليختار قيادته وليخطط وليفكر، وأنا خادم له. أخيرا وليس أخيرا، الأستاذ منتصر الزيات. المصالحة الوطنية تمثل الآن فقه اللحظة وواجب الوقت، وأنها تستوعب العمل الجاد وبنفس واحد لدفع عجلة الحياة الاقتصادية وإيصال الخدمات وإيجاد فرص العمل والنهوض بالمستوى التعليمي والتربوي وإشاعة روح المحبة والتسامح بين مختلف الأطراف، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون وجود نية صادقة للمصالحة مع وجود الثقة بين الأطراف في تنفيذ ما يتفقون عليه. شكرا أستاذ ياسر. خليني في نهاية الحلقة أشكر الأستاذ ياسر الغرباوي، مؤسس ومدير مركز التنوع لفض المنازعات. أشكر الأستاذ ياسر فتحي الباحث السياسي، كما أشكر أيضا الدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس محمد مرسي لشؤون الإعلام. وأخيرا وليس آخرا، أشكر حضرتك المحامي البارع الأستاذ منتصر الزيات، وأشكر حضراتكم جدا على هذه الحلقة وهذه المشاركات. في النهاية أعتقد أننا عرفنا النهاردة أن التفاوض أو المصالحة أو التسوية أو العدالة الانتقالية هي تقريبا نهاية صراع كل الصراعات. المجتمعات اللي عايزة تقدم وبتحافظ على تاريخها وبتضمن مستقبلها ما ينفعش معها الصراع الصفري، لكن برضو عرفنا أن المصالحة مش مجرد دعوة عابرة، بل مشروع وطني كبير بيحتاج إلى جهود كل المخلصين، والأهم أنها طلعت عملية صعبة جدا ومعقدة جدا، ولكن في أسئلة كتير جدا في الطريق إلى المصالحة. مين اللي عايز يتصالح؟ ليه النظام ممكن يتنازل؟ إيه أوراق الضغط اللي بيمتلكها الثورة عشان تتفاوض بيها؟ إيه دور القوى الإقليمية والدولية في القصة دي؟ المصالحة موضوع صعب جدا وشائك جدا وكله ألغام، وإحنا في كلام كبير مش دورنا نجاوب ولا نتبنى رأي، دورنا نسأل الأسئلة الصعبة مهما كانت صعبة، ومهمتنا ان احنا ندخل كل حقول الالغام اللي الناس خايفه تقترب منها، ده دورنا. وفي الاخر الراي راي حضراتكم، عشان كده لسه عندنا كلام كبير. كان جميل، حلقه جميله وحيويه وسخنه جدا حقيقي جدا. انا شايف ان الحلقه كانت مفيده جدا، كان في اراء مختلفه ويحاول يتناقش في موضوع. البرنامج يعني واعد متزق عنوانه مع محتوى على الأقل حلقة اللي أنا حضرتها. هي فكرة جديرة وجيدة، وفكرة أن يكون في تعارض في وجهات النظر دي مسألة مهمة جدا. بس حوار مفيد، يعني فتح أفاق الحوار مع قطاعات شبابية وهم الأصل في الموضوع، أنا شايفه إيجابي. يعني حتى لو كانت النتيجة لسه مش متماشية، لكن ده بداية حوار مهم حول موضوع المصالحة. ما هي النتيجة مما حصل؟ والله اللي حصل في الاستوديو كان كلام متناقض. اللي حصل كان نقاش جميل يعني، وكل واحد عبر عن رأيه. حاجة جميلة شوفنا النهاردة جو مختلف شوية عن اللي بيحصل في جميع البرامج يعني. هو طبعا برنامج حواري جميل جدا، هي فكرة جديدة ما كانتش موجودة في البرامج في القنوات الداعمة للشرعية أو ضد الانقلاب، وإن شاء الله يعني تكون برنامج موفق يعني. مفيد بنسبة كبيرة، وأسئلة تطرح بالذات ملامسة للشباب، وهذا لا يكون موجود أبداً في أي برنامج رأيته يعني. يعني وجود البرنامج أعتقد هذا الفريق لابد أن يدرك أنه مساهم. طبعاً في فايدة، كل ما يكون في حوار حول القضايا المثارة، المهم يكون حوار منطقي بيدي معلومة
بيستفيد من تجارب، ما بيقولش كلام مجرد كلام مجرد، لو في معلومة في تجارب يبقى فيه أكيد فايدة. سموما في المجمل هي حلقة حلوة، يعني حلقة عجبتني الحلقة دي بصراحة.